أهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم المميز دائما الأهلي الليلة. الأهلي الليلة النهاردة حلقة خاصة جدا طبعا زي كل ليالي الأهلي، ولا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة الأفريقية أو نهائي أفريقيا لكرة القدم. بطولة أفريقية لكرة القدم والنهائي خلاص يكاد أن يسدل الستار في الأيام المقبلة، لكن البداية هتكون في برج العرب يوم الجمعة، وهيكون طبعا اختتام يوم 9/11 في تونس. نتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي اللي بيأدي بشكل كويس جدا وبشكل مميز. أكيد في بعض الأخبار هنتكلم فيها في البداية قبل طبعا ما نتكلم على محتوى حلقتنا أو لما نتكلم عن مباراة الترجي. وفقا للأحداث الرياضية في الوسط الرياضي، كان آخرها أن اللجنة الأولمبية بتطالب رئيس الزمالك بإظهار خطابات إساءتها لرموز الدولة. كان حصل قبل كده تسجيلات وكلام أن في خطاب وجه من اللجنة الأولمبية المصرية لنظرتها الدولية، بيتقال فيه بعض الأمور وفي تطاول على بعض الشخصيات العامة والكبيرة في البلد، والكلام ده طلع معلن بشكل كبير. لكن اللجنة الأولمبية النهاردة بتطلع بيان وبتقول هاتولنا الخطابات دي، وأن في خطابات مزورة، ودي مفاجأة كبيرة جدا وكلام خطير جدا. لكن عشان نعرف الأمور أكتر معنا تليفون مهم في البداية، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. أهلا بك، تحياتي لحضرتك، وأكيد عايز أبارك لك على إنجاز الخماسي في أولمبياد الشباب وكمان النتائج المبشرة لشباب مصر في هذا الأولمبياد. الله يخليك، شكرا جدا طبعا. مبروك لمصر كلها، نتائجك مميزه جدا وبالاخص الخماسي الحديث اللي احرز 3 ذهبيات وفضيه، نتائج الحقيقه مشرفه وجميله طبعا. اللجنه الاولمبيه يعني احيانا بتسكت كده شويه، فالكل بيصدق ما اللي بيدور واللي بيتقال، ولكن على فترات كده بيطلع بيانات قويه. اخرها من ساعات خرج لنا هذا البيان او الخبر اللي انا قلته، ان اللجنه الاولمبيه بتقول لو في اي حد عنده خطاب او كلام احنا بعتناه للجنه الاولمبيه الدوليه في اي اساءه لاي حد في مصر ونشرته مضمون الخطاب. مظبوط، احنا اصل استغربنا جدا كان موقف مجلس النواب، او حسينا ان في يعني حاجه مش طبيعيه. فلما سالنا قالوا لنا ان في جواب احنا مطلعينه للجنه الاولمبيه الدوليه او حاجه، وبيسيء ليه دكتور عبد العال او مجلس النواب. والحقيقه ده عمره ما حصل، ان عمره ما طلعنا اي جواب يسيء لاي حد الحقيقه في مصر، مش بس اكيد بالاخص مش مجلس النواب. فاستغربنا جدا، فقلنا لا لازم نطلع بيان خلاص عشان الدنيا تبقى واضحه. ورجعنا كل حاجه عندنا، احنا اي خطاب بيطلع من عندنا حضرتك بيكون مسجل، بيكون طبعا واخد صادر من عندنا مسجل في الدفاتر. اي ايميلاتنا كلها واضحه وصريحه بتطلع من ايميلات خاصه باللجنه الاولمبيه الدوليه المصريه، وايميل معترض بيه ومعروف، وكل اللي خرج منه ودخل اليه مسجل عندنا الحقيقه. فعشان كده اصدرنا هذا البيان عشان نوضح الراي العام ان احنا لا يمكن ان احنا نسيء ولا لاي رمز في مصر او خارج مصر الحقيقه في الرياضه، ولا نطلع اي حاجه فيها اي جواز فيها اساءه. طب الخطاب اللي كان متداول ده بقى يعني ايه يعني جه منين وراح فين؟ احنا ما نعرفش الحقيقه، احنا عايزين نوصل له يعني. احنا بنحاول بنشد اي حد جاله صورة هذا الخطاب الحقيقي يوريه لنا، ده عشان ايه؟ عشان ناخده، عشان نطعن بالتزييد على طول فورا في 17. اول ما يوصل الخطاب ده الى اللجنه او الى اي افراد من افراد اللجنه هنطعن فيه بالتزييد فورا خلاص، لان ما فيش حاجه من عندنا طلعت بهذا المنظر على الاطلاق. هل تم التفاهم بقى والتواصل مع مجلس الشعب بقى لاعلانهم للحياه الاخيره اللي انتم اعلنتوها ده خلاص حصل مع مجلس الشعب بالفعل؟ احنا تواصلنا معاهم ان مفيش اي اساءات طلعت عندنا على الاطلاق، واحنا بنرحب بانهم يقعدوا معانا في اي وقت هم عايزينه خلاص، ونشرح لهم بالظبط كل حاجه خاصه بالقانون والمنتخب الاولمبي من وجهه نظرنا تمام. وما تنساش ان القانون طالع من مجلس الشعب تمام، هو اللي اقره، وهو اللي بعته الرئيس عشان يقره. احنا كل اللي عملناه ان احنا راجعناه ان هو مطابق للمواثيق الدوليه والاولمبيه فقط لا غير. احنا اللي اصدرنا القانون ولا احنا اللي الفنا القانون الحقيقي. يعني هل كان من الطبيعي ان قانون يا دوبك ما كملش سنه ونص وطالع،
من نفس دور الانعقاد ونفس أعضاء مجلس الشعب اللي اعتمدوا هذا القانون وأشادوا به وقالوا أخيرا عندنا قانون بيتوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي. فجأة لا، ده فيه أخطاء، فجأة ده فيه مشاكل، عايزين نطور، عايزين نغير الوضع ده. هل كل ده كان رد فعل فقط على خطاب ملوش أساس؟ لا طبعا، الـ 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 احنا من وجهة نظرنا ان القانون الحقيقة حاجة محترمة جدا، تمام، طلع بعد حاجة و40 سنة من القانون القديم. طبعا القانون القديم قانون 77 لسنة 75، 77 لسنة 75، تمام، اللي كان غير مطابق للمواثيق الدولية، وكنا على وشك الإيقاف دوليا من 2008، واحنا بناخد في مد مهلة في مهلة في مهلة إلى أن صدر القانون الحمد لله في 2017 مطابق تماما للمواثيق الدولية، تمام، وبنشكر عليه البرلمان طبعا، وكابتن فرج عامر كان رئيس لجنة الشباب في الوقت ده، والمهندس خالد عبد العزيز، الحقيقة له فضل كبير في طبعا مجهود كبير. أفهم من كلام حضرتك إن لسه في كلام هيكون في مجلس الشعب على تعديل بعض البنود في قانون الرياضة، ولا كده القصة انتهت؟ لا، دي تسأل فيها حضرتك مجلس الشعب، احنا ما عندناش أي مشكلة في تعديل، لو هم عايزين يعدلوا بعض المواد بما لا يخالف المواثيق الدوليه والميثاق الاولمبي، اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله خالص. احنا اللي بنغير القانون الحقيقه، احنا كل اللي بنعمله احنا بنراجع ان مفيش حاجه. طيب انا طبعا عارف اجابات حضرتك، لكن خليني اسالك السؤال بشكل تاني. من مراجعتك للقانون واعتمادكم ليه، هل يوجد اي بند محتاج لتنقيح او تعديل؟ وحضرتك قلت لي ان كل البنود موافقه للميثاق الاولمبي وتتوافق معاه، هل احنا في احتياج للتغيير، وهل حاجه في حاجه اختلفت؟ أنا هفكر حضرتك بمقولة المهندس خالد عبد العزيز لما أصدروا القانون، قال إن مع التطبيق الفعلي للقانون قد يظهر حاجات مع التطبيق الفعلي، لأن إحنا نسينا حاجة محتاجة تعديل طفيف، وده الحالة اللي إحنا فيها دلوقتي. القانون بنسبة 95% أو أكثر مطابق لكل حاجة، ما فيهوش أي مشاكل على الإطلاق من وجهة نظرنا إحنا، تمام؟ فإحنا بنطالب وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب يبعتوا لنا يقولوا لنا إيه الحاجات اللي هم من التطبيق بتاعها شايفين إنها محتاجة تعديل، تمام؟ إحنا هنراجعها بس كمطابقة، تمام، مطابقة خلاص يغيروها، مفيش أي مشكلة. طيب لو مش مطابقة وحصل خلاف، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل وقف الرياضة المصرية، وقف أي عبقرية ولا أي ولا أي حقيقة يعني. ما أنا 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 عارف ده، بس بحب أسمعه ليه؟ لما بنقول ده الناس بتقول لك ده بيخوفونا ومش عارف بيروحوا للخارج وناس والعالم كله ايه وداخل ايه بالظبط. مصر ماضيه على احترام المواثيق الدوليه، مصر ماضيه على معاهده في اليونايتد نيشن اللي اللجنه الاولمبيه الدوليه طرف فيها، تمام، مع اليونايتد نيشن برضه، فالمواثيق الدوليه خلاص كلنا كل العالم بيحترمها، كل العالم بلا استثناء، تمام. احنا دستورنا بيقول في الماده 81 احترام المواثيق الدوليه، تمام، حلو. احنا يعني احنا مش بنقلب حاجه، احنا على فكره احنا اللي بنحارب ان مفيش اي حاجه تطلع لبره اساسا. انا بس ليه البعض عاوز يلقي على اللجنه الاولمبيه الدوليه ويقول لهم يا جماعه انتوا ليه بتتمسكوا بالخارج وبتستقوا بالخارج؟ اعتقد الجمله دي ما عادش ليها مكان اساسا، ومن الطبيعي اصلا ان انت بتتعامل اصلا مع هذه المؤسسات الدوليه بشكل مستمر وبشكل طبيعي. يا باشا احنا بنتعامل بصفه يوميه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحادات، مع اتحاداتنا الدوليه اللي احنا بنتبعها خلاص، واتحدى اي حد يطلع اي جواب اي مراسله ما بيننا وبين اللجنه الاولمبيه الدوليه بتحاول توقف مصر او بتسيء لمصر، اتحدى. لا وجود لهذا على الاطلاق. كلام محترم، وان شاء الله الامور تمشي في الرياضه المصريه في الفتره الجايه على خير. اخيرا كان في خطاب من اللجنه الاولمبيه الى وزاره الشباب والرياضه بداعي تقريبا يعني حاجه كده في الميزانيه عندكم 4 مليون زيادات او حاجه، والوزاره كانت عايزه تعرف هم فين. حضراتكم قلت له تقريبا بعتوا خطاب ان في خلال شهر هيتم الرد او حاجه زي كده، هل الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ احنا فعلا جالنا جواب، الحقيقه انا برضو بستغرب جدا، ويعني حاجه مش عارف اضحك ولا احزن ولا ايه الحقيقه. احنا حضرتك اللجنه الاولمبيه المصريه الوزارة محققها المراقبة المالية على جميع الهيئات بما فيها احنا الوزارة هيئة الرقابة والمعايير في وزارة الشباب والرياضة بتراقب عليها سنويا، كل سنة بتيجي وتعمل تقرير، الجهاز المركزي للمحاسبات بيراقب علينا سنويا وبيطلع تقرير، تمام. فانهم يجوا يقولوا ده في حاجات مر عليها من 2013، يعني مر عليها حوالي 5 سنين خلاص، وكان في وفرات هنا. على فكره الوفرات دي مش قصه جديده، الوفرات دي حضرتك موجوده ومكتوبه في الميزانيات بتاعتنا، يعني ميزانيه اخر السنه اللي احنا حطيناها مكتوب فيها هذا الكلام، احنا مش مثلا دارينا فهم فوق ان في وفرات، فانا مستغرب جدا الحقيقه.
احنا مثلا بناخد 5 مليون جنيه مثلا يعني، خلاص لبعثه معينه صرفنا 4.5، ففي نص زياده. طب النص الزياده ده يعني ايه اللي بيتم فيه؟ في بيدخل ويكمل في الميزانيه الجديده، مظبوط كده؟ مسجل في الميزانيه حضرتك، بجهاز مركزي المحاسبات، بنطلب من الوزاره خلاص ان احنا عايزين دعم للمرتبات، دعم لحاجات تانية كتير ما بناخدهاش، فبيقول لك اصرف الوفرات اللي عندك شكرا. تمام، فهو ده اللي كان بيحصل. انما حضرتك متخيل ان ميزانيات انتهت والجهاز المركزي راقبها وما قالش اي حاجه عليها، ولا الرقابه والمعايير قالوا حاجه عليها، جايلك بعد 5 سنين تقول لي والله في وفرات كذا وكذا وكذا؟ طيب حلو قوي لو حضرتك عايز تحاسب جرعه. هل في حاله تربص من وزارتش؟ لا انا اقول لحضرتك، احنا المفروض يجي لنا 3 مليون جنيه كل سنه دعم. كويس. احنا في فتره من 2011 ل 2013 خلاص 3 سنين جالنا 1 مليون بس. تمام. طب ما نعمل مقاطع ثلاثة يعني. طب ماما حضرتك برضو حضرتك لا حضرتك سكت ليه؟ ما هو نفس القصه، وزاره الشباب والرياضه سكتت ليه؟ يعني ليه الوقت ده هنا ودي الوقت هنا؟ لكن اخيرا هل في تربص من وزاره الشباب والرياضه باللجنه الاولمبيه المصريه؟ لا انا ما اقدرش اقول تربص، انا ما اعرفش الجواب ده ليه جه الحقيقه. انا عارف ان وزاره الشباب والرياضه في زنقه ماليه خلاص، دي حاجه مش جديده الحقيقه، فزي ما احنا في زنقه ماليه برضو خلاص، كل واحد بيحاول يعني تبرير حضرتك اللي دي زنقه ماليه، مش هنتكلم ان في ضغوط على وزاره الشباب والرياضه من بعض الاشخاص عشان الامور اللي بتحصل؟ اتفضل يا فندم. اتخيل هذا. اشكرك المهندس شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي، كلام مهم جدا لكن كلام واضح جدا، وجمله ما بقتش جمله رنانه، بقت جمله مؤكده، ان الحديث عن تعديل قانون الرياضه الصادر في 2017 او 2017 مش اي كلام يتقال خالص، ولا ان مجلس الشعب مع الاحترام والتقدير ليه انه يقعد ويغير في القانون قبل حصر النقاط المطلوب مراجعتها وإفادها مرة أخرى اللجنة الأولمبية المصرية اللي بتشوفه تراجع مع اللجنة الأولمبية الدولية، أي حاجة غير كده وبدون هذا الإجراء يتم تجميد النشاط أو الرياضة المصرية، لأن مصر ماضية على كل المواثيق والاتفاقيات، وده كلام مش بيتقال على الهوى، ده كلام من أمين عام اللجنة الأولمبية المصريه المهندس شريف العليان، وده كلام مهم جدا وكلام خطير، لكن الراجل يعني ابدا امتعاضه كده من خطاب وزاره الشباب والرياضه، ان عندكم بعض الاوفرات في فلوس مقفره عندكم تقريبا 4 مليون وحاجه، 4.5 مليون، فاحنا عايزين نشوف القصه دي، اللجنه الاولمبيه قالت لهم ادونا شهر نشوف نجمع لكم ترتيبات ميزانيات لكم. يبدو كده ان الرياضه المصريه الكل في ضغط من هنا وفي ضغط من هنا، بس لصالح مين؟ انت بتحارب عشان مين؟ يعني هل اللجنه الاولمبيه لما اتخذت قرارات مهمه علشان تهدي الوسط الرياضي وتتعامل بشكل جيد خلاص وزاره الشباب والرياضه رايحه تقول لها طب وريني بقى انت عندك ايه؟ اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هي بتقول ان انا ليا 3 مليون دعم في السنه فبيبعتوا 1 مليون فاعمل مقاصه، برضه انت ساكت ليه؟ شيء مؤسف اداره الرياضه المصريه بهذا الشكل من كل الاطراف، والمؤسف اكتر انك تحس ان اول ما الدنيا هتبدا خلاص تتحكم بالشكل الرياضي اللي الناس عايزاه وشايفاه الى وسط رياضي نظيف بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن الصوت العالي، تجد ان هناك من يريد استمرار الصوت العالي، ولكن القانون والميثاق سينطبق او سيطبق على الجميع. نقفل الملف ده ونروح للملف الاهم، الاهلي والترجي مباراه مميزه ومباراه جيده، فرحان وسعيد جدا بالروح ونمسك الخشب والاداء بتاع جماهير الاهلي والترجي، فرحان وسعيد من الشكل الاعلامي اللي طلع عليه المباراه، الاهتمام الكبير، اهتمام ما بعده اهتمام، تحديدا يعني بعثه الترجي تقريبا خلاص دلوقتي بتهبط في برج العرب، بعثه النادي الاهلي او القايمة النهاردة والجهاز الفني كانوا موجودين، سافروا برج العرب اتمرنوا تدريبة، حتى ان قناة الاهلي مش موجودة في التدريب، في تقفيل جامد جدا جدا في معسكر النادي الاهلي، في تركيز شديد جدا، في مشاهدة من اللاعبين والجهاز الفني اللي عملوا عدد من المحاضرات بالفيديو. انا بقول لكم الفرقتين كتاب مفتوح من المباراة اللي فاتت، لكن مباراتي افريقيا تحديدا هم دول اللي مستر باتريس كارتيرون مركز عليهم، بطل انجولا مع الترجي، المباراتين الفرقه بتتفرج عليها في شرح مميز جدا، في تركيز مميز جدا،
لكن اكيد القائمه اللي اصطحبها النهارده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي لبرج العرب، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، احمد فتحي ان شاء الله يكون متعافي ويكون بقوه امكانياته الكبيره، احمد فتحي من اللعيبه المؤثره، ومحمد هاني وسليف كولوبالي وسعد سمير وايمن اشرف وصبر رحيل وحسام عاشور وعمر السوليه وهشام محمد واكرم توفيق وكريم نيدفيد واسلام محارب وصلاح محسن ومروان محسن واحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر واحمد حمدي ووليد ازارو. كمان يعني القائمه اللي جايه اللي بتوصل يعني يا وصلت يا بتوصل دلوقتي، واكيد هنتابع معاكم من مطار برج العرب بعثه الترجي التونسي الشقيق. يعني القائمه 23 لاعبا، معين الشعباني مدرب الترجي اصطحب 23 لاعبا هم معز بن شريفيه ورامي الجريدي، وقلنا لكم كانت في مشكله في حراسه المرمى لكن هو في الاخر ادى الثقه لرامي الجريدي وعلي الجمل. الدفاع سامح الدربالي، هاب المباركي، ايمن بن محمد، خليل شمام، حسين الربيع، علي المشاني، شمس الدين الزوادي، محمد علي اليعقوبي، ايمن محمود. الوسط كوليبالي، فرانك كوم، ودول لعيبه حدث ولا حرك، كوليبالي وفرانك كوم. الشعلاني ومحمد امين المسكني وسعيد بقير. في الهجوم يوسف البلايلي، انيس البدري، بلال المجري، ادم الرجيبي، طه ياسين الخنيسي، هيثم الجويني. يعني تشكيله الترجي او قوام الفريق خلاص احنا بقينا حافظين الاسماء كلها بشكل كبير وبقينا شايفين، لكن هذه المباراه الهامه جدا. عجبني جدا تضافر الجماهير النادي الاهلي، ان شاء الله لها تكون ماليه جنبات استاد برج العرب ان شاء الله، لان جمهور النادي الاهلي يختلف، والاهلي عندما يلعب بجماهيره الامور تختلف تماما. الاهلي اللي ماشي ان شاء الله ومؤدي بشكل كويس جدا وبشكل مميز جدا وباداء محترم في الفتره اللي فاتت. طبعا بعض الناس كانت قلقانه من الشكل اللي ظهر عليه او النتيجه امام الوصل. الوصل فرقه من الفرق المحترمه، والفرقه طبعا يعني كويسة وأدت أداء كويس أمام النادي الأهلي، والنادي الأهلي طبعا يعني فرقة عندها ضغط مباريات كتير جدا وأدت بشكل كويس جدا، لكن نتيجة مطمئنة جدا. أكيد مستر كارتيرون ليه تصريحات مهمة مع لعيبة النادي الأهلي. أبرز التصريحات قصة الكعب العالي دي مبطلها بالبلدي كده، يعني هو الراجل مستر كارتيرون قال كده، يعني قصة الكعب العالي والناس اللي شايفة اللعيبه يا جماعه مباراه الترجي مباراه صعبه في الذهاب وفي الاياب. الراجل قال لك مش هتفرق معايا بلعب في برج العرب ولا بلعب في رادس، خلاص هم 180 دقيقه، هي مباراه من شوطين، هي مباراه مهمه جدا، وحفز لعيبته بالشكل الكبير. كابتن محمد يوسف والجهاز المعاون يعني شغل على قدم وساق مع اللاعبين في التحفيز والتجهيز والجلوس مع اللاعبين والحديث معاهم، دي بتبقى أمور يعني على طول موجودة معانا دايما في النادي الأهلي، دي أمور على طول بتبقى متاحة. لكن ما فيش شك إن المباراة دي مباراة قوية جدا، في شك إن كل الجماهير على فكرة كل الجماهير نفسها تكون موجودة وبتشجع في برج العرب. في شك إن فريق الترجي فريق كبير وفريق محترم، وما فيش شك إن شاء الله الأهلي يقدر ويستطيع انه طبعا يتاهل من برج العرب، ان شاء الله ربنا يكرمه بالاهداف. واكيد هيبقى في كلام كتير جدا في اولى فقراتنا، ودايما فقره يوم الاربعاء بتكون فقره مميزه في الاهلي الليله، الفقره ثابته مع الكابتن علاء ميهوب اللي هنتكلم معاه في تفاصيل كتيره، وهنتكلم معاه عن رؤيته الفنيه. فاصل عشان نرجع نتواصل والكابتن علاء ميهوب. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. اولى فقراتنا الحواريه
في الاهلي ليله يوم الاربعاء. خلاص فقره عرفتوها معانا وعرفتوا الضيف اللي بيكون موجود معانا فيها دايما، ودايما بنقول بقى ايه، بنقول كلام من قلب بعدين كده بندردش وبنتكلم، لكن الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس، وكل الكلام اللي بيقوله هنا في هذه الفقره يعني بيتحقق فنيا بشكل كبير، لان معايا بصراحه عملاق فني كبير جدا ونجم كبير من نجوم النادي الاهلي الكابتن علاء ميهوب، مشرفني ومنورني في حلقه الاربعاء. اهلا بك يا هبه. اخبارك ايه يا كابتن مصر؟ كله تمام الحمد لله. وحشنا والله. ما شاء الله، احنا الاول كنا بنشوف بعض اكتر من الاربعاء، خلاص دلوقتي بقينا من الاربعاء للاربعاء. الاربعاء قول لي اجواء ايه؟ لا انت عامل ايه؟ هنتكلم. انت عامل ايه؟ لا زي الفل الحمد لله، كله تمام. ايش يا كابتن كمان؟ يا ربنا يخليك. الشتاء قرب يدخل شويه، الجو بقى ساقع حبيبي. مع بروده الجو الشديده دي يعني، الا ان سخونه مباراه الاهلي والترجي يعني اجواء كبيره. المفروض التوقيت ده وصول زميلنا هيوافق معانا بعثه الترجي طبعا لمطار برج العرب، ان شاء الله يوصلوا بالف سلامه وجايين بلدهم الثاني مصر. نادي الاهلي بيبدا معسكره النهارده المغلق في برج العرب، يعني معسكر مشدود، معسكر كده من بتوع زمان، في جديه وصرامه. يمكن حضرتك كنت موجود في الاجواء دي كتير، واجواء النهائيات واجواء الترجي، الاجواء دي بتشوفها ازاي؟ هو انا طبعا كنت بسمعك في المقدمه على الكلام على جماهير الاهلي والترجي، وكلام تحس ان في ود بين البلدين بمعنى اصح. بالظبط. ودي حاجه ايجابيه جدا الحمد لله طبعا، يعني مفيش عداء. واللي مد حته الود دي قاب من كتر ما هم اتقابلوا مع بعض، من كتر اللقاءات مع الاهلي والترجي، وقد ايه الاحترام المتبادل طبعا بين الطرفين يعني عامل الود ده. اكيد طبعا، نادي الاهلي نادي كبير، الدنيا كلها تحترم، ونادي الترجي طبعا نادي عظيم جدا، وهيحتفل قريب جدا، ممكن دي من الدوافع اللي عايزاه يفوز بالكاس، ان هو عايز يحتفل بالمئويه ببطوله بمعنى اصح. لكن المباراه كلها والاسبوع كله، لا اسبوع مشدود قوي، هو الحدث الاكبر، كل الناس بتتكلم على الاهلي والترجي، وصول النادي الاهلي وصول الترجي النهائي، كلاكيت بقى حدث ولا حرج. لكن هو في مش تخوف اكتر من هو ايه، مش عايزين نعيش على الماضي زي ما انت قلت كده، ايه مش عايزين نبقى معتمدين على الماضي وعلى التاريخ، ان احنا دايما بنكسب الترجي وده بنعمل مباراه كويسه جدا في رادس وكده. لا انا يعني النقطه ما بحبهاش، او حتى مستر باتريس كارترون قال نفس الكلام بالظبط، يعني قال لهم هنلعب هنا هنلعب هناك، سيبكم بقى من الكعب العالي والقصه دي خالص. هي 180 دقيقه لازم تركيز لاخر ثانيه، لاخر ثانيه في المباراه. لو انت بتفكر في بطوله ان شاء الله تبقى من نصيبك، هي عايزه كده. الشوط زي ما انت قلت هنا لسه في القاهره، الشوط الثاني في تونس. اللي هيركز كويس قوي، واللي هو طريقه لعبه اللي باينه ولعبته فايقه والناس عارفين بيلعبوا يعني ايه نهائي، واللي عنده دوافع اكتر، والاهم حاجه حته التوفيق بتاعت ربنا اللي طبعًا. بتمنى يا رب ان شاء الله تبقى مع الاهلي ان شاء الله تكون، واللي هي الحمد لله ميزه في لعيبه الاهلي في لعيبه او في مع النادي الاهلي على طول، حته ان دايما تحس يعني في توفيق من عند ربنا لكل مجتهد الحمد لله. كابتن حضرتك كنت موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي على فترات طويله، عشت التوقيت ده. نهائي افريقيا قدام الترجي، اول يوم معسكر، انتوا بتلموا اللعيبه، تعلنوا القايمه اللي رايحه المعسكر، عيشني بقى بتعملوا ايه؟ والناس اللي بتتفرج علينا عايزين نعيش جوه المعسكر كده في الوقت اللي حضرتك كنت موجود فيه، وهذه الترتيبات ما زالت مستمره. بص يا سيدي، عامة بتبقى بعد مباراة دوري ولا حاجة بتدخل على اسبوع النهائي، اسبوع النهائي بتحس يعني بعد مباراة الوصل داخلين اهو، دخلت على حلو بطولة جدا. عربية فصلت بغض النظر عن مباراة الوصل انت اتكلمت عليها، هنتكلم عليها دي بس إيه؟ لازم طبعا نتكلم عليها شوية. رحت كده فاصل خالص بقى، انك مش داخل على مباراه عاديه، انت مش داخل على مباراه في بطوله افريقيا، انت داخل على نهائي افريقيا. اللي انت بالظبط من ساعه ما اهاب القرعه اتعملت وانت مستني اليوم ده. هو دايما كده متعودين في النادي الاهلي على كده، والله يا اهاب اول ما تعمل القرعه انت عينك على هو النهائي امتى؟ عشان يبقى في تاريخ وفي هدف انت بتشتغل عشانه، انا عايز اوصل الهدف ده. وصلت الهدف ده. اول حاجه انت كمدير فني او احنا كنا جهاز فني، اول حاجه بتطمن على عناصر فرقتك، اصاباتك، الناس، لو في حد مجهد، في حد تعبان، انت عايز توصل لمباراه الجمعه ان شاء الله كله جاهز 100% بدنيا نفسيا كله جاهز. واهم حاجه تبقى نفسيا وذهنيا دي مركز كويس قوي، مفيش ذره تشغلك عن النهائي، بدنيا واقف على رجلك كويس قوي، هي دي اهم حاجه. تبدا بعد كده خلاص انت رسمت فرقتك الحمد لله موجوده وكل عناصرك المؤثره موجوده، تبدا تظبط اسبوعك بقى. اسبوعك انت تبدا تقول لعيبتك انت عايز المباراه دي هتادي ازاي من اول يوم. على فكره ها مش من الاربع ولا لا لا لا، من اول يوم بعد مباراه الوصل، لو في يوم اجازه اليوم اللي بعده انا ببدا اشتغل
الحمل بتاعي، ببدا اشتغل انا هشتغل ازاي ككوره، ببدا اتكلم مع لعيبه نظري وعملي في الملعب على اساس توصل يوم الجمعه ان شاء الله انت عارف هتعمل ايه. توب فورم بتاعك بالظبط كل امورك تمام، مع طبعا الجانب اللي انت شغال فيه كمان انت بتحفظ وبتحفظ بتحفظ انت الاول وبتحفظ لعيبتك فريق الترجي بيلعب ازاي، نقاط القوه نقاط الضعف تحفظه انت الاول وتشوفه بالظبط وبعدين تقدمه للعيبه. هو ده المدير الفني بيقعد لوحده خالص مع الجهاز لوحده يبدا يشوف الفرق. خلاص انا خلصت كل حاجه، تحديدا اللي اتعمل اليومين اللي فاتوا المباراتين بتوع افريقيا للترجي مع اول اغسطس، قعدوا شافوها حللوها وبداوا قعدوا مع لعيبه من امبارح. خصوصا ايهاب المباراه بتبقى بره ملعب الترجي بيشتغل ازاي، ان هو اكيد بيشتغل عكس خالص، بره بيشتغل ازاي وعلى ملعبه بيشتغل ازاي. وانت كمدير فني تبدا، انت هتبدا هنا ازاي، هتشتغل ازاي وتستفيد من الجماهير الجميله العظيمه تواجد عندك يوم الجمعه ازاي. النهارده يا ايهاب الميزه الحلوه تحس ان الجماهير نفس حماس اللعيبه، يعني هم مش لسه مستنيين الجمعه، هم من اسبوع بالظبط حماسهم في الشارع في اي حته بتروحها بيتكلموا على المباراه دي. طبعا تحس ان كل الجماهير هتلعب في المباراه، وانا بقولها كده مش كلام، لا هم ليهم دور في المباراه ودور جامد جدا جدا جدا. جماهير النادي الاهلي هيأثروا جامد جدا في المباراه دي طبعا ان شاء الله، تاثير ايجابي مع اللعيبه طول عمرهم بالظبط. جماهير النادي الاهلي تاثيرها ايجابي. بص يا ايهاب، يعني شئت ام ابيت ما تقدرش تستغنى على جماهيرك، ما ينفعش. انت كنادي اهلي، يعني مع احترام كل الفرق، انت كنادي اهلي ما ينفعش تستغنى عن جماهيرك. جماهيرك زي ما بقول ليها سحر في الملعب، مع اللعيبه مع الملعب في كل حاجه، الاجواء نفسها مش طبيعيه. فده كمان عامل وحافز جديد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي عشان يقدموا القمه. قبل كل مباراه مهمه زي دي، وقبل ما الاهلي بيلعب النهائي المفضل بتاعه نهائي افريقيا، دايما بتكون في مباراه، وهذه المباراه بيكون فيها حدوته زي ما هنتكلم عن مباراه الوصل. ازاي كجهاز فني بيبقى عندك مباراه نهائي افريقيا واللعيبه عايزه ساعات بتعدي بسرعه يبقوا واقفين في الملعب وعندهم مباراه، التركيز بيبقى عامل ازاي؟ ازاي الجهاز الفني عايز يفصلهم؟ مهما اقول لك افصل، لا انت عندك نهائي افريقيا، وبالتالي هذه المباراه اللي دايما بتكون قبل النهائي الافريقي بتكون فيها تذبذب مستوى دائم دائم دائم. دي حقيقه، وغصب عنك مهما كنت مع اللعيبه ومهما حاولت تفصل الاجواء كلها غصب عنه هيروح على النهائي، غصب عنك يا هاب انت. ما انا غصب عني لازم اقف مع حضرتك لان معانا نجم كبير على التليفون ونجم من نجوم الكره التونسيه والتدريب التونسي واحد عمالقه كره القدم في تونس وشخصيه محبوبه جدا لكل المصريين والاهلاويه، وطبعا نجم تونس الاول كابتن نبيل معلول، تحياتي وتحيات كابتن علاء ميوب. اهلا بيك، اهلا بيك يا هاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالكابتن علاء. كابتن نبيل ازي حضرتك؟ طيبين إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب يا كابتن. خير الحمد لله، وأنتم طيبين إن شاء الله. وحشني، وطبعا دايما بنلتقي كده. ودايما إن شاء الله نشوف الترجي والأهلي في الفاينل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا طبعا. كابتن نبيل بدون مقدمات، شايف النهائي الأفريقي إزاي بين الأهلي والترجي؟ والله أنا سمعت كلمة في الآخر الحين من معناها من الكابتن علاء، يعني لو الترجي والأهلي مفروض عليهم يوصلوا للنهائي، مفروض عليهم يلعبوا الادوار الاولى في الشامبيونز ليج. يعني نحكيوا على فريقين قمه الكره الافريقيه. وبصراحه معناها خاصه شمال افريقيا لازم تكون مسيطر على الكره الافريقيه. يعني مش انه هذا شيء عادي جدا نشوف الترجي والاهلي موجودين ان شاء الله ودائما يكونوا متواجدين في الادوار النهائيه بالشامبيونز ليج. طبعا كابتن علاء يعرف يعني صعب انك تقدر تقول مين يفوز في دور نهائي ولا حتى طبعا. في ادوار طبعا شويه متاخره دور المجموعات ولا قبل بين الاهلي وبين الترجي، معناها بحكم خبرتي انا صغيره 2011 الترجي فاز على الاهلي وانا كنت مدرب في دور المجموعات، فزنا في تونس هدف 0 وتعادلنا 1-1، بعدها بسنه بالضبط والاهلي في السنه هذيك خرج من دور المجموعات، وهذه قوه فريق الاهلي انه السنه اللي بعدها يلعب الفاينل ويحرز على الكاس، والترجي الرياضي نفس الشيء قوته تكمن انه 2010 لعب الفاينل، 2011 فاز بالكاس، و2012 لعب الفاينل، يعني ثلاث سنوات ورا بعض يلعب الفاينل. الفاينل هذه مغايره تماما، لانك لما تشوف الترجي الرياضي التونسي ثلاثه لاعبين فقط كانوا متواجدين سنه 2011 و2012 اللي هما تمام بربالي اللي هما خليل شمام وحارس المرمى معز بن شريفيه، الاهلي اربعه فقط اذا كان ما خدتنيش الذاكره، اذا كان انا غلطان تسلحوني انتوما، حسام عاشور موجود الكابتن واللي ممكن مش يحطم رقم قياسي في عدد المباريات اللي لعبها في تشامبيونز ليج الافريقيه،
يعني هذا معناها شيء ممتاز جدا. هناك شريف اكرامي، احمد فتحي باش يكون متمج، ووليد سليمان، وليد سليمان كانوا متواجدين يعني سنه 2011 وسنه 2012، يعني عقليه اخرى، تفكير اخر، لاعبين اخرين، شخصيه اخرى بالنسبه للاعبين. ولو انا اقول انه فرق مثل الترجي والاهلي، والاهلي والترجي، الفرق هذه هي اللي تفرض العقليه وتفرض الانضباطيه وتفرض الشخصيه على اللاعبين. يعني اللاعب حتى ولو كان ما عندوش شخصيه، لما يلعب سنه وسنتين وثلاثه مع الفرق هذه الكبيره اللي دائما تلعب الادوار الاولى في كل البطولات، الشخصيه الكرويه خلاص تصبح موجوده عنده. اذا كان يحب يطور نفسه ويمشي لقدام، اذا كان ما يدخلش في المنظومه حيروح حيكون برا. يعني صعب انك تقدر تتكهن. انا متاكد انه باش يكون دور نهائي على مستوى عالي جدا، ولو هناك غيابات معناها خاصه في صفوف فريق الاهلي وايضا في صفوف فريق الترجي، لكن مش باش تخرج المباراه هذه على القاعده تتلعب على جزئيات صغيره كيما كل المباريات الاخرى اللي دارت بين الترجي والاهلي. مظبوط كابتن، اكيد الامور مختلفه عن الماضي، وحضرتك اتكلمت بشكل واضح جدا، الامور كلها مختلفه. هذا هو ايضا كلام مستر باتريس كارترون المدير الفني لنادي الاهلي، اللي قال لعيبته قصه ان ممكن تروح تكسب في رادس، او اللي رادس وشه حلو على النادي الاهلي، قال الكلام ده مش موجود في كره القدم. كل مباراه وليها ظروفها، ومباراه برج العرب مع الاهلي والترجي زي مباراه رادس مع الاهلي والترجي، كلا الفريقين بيلعب بره ملعبه كويس، وكلا الفريقين بيلعب على ملعبه كويس، وهي مباراه الله توقع. شوف راهو هي لانه المستويات بين الترجي والاهلي مستوى متقارب جدا. تعرف انك دائما لما تلعب خارج ارضك تكون متحفظ اكثر. هذاك علاش دائما الاهلي يكون افضل في تونس، والترجي يكون افضل شويه ايضا من الاهلي لما يكون يلعب في مصر. هناك تحفظ لما تلعب خارج ارضك، اللاعبين يكونوا مركزين اكثر من الناحيه الدفاعيه، ويحاولوا يلعبوا معناها على هجمات المرتده، يحاولوا يلعبوا ولو في بعض الاحيان هناك حيح معناها تحاول تعمل بريس عالي. والشيء جربته انا سنه 2011 وقت كان فريق الاهلي في اوج العطاء، معناها محمد ابو تريكه في اوج العطاء، وائل جمعه كان موجود، يعني لاعبين كبار كانوا موجودين في وقت ذلك في الفريق، كان موجود لاعبين على مستوى عالي جدا. حاولنا مش نعزله معناها محمد ابو تريكه على الخط الامامي والخط الخلفي ايضا اللي كان موجود، ايضا موجود فيه حسام عاشور على بقيه اللاعبين. في بعض الاحيان تنجح، في بعض الاحيان ما تنجح، لكن الشيء نقدر نقوله انه مثل ما تفضلت وقلت انت حاليا، يعني جزئيات بسيطه وبسيطه جدا، ممكن الفوارق معناها مش موجوده حاليا يعني بين الترجي والاهلي، والفريق اللي جاهز في يوم المباراه يعني نتيجه مباراه الذهاب ما عندها حلاقه حتى حلاقه مباراه الاياب، ممكن الاهلي يفوز في مصر والترجي يفوز في تونس، وممكن العكس الترجي يفوز في مصر والاهلي يفوز في تونس، وممكن مباراتين يتعادل، يعني كل النتائج ممكن تتصورها بين مباريات الترجي والاهلي. طبعا كابتن، لو حضرتك في مقعد القياده الفنيه في فريق الترجي، هتراقب مين قوي في لعيبه النادي الاهلي، وهتشتغل على مين في فرقه النادي الاهلي؟ بدون ادنى شك وليد، لانه وليد سليمان يمر بفترة متميزة جدا، ومش حتى الفترة، هو تحسه انه في الفورمة وفي اوج العطاء، لكن التمركز نتاعه، وهذا يحسب كارتيرون بدون ادنى شك، التمركز نتاعه انا كمدرب مش نلعب ضد فريق الاهلي يقلقني كثير. يعني دائما هو متمركز وراء المهاجم كلاعب رقم 10، لكن تلقاه كمهاجم ثاني تلقاه يعمل كروسات من الجهة اليمنى، يدخل معناها ويحط الكرة على رجله اليسرى ويعمل كروس نحو المهاجمين، تلقاه يروح في الفراغات اللي يخليهم ادارو، يروح للجهه اليسرى ممكن تلقاه كجناح ايسر. يعني التمركز نتاعو يقلق كثير اي مدرب واي مدافع، يحاول دائما التمركز نتاعو يخل معناها بخط وسط الميدان ولا الخط الامامي. يعني بدون ادنى شك انه الترجي الرياضي متفضل للناحيه هذه، بدون ان ننسى وليد ازارو زايد اللي مر فتره كبيره، طبعا هناك غياب مؤثر حسب رايي انا الشخصي اللي هو غياب علي معلول، اللي يعتبر معناها ضربه معناها قوه ضاربه كبيره في الجهه اليسرى لما يكون في الفورمه، والدائره ذلك مباريات معناها الموسم الماضي لعبهم ضد الترجي، والموسم اللي قبل لعبهم ضد النجم الساحلي. مظبوط كابتن، اخيرا بقى تشكيلك للترجي اللي قابل الاهلي من وجهه نظرك، هل تحب تبدا برامي الجريدي او معاذ بن شرافيه، والقصه طبعا المفضله اللي بيعملها طبعا الشعباني في هذا التوقيت، لكن لو حضرتك قلت لي تشكيله للترجي لو انت صاحب قرار تبدا بمين؟
والله شوف، من تعرف انت انا معناه ما نحبش يكون عندي تاثير ولا اي شيء، ولكن نحترم من القرارات اللي باش ياخذها معين شعباني ومعاه مجدي تراوي، وانا متاكد انهم صار لهم مده حاليا موجودين مع الاطار الفني نتاع الترجي الرياضي التونسي، وهم موجودين مع الفريق صار لهم مده، وباش يعرفوا انه المباراه هذه مثل ما قلت منذ حين لو انا كنت مدرب اللاعب اللي في الفورمه في الاسبوع هذاك هو اللي يكون موجود. تمام. بما اني ما نعرف كثير اللاعبين اللي عندهم شخصيه، لانه المباراه هذه تحب اللاعب اللي عنده شخصيه، تحب اللاعب الكومبيتيتور. ممكن يكون عندك لاعب موهوب على مستوى عالي جدا لكن مش كومبيتيتور، مش حماسي، مش نتاع المباريات هذه. ممكن يكون عندك لاعب اقل منه موهبه لكن لاعب معناها روح عاليه، روح كبيره، معناها لاعب رجولي فيه، وهذا اللي انت تستحقه في المباريات هذه. كابتن علامة هو عايز يقول لحضرتك حاجه. وكابتن نبيل، هو مش سؤال بس، هو كان ما تقابلناش مع حضرتك خالص، لكن هو كلمه لازم اقولها. انا كنت من اشد المعجبين بحضرتك وانت لعيب كوره، ومن اشد المعجبين بيك وانت مدير فني، ومدير فني صاحب فكر خاص وطبع خاص، وما شاء الله بتفرق مع اي فريق بتمسكه او حتى منتخب. سعيد ان حضرتك كنت معانا النهارده، والكلام فعلا اهلي وترجي، ترجي واهلي، انت اكيد بتتكلم على حاجه واحده. كل اللي بتمناه ان شاء الله اللي يكسب يكسب، دي حاجه بتاعت ربنا، لكن بتمنى مباراه فنيه تبقى عاليه جدا. الروح الحلوه اللي بين لعيبه الاهلي والترجي وجماهير الاهلي والترجي تبقى موجوده ان شاء الله، ويخرج نهائي يليق باسم الفريقين ان شاء الله يا رب. برافو كابتن، هذا الشيء اللي نعتز به راه احنا سواء في تونس ولا في مصر، هذه العلاقه الكبيره، وانا كنت صرحت به يعني من ايام معناها في احدى القنوات، ما هذه العلاقه الكبيره اصبحت علاقه اسريه، مش علاقه نتاع معناها فريقين كل فريق، لا علاقه اسريه كبيره اللي سواء بين اللاعبين ولا بين المدربين الجهاز الفني ولا الطبي، وخاصه بين الجماهير. لانه يعني انا لاحظت لما كنت مدرب للترجي، جماهير الاهلي لما جات لتونس سكنت عن جماهير في بيوت جماهير الترجي، ونفس الشيء لما جماهير الترجي راحت لمصر سكنت في عند اهالي معناها الاهلي، وهذا الشيء نعتز به ونفتخر به، وان شاء الله يدوم بهذا، وان شاء الله معناها كره القدم التونسيه والمصريه اللي تكون رابحه ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك كابتن نبيل معلول، نجم الكره التونسيه طبعا، والمدرب القدير، واللاعب طبعا الفذ طبعا، وكان لعيب جامد جدا. شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك معنا. نبيل معلول حاجه جميله جدا، سواء كان لاعب او مدير فني كبير جدا، ويعني ولعب قدام الاهلي بشكل كبير، ويعني يكفي الكلمه اللي انت قلتها له كابتن. بص يا هاب، انا اكتر حاجه عجباني في كابتن نبيل، انا بحبه برضه قوي يعني، بحبه جدا طبعا. حتى بقول لك انك لعيب او مدرب، لكن هو على المستوى الشخصي كمان، انت تعرف الشخص من طريقه كلامه. هو اللي بيتكلم باحترام حلو قوي على الاهلي والترجي، عارف قيمه الناديين. يعني بقول لك لازم في نهاية البطوله لازم تلاقي اهلي وترجي، بتكلم على ناديين ليهم قيمه كبيره جدا جدا جدا. طبعا النادي الاهلي حدث ولا حرج، يعني انا ممكن اتكلم ايام عن النادي الاهلي ومش هيدي له حقه طبعا. ترجي اسم كبير جدا وده موجود في النهايات، فطريقه الكلام حلوه قوي، فيها تحس فيها ود، فيها ما فيش الشده بتاعت النهائي. في بلاد ثانيه يا اهاب في شده استمتاع، بس كلنا مستنيين نستمتع، كله مستني يعني نهائي يليق باسم النادي الاهلي والترجي. فنان يبقى كويس قوي، وده بقول لك المكتوب له يفوز بالكاس يفوز، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي. لكن احنا عايزين تطلع مباراه في هنا في مصر الاول، مباراه كويسه ان شاء الله، وفي تونس يبقى النهائي كويس جدا ان شاء الله. ان شاء الله تكون مباراه كويسه ومباراه كبيره جدا، زي ما قلنا الفرقتين كبار جدا. مباراه البدايه مباراه مهمه، لكن استعدادات البدايه ظهرت في الوصل، والبعض ظهر يعني الان، وقلنا ان المباراه دي دايما بتاخد وضع. كان ده سؤالي قبل ما يدخل الكابتن. هي وضع ان انت مش هيبقى مركز في المباراه، مهما بنقول فصلنا عن اللعيبه وما فيش الكلام فيه ده، في 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 لعيبه بتعرف تفصل، لكن معظم الايام ما بيفصلش، الى جانب ان انت كنت مريح ناس كتير جدا في مباراه الوصل. لكن انا عندي شويه حاجات على مباراه الوصل انا مش عاجباني على مستوى الشخص ومستوى الفريق. زي معظم اللعيبه مش مركزه في مباراه، حتى اللي هي مش بعيده عن افريقيا، ده امر طبيعي، حتى اللي هي مش بعيده عن افريقيا، انت حتى البعيد ما هو شايف انه مش هيلعب، لكن هي فرصه كويسه. فرصه كويسه قلنا اللي يجي فرصه يمسك فيها، بس مهما كان يا ايهاب انت لابس فانيلة النادي الاهلي، بس دي تعني كثير لاي حد بغض النظر عن انت بتلعب مين. وقبل ما اتكلم على الاهلي، كل الاحترام والتقدير لفريق الوصل الاماراتي على المباراه الرائعه اللي عملها مع النادي الاهلي. مباراه رائعه، لعب على قد امكانياته. الفرق هنا يا ايهاب هو عارف بيلعب مين، احترم النادي الاهلي قوي قوي، وعارف بيلعب ده النادي الاهلي بغض النظر على الاسماء. دايما التيشيرت بتاع النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي تكفي لوحدها. عشان كده
هو احترامه لعيبه الوصل احترمت لعيبه النادي الاهلي. انا بقولش النادي الاهلي ما لكن مش هو التركيز. لا وتشيرت النادي الاهلي ده عشان امبارح انا كنت يعني متواجد كده مع الكابتن خالد بيبو استاذنا الكبير كاتبنا العالمي الكابتن الاستاذ يوسف معاطي فبنتكلم فقال له يا استاذ يوسف تيشيرت الاهلي ده لما بتلبسه وعليه الشعار بتتحول بتبقى واحد تاني. مشكله طبعا مشكله واحد تاني مشكله الشعار ده او اللوجو ده ما ينفعش فلازم تبذل اقصى جهد عندك لازم مسؤوليه انت بتتجاب انت كل اللي بتشتغل فيه كل امنيتك انت عايز تلبس فريق النادي الاهلي بس دي مسؤوليه في حد ذاتها والجماهير هتحاسبك عليها بغض النظر مين المنافس. انا ما بتكلمش عن المنافس انا بتكلم عليك انت. انت النادي الاهلي الاحترام الكامل للمنافسين بس انت في الاول والاخر النادي الاهلي بس تروح عامل نقطه كده وتسكت لان هي خلاص الكلمه دي مش محتاجه كلام بعدها انت حضرتك النادي الاهلي كويس. فانت شفت ان في تقصير مع مباراه الوسط في بعض تقصير في بعض مش مركزين في مفاجاه من مستوى الوصل وبعدين لو اتفاجئت اثناء المباراه يا ايهاب دي مشكله بس برافو عليك عشان تدخل مباراه تاني بقى فيها صعوبه جامده جدا مش اي لعيب يقدر يعمل كده. الارتكان على مباريات الوصل الاخيره في الدوري وتراجع ترتيبه للمركز الثامن ممكن في مسابقه الدوري لكن هو الإمارات. جاي من الامارات عارف بيلعب النادي الاهلي ونفسه مفتوح عايز يأدي بشكل كويس بالظبط هو عايز وكان لسه مغير مدرب وطني عائد يلعب النادي الاهلي فلو قدم مباراه كويسه الناس كلها تنسى كل اللي فات ده ويتكلموا على المباراه دي وتبقى بدايتهم هو ده اللي عمله الوصل عشان كده زي ما بقول لك انا احترم النادي الاهلي كويس قوي ولعب على قد امكانياته والعكس بقى كل لعيب بذل اقصى جهد عنده انت لا مش كل لعيبه بذل اقصى جهد عندك وده ما ينفعش في الكوره عامه ما ينفعش وفي النادي الاهلي كمان لا ربما برضه حاله التركيز اللي عليها الجهاز الفني كله بالمجموعه الاساسيه دي بتنعكس عند المجموعه الثانيه برضه ما هو شايف التاهب والاستعداد هم برضه الجو مش عايز اقول متوتر هقول لك كله مشدود هقول لك حاجه لو مباراه الوصل ما كانش بعدها النهائي بتاع الترجي كنت هتشوف مباراه ثانيه انا بتفق معاك في النقطه دي انا بتفق معاك لو مباراه الوصل ما فيش نهائي كنت هتلاقي مباراه ثانيه خالص بس النهائي واخد الناس كلها طبيعي واخد الناس كلها لكن سبحان الله دايما كده يعني الحمد لله طبعا دي نعمه كبيره جدا دايما ربنا معانا مع بيحب يفرح جماهيره ما بيحبش يطلعوا زعلانين لعيبه النادي الاهلي في اخر سنه كده بتتعادل دايما كده في الثواني الاخيره سبحان الله ربنا دايما بيكرمك بحاجه يعني كنت ممكن تطلع خسران في المباراه دي وعلى فكره لو خسرت المباراه دي لا ده صح مش هقول لا انت كنت تستاهل خساره في المباراه دي لكن سبحان الله ربنا دايما بيبقى لطيف على النادي الاهلي عامه ولاعيبته وجماهيره الفرقه بتضغط او اللعيبه كله بيأدي ايوه ماشي انا معاك وانت ليه تستنى ما تضغط ليه الميزه اللي عندك اللي انا دايما بكلمك عليها انت بدايتك استغل بدايتك استغل اسمك استغل لعيبتك بدايه دايما في مباراه الكره الكبيره يقول لك لازم تاخد انت البدايه بس في مباراه وفاق سطيف الاهلي عمل مباراة الذهاب ممتازة جدا خد البداية في مباراة العودة فاق سطيف زاد بهدفين في الوصل الأهلي خد البداية فبداية الأهلي قوية في المباراة الأخيرة لكن إيه اللي بيحصل بعد البداية القوية لكن مش مؤثرة لما تبدأ جامد لازم تبقى في حاجة مؤثرة يعني أنا كسبان هنا 2-0 وبلعبك في الجزائر وجبت الهدف الأول كده نهيت المباراة هنا بقى بيحصل العكس أنت قلت إيه قلت ايه دلوقتي نهايه المباراه هي كانت انتهت ما كانتش انتهت لسه طبعا بس برضه الكوره فيها العجب ايهاب زي بقول لك ايه احنا اتكلمنا في البدايه لعيبه الاهلي خبرات بس ما انا بقول لك عشان دي في بدايه الاستوديو اتكلمنا فيها انا قلت لك ايه تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه في 180 دقيقه مش في 90 دقيقه هو ده اللي هيفرق معاك مباراه واحده بس شوطين شوط هنا والقاهره وشوط في تونس ان شاء الله الشوط الاول يمشي ازاي خاصه ان المنافس الفرقه الكبيره الترجي بتلعب في مصر كويس ونتائجها هنا ايجابيه وبيعرف يلعبك في القاهره كويس قوي طبعا وعارف مميزاتك وعارف كل حاجه وبيقدر طبعًا. يحرق الوقت في المباراه ما تحس بيضيع وقت بس بذكاء ما تخش ويقدر فرق الكوره بالظبط انت مطلوب منك حاجه اول حاجه استغل جماهيرك ضغطه من اول ثانيه في المباراه مع جماهيرك العظيمه الكبيره دي اللي موجوده من الجمعه ان شاء الله الموضوع هيتغير الموضوع بيتغير تماما يا ايهاب بس ضغط صح ضغط ايجابي مفيش مشاكل سيبها وراك مفيش مساحات تضغط فرقه الترجي من الاول
ما ادوش الكلام اللي كان بيتكلم عليه كابتن نبيل دلوقتي ان هو يعرف يلعبك، وهو بيعرف يلعبك كويس، وهو اكيد هو درسك كويس ولسه بيدرسك كمان، وهيعرف يلعب معاك ازاي، خصوصا كمان في هيقابل وليد، هيقابل وليد سليمان ازاي، وليد ازارو هيتعامل معاهم ازاي. يعني احنا في الكام يوم اللي فاتوا كل التليفونات اللي بندخلها من تونس لما تيجي تكلمه يقول لك وليد سليمان. بالظبط. اذا واضحه جدا مثلا بالزبط. ان اداء النادي الاهلي بيعتمد على وليد سليمان، او لو انت وقفت وليد سليمان يبقى وقفت على خطوره النادي الاهلي، وده مش بعيد عن معين الشعباني المدير أكيد الفني للترجي. بس فهنا في حاجتين، انت كترجي بتشتغل على وليد ازاي، وانت ككارتيرون بتشغل وليد ازاي في المباراه اللي هيكون مترقب فيها 100%. ماشي، وليد بقى واللي معاه وليد كمان يا هاني، لان هي وليد ماشي، لكن من غير مساعده اللي حواليه ما يقدرش يعمل حاجه. ما هو وليد لازم مساعده وليد ازارو ومش عارف اسلام الله اعلم مين اللي هيلعب، كله لازم يساعد بعض. هتساعد بعض كويس قوي في اللحظه اللي وليد بيفرق فيها. وليد انا ممكن اسلمك نفسي عشان حد تاني يخش يعمل الدور ده. بالظبط بالظبط، هو مركز على وليد كويس قوي. انت عشان وليد يقدر يشتغل الشغل بتاعه اكيد مستكرون الناس اللي حواليه ازاي تساعد وليد. لكن وليد لوحده ما ينفعش، وهي دي ميزه النادي الاهلي جماعه، وفي الاخر بان الحته المهاريه، الراجل الخطر في كل فرق العالم كده ايهاب على فكره، لكن هو كل شغله جماعي ويبان الفرديات الحلوه بتاعت وليد بيعمل لك الفرق طبعا. زي ما اتكلمت انا وانت على هدف وفاق الصيف، بقول لك وليد وهو بيزق الكوره حاطط كل خبره سنينه في ازاي يحط الكوره دي جول، لان هو عارف وليد لو حد غير وليد واحده رايحه، لو حد غير وليد رايح في الانفراد ده ايهاب هيفكر بالتفكير و50 50 انما انا وليد ورايح بالكوره انا متاكد ان هي جون، لان الدماغ شغاله، هو ده لعيب الكوره الموهوب، خبراته والامكانيات كل حاجه، وعارف ان الكوره دي المباراه، هو وليد وهو بيزق ورايح لحارس المرمى الكوره دي 2012 هو وليد برضه زقها وكان قدامه مدافع راح واحد واحد ورقص وحطها جول. ما انا بقول هو ده وليد لسه متفرج عليه الوقت. هو ده، ما انا بقول لك هو دي اللعيبه الكبيره بتلاقيها في الاوقات الكبيره. ما هو لعيب كبير مش اسمه، لا لا لا، هو مستني دي، هو مستني دي. اللعيبه الكبيره دايما بقول لك في الاوقات الكبيره، والنادي الاهلي طول عمره لعيبته كبيره وطول عمره كبير، عشان كده انا في الماتشات الكبيره دي ما بقلقش على النادي الاهلي خالص، لانه عارف ان لعيبته ما بتركز، خصوصا بطوله ونهائي مع اللعيبه الممتازه دي، لا الامور ان شاء الله تبقى في صالحك. لكن اللي بتمناه تحسن من هنا، لان هنا اصعب من هناك. وكابتن نبيل قال كلمه حلوه قوي دلوقتي، قال لك العكس، الاهلي بيعرف يلعب في الترجي والترجي بيعرف يلعب في القاهره هنا. ما هو ده، وما زلنا في مباراه الذهاب، ولكن بذكر الكابتن نبيل معلول قال لك علولو، علي معلول، علي معلول طبعا لعيب، يعني انه يغيب في مباراه زي دي وهو واحد من اللي عارفين امكانياته كويس قوي، وكان ضمه للمنتخب التونسي وعارف امكانياته طبعا جدا، كان بيعتمد عليه وبيشغله بشغل كويس جدا، فبالتالي هو مدرب يقدر قيمه غياب هذا اللاعب الكبير. عشان كده بقول لك هو كان لعيب هايل ومدير فني ممتاز، وعارف قيمه النجوم، وعارف قيمه النجوم في الاوقات اللي انت محتاج فيها نجومك موجوده، ولا ومحتاج حاجه وقال حلو حاجه حلوه حلوه، محتاج النجم يكون في يومه. مهم قوي يا ودياب قوي. دايما المدير الفني بعد كده بيقول لك بتمنى الفريق النهارده يبقى في يومه، ممكن تعمل كل حاجه صح، كل حاجه كل حاجه تشتغل فيها صح الاسبوع ده، واخر حاجه بتتمناها ان بعد الشغل ده يا رب اللعيبه تبقى في يومها، لان اللي حصل العكس انت مش في ايدك تعمل حاجه خالص خالص. فبتمنى اقول يا رب اللعيبه تبقى في يومها، خصوصا اللي بيفرق معاك في المباراه، الناس اللي تفرق، وليد اذا كان اسلام، حمودي، الناس دي اذا كان في لعيب يومه، هي دي يومه بقى بالظبط. لكن مثلا تقول لي مثلا عمرو السوليه، حسام عاشور، دول عارفين هيعملوا ايه، موجودين ان شاء الله يبقوا اسلام ويبداوا المباراه، موجودين عارفين ده. دول كمان عليهم دور لا يقل عن دور وليد سليمان خالص، دور مهم جدا جدا جدا. ده الاثنين دول هم اللي هيديروا لك المباراه، الاداره المباراه كلها عند السوليه وعند حسام عاشور. نفس القصه لو اتكلمنا في اداره المباراه هنتكلم في كولوبالي وفرانك كوم، جامدين قوي طبعا جدا، يعني ما هو ده المقابل هناك. ما انا بقول لك دايما يا ايهاب بتبص على نص ملعبك، وهي دي المباراه، مباراه داخل مباراه، نص ملعب الترجي ونص ملعب النادي الاهلي. التفوق هيبان فين، دفاعين هجومين، هو ده اللي هيفرق في المباراه، لان مفيش حاجه هتحصل خالص مباراه غير عن طريق نص الملعب ده. وزي ما انت قلت ايهاب، اتنين اقوياء جدا في الترجي وفي النادي الاهلي طبعا ما شاء الله، اذا كانوا السوليه وعاشور وكمان معاهم هشام محمد. اكيد كل لعيبه مركزه، كل الجهاز الفني مركز، وزي ما حضرتك قلت هو خلاص الفرقتين كتاب مفتوح، كل فرقه شايفه الفرقه اللي قدامها، لو دخلت اي حد هيقول لك ادي نقطه القوه هنا وادي نقطه القوه هنا، لكن اصرارك واصرار الكابتن نبيل يقول لك اللعيب
في يوم الماتش عامل ايه بالزبط. يبدو ان دي كلمه السر. ما هي دي كلمه السر يا ايهاب. خلاص زي ما انت بتقول كله خلاص كده مفتوح، كل الفرق عارفه بعضها وعارف نقاط القوه والضعف والكلام اللي احنا بنقوله ده كل ده معروف ماشي، لكن 10 ضد 10 في ملعب خلاص هتأدي ازاي وتتفوق ازاي وحته التوفيق هتبقى مع مين، هي دي اللي هتحسم المباراه. اكيد نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وتبقى الامور ماشيه بشكل كويس جدا ان شاء الله. كده عايزين نشوف الاهلي في المعسكر عامل ايه، الاجواء هناك ماشيه ازاي، نتكلم في قائمه النادي الاهلي ونتكلم في جاهزيه النادي الاهلي، لكن بعد الفاصل فاصل ونتواصل في الاهلي الليله والكابتن علاء ميهو. بعد فاصل من جديد بنتواصل والكلام مستمر مع الكابتن علاء ميهوب نجمنا ونجمكم النهارده وكل يوم اربع الفقره الخاصه، لكن سبحان الله المباريات اللي فاتت كلها بنتكلم في قبل نهائي ونهائي واتكلمنا عن الترجي بشكل كبير جدا، والكابتن نبيل معلول قال كلام مهم جدا، لكن مرجوعنا على النادي الاهلي والفرقه والمعسكر النهارده، وحضرتك شرحت لي الاجواء، ما فيش شك ان ضغط المباريات مأثر على اللاعبين، لكن حتى اللعيب المجهد في هذه المباريات هو نفسه بيجهز نفسه بشكل مختلف. كل حاجة تتنسى عشان النهائي. كل حاجة أهي. تعب، إرهاق، إصابة، عايز أرجع بسرعة، كل حاجة تتنسي، أنت عايز بتفكر في النهائي، بتفكر في البطولة اللي أنت عايز إن شاء الله تبقى موجودة عندك وتوصل كأس عالم. هي هو ده مفيش كلام، أنا كنت في النادي إمبارح مفيش حد بيتكلم غير الموضوع ده. مش ده في النادي في الشارع كل حتة مصر كلها. أنا بقول لك جماهير النادي الأهلي بتلعب مباراة قبل يوم الجمعة. بتلعبها خلاص وحماس وكله بيفكر ان شاء الله ازاي يفوزوا بالبطوله دي، الجماهير بتفكر ازاي تفوز، فما بالك انت مدير فني ولاعيبه كله مركز في الموضوع ده، مفيش حاجه اسمها جهاد، مفيش حاجه اسمها تعب، انا عندي 180 دقيقه زي ما متفقين نخلصها على خير ان شاء الله، التعبان بقى يستريح وكل حاجه تبقى كويسه وكل حاجه تبقى حلوه واي حاجه هتعملها تبقى مقبوله، الناس كلها تقبل منك كل حاجه، لان الناس مستنيه حدث كبير ان شاء الله يا رب يحصل والنادي الاهلي يتوج البطوله ويبقى تتويج ليه باسم النادي الاهلي. الحسم في برج العرب او الفوز بنتيجه مطمئنه في برج العرب اعتقد يعني هو زي ما قلنا المنافس قوي، ولكن هو الهدف المنشود، هو المطلب وهو الهدف زي انت بتقول. هو ده يعني الناس كلها بتتمنى، دي الامنيه اللي كل الاهلاويه عايزينها، يعني فوز مريح، تسافر ان شاء الله تونس مفيش ضغوطات، المباراه تبقى صعبه في كل الاحوال، نتيجه مهما كانت النتيجه المباراه هناك صعبه، متاكد احنا خلاص الموضوع ده منتهي تماما، لكن هتفرق وانت مسافر ان شاء الله وعامل نتيجه كويسه تريحك انت واسمك كمان هيفرق كمان قوي، احسن ما تسافر تبقى فيها حسابات كتير، انت عايز تروح هناك ما تفكرش غير حاجه واحده بس، هي ال 90 دقيقه بدون حسابات، عايز اقعد 90 دقيقه زي ما المدير الفني هيقول ان شاء الله ارجع بالكاس، لكن قبل ما افكر في اللي هناك انا بفكر في اللي هنا، ان ازاي اخر مباراه اللي هنا ان شاء الله بنتيجه كويسه مريحه. وده اهم حاجه، واهم حاجه من كل الكلام ده عدم استقبال اهداف هنا ان شاء الله في القاهره، ده دي اهم نقطه بالظبط، ودي النقطه اللي هاجي لك فيها. اتفضل. اما انت يعني اتكلمت قلت لي عصام عاشور وعمرو السوليه دول عليهم دور كبير جدا، قلت لك في المقابل يعني في فرانكوم وكلوبالي دول برضو لعيبه كبار جدا، لو قلنا نبدا بخط الدفاع، لو قلنا مثلا يعني وفقا للتشكيلات المباراه اللي فاتت الاهلي تشكيله اللي فات والترجي تشكيله فتره تشكيلات قريبه جدا، قلنا محمد الشناوي في حراسه المرمى امام رامي الجريدي وكلاهما تعرض للمباراه الاخيره مش لهزه لموقف طبيعي جدا على فكره بتحصل، ممكن اي حارس مرمى تحصل له هزه تحصل له موقف في المباراه، لكن كل حاجه دي بتتنسى يا ايهاب، ودايما بيبقى عامل على الجهاز الفني ازاي يخرج حارس المرمى من الخطا ده، وبيحصل، وانا اتكلمت على خطا الشناوي في مباراه اتفاق الصيف مش مشكله، بيحصل اخطاء طبيعي، مفيش حارس مرمى مفيش لعيب في العالم ما بيخطاش طبعا، لكن هو دايما الحارس الخطا بتاعه متشاف معروف زي بقول لك بألف زي طبعًا ما بيقولوا طبعا، فاهمني؟ لكن بتنسى. انا واخدك لمنطقه تشابه، عارف ان يعني لما ادخل بقى على خط الظهر احمد فتحي سعد سمير سليف كلوبالي ايمن اشرف واخد الترجي
سامح الدربالي، شمس الدين الزوادي، محمد اليعقوبي، أيمن بن محمد. برضو كان في بعض المشاكل في خط دفاع الفريق الترجي، وايضا بعض المشاكل في هو دايما الترجي من بدايه الموسم اللي فات ده وعنده مشاكل كتيره جدا في الدفاع، جدا في كل مباريات في كلها. يمكن بعد الفتره الاخيره دي نوعا ما في تحسن شويه، لكن من فتره كانت عنده نفس المشكله جدا الكبيره دي في الترجي. هنا في النادي الاهلي الاخطاء مش كبيره قوي، يعني مش عايز اقيس على مباراه الوصل، لان كان سليف لسه كان واحمد عليه يمكن اول مره لعبوا مع بعض، لكن ادوا، يمكن احمد قدم مباراه كويسه. احنا متفقين هذه المباراه يبقى فيها نوع من الشو، يعني بالظبط لازم يبقى سرحان في النهائي، لكن اخطاء اللي حصلت في فاقص طيف اهاب وكان فيها انا وانت مش هتحصل تاني. ما ينفعش الاخطاء اللي تحصل في نهائي، لان انت مش لسه ما فيهاش تعديل، ما فيهاش تحسين، لا انت مركز ان تطلع مباراه من غير اخطاء ان شاء الله رب العالمين، خصوصا الاثنين اللي في القلب كوليبالي سعد سمير. وسعد انا عاجبني ان سعد الحمد لله بعد المباراه ما فيش اي حاجه، ما فيش اي شكوى، فدي طمنك زياده كمان. على الجانب الايمن احمد فتحي حدث ولا حرج عليه ما شاء الله، مستوى ثابت، كل حاجه بتعمل صح مع احمد فتحي. على الجانب الاخر ايمن اشرف متعدد المراكز والمواهب، وبيقدر. احمد كان حابب يشارك في مباراه الوصل، ما كانش حابب يريح. بالظبط، دي معلومه احمد، مع معلومه انت قلتها، يمكن الناس ما تعرفهاش، انا عارفها كويس قوي. انا بقول يعني الناس تقول لك ايه هو شارك وجاله شد، طب شارك ليه وشارك لأن هو ليه؟ احمد من نوعيه اللعيبه اللي عايز دايما موجود في النادي الاهلي، عايز يلعب مع النادي الاهلي، ما مش هو المباراه ايه، لكن هو عايز يبقى موجود. عشان كده بقول لك اي حد في الدنيا بيتمنى اثنين ثلاثه زي نوعيه احمد فتحي هيريحه جدا. وايمن اشرف بقول لك ما شاء الله مستوى ثابت، بيأدي اداء هايل، فانت ما عندكش مشكله. حتى لو ظهر بعض المشاكل اعتقد الفتره اللي فاتت دي اتعالجت، واتكلم فيها مستر كالترون كويس وكابتن محمد يوسف على الحته اللي كانت موجوده في قلب الدفاع. اكيد مستر كالترون شايف بشكل كويس، لكن اتكلمنا على مستر كالترون كتير قوي، لكن المره الوحيده اللي شفته على غير عادته مع الفريق في مباراه العوده امام وفاق سطيف، نرفز كده على هدف التعادل وفاق سطيف، وكان مشدود قوي على الخط، وابتدت تظهر شخصيه اخرى في مواقف اخرى. طبيعي، لان هو خايف. ايهاب كره القدم ما فيهاش ثوابت، في ثانيه الكره بتقلب، في ثانيه الهدف بتاع الهدف الشناوي الاول يقلق اي مدير فني بره، خطا لكن خلاص انتهى، لكن يقلق. هو عارف ان مباراه كره القدم ما بتنتهيش لما حكم مصفر، ممكن في ثانيه مع الجماهير مع شده اعصاب خلاص انت شايف النهائي، في ثانيه تبقى انت بره، فهو ده اللي قلقه وده اللي عصبه. وعلى فكره انا بحب المدير الفني كده، لما بقى الوقت محتاج عصبيه لا اتعصب، اتعصب عشان حتى لو في حد بقى هادي شويه في الملعب يعرف إن انت متعصب ليه، انت خايف، لازم تقلق، لان مباراه كره القدم مع صفاره الحكم، لكن عصبيه انا عجبتني عن نفسي. فعلا كانت عصبيه مطلوبه في التوقيت ده، رغم ان هو راجل عمرها ما حصلت وهادي وبتاع، بالظبط بتقول عمرها ما حصلت من يوم ما بقى مدير الفني في النادي الاهلي، عمره ما شفته متعصب غير في المباراه دي، لكن كان على حق فعلا، كان على حق. والمباراة مهما نتكلم فيها خطوطها متقاربة، لكن كنت سامع الكابتن عمر محمد عمر كابتننا الكبير والمدير الفني السابق لنادي الاتحاد، يا ريت يا جماعة يكون موجود معانا، كان ليه تجربة حلوة مع الترجي وكان بيتكلم فيها بشكل كبير، وقال لك إن الترجي على ملعبه أو لما بيبقى عايز يهاجم بشكل كبير بيهاجم بعدد لعيبه كتير جدا، وبيبقى خط دفاعاته فاضي. بالظبط، بتسيب مساحات كتير جدا، ودي دايما النقطه اللي دي النقطه دايما اللي بتاخد على فريق الترجي. فريق الترجي بيلعب هنا في القاهره مباريات ممتازه، لكن نبيل لجأ بيلعبك في تونس يا ايهاب، بيلعب اكنه بيلعب مباراه في الدوري العام، عايز يكسب خطوط مفتوحه، لكن هو ما بيركزش ويقفل خطوطه زي ما بيلعب بره. لكن برضه مش عايز نركن على النقطه دي خالص، المباراه القادمه بالنسبه للترجي والنادي الاهلي مختلفه تماما، ولازم الناس كلها تعرف كده، ولعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا كده كويس قوي. هيلعبوا هنا مباراه على في تونس، لا مش هيلاقوا الترجي اللي بيسيب المساحات، اللي عايز يهاجم الا لو انت ان شاء الله عامل نتيجه هنا عاليه جدا، اللي هو بقى من بدايه انا فاتح خطوطي وكده كده ما عنديش مشكله، لكن النتيجه هنا هي اللي هتحدد اداء الترجي هناك. لكن مش هينفع يا ايهاب ان احنا يبقى كل مره لا ده الترجي، احنا متعودين ان احنا نقدم مباريات كبيره في الترجي، لا 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 مش هتلاقي الترجي. طب احنا قلنا دي خلصت، مش عايزين نتكلم فيها، حتى مستر كارتيرو يعني لا. مستر كارتيرو حتى الجماهير بقى عندها الوعي ده كده. انت عارف يا ايهاب انا بتكلم ليه؟ انا بحط نفسي مكان التوانسه،
او اللعيب التونسي او اي مدير فني تونسي هناك يقول لك طب ما هو اكيد بيتفرج واكيد عارف الاخطاء اللي بيعملها في تونس، فهو مش هيعمل الاخطاء دي تاني، اكيد اتعلم واكيد هيلعب في تونس غير ما الناس كلها متوقعه. لكن الاول احنا نفكر هنا ازاي نخلص المباراه من هنا ان شاء الله يا رب على خير. ان شاء الله نخلص المباراه من هنا، والمباراه هنا لازم الاهلي يلعب بها باستراتيجيه كبيره، استراتيجيه يحقق فيها اهداف المطلوبه في ظل منافس قوي. مباراه الترجي الاخيره ما فيش شك على ملعبه وفوز 4-2 على بطل انجولا اديته قوه، وتكاد تكون افضل مباراه للترجي في السنتين الاخير وخاصه في البطوله دي. يعني هو جاي خلاص بقى في النهائي، كان في اداء متذبذب، ولكن في المباراه الختاميه ادى بشكل جيد، استعد جدا للنهائي. دوافع جديده، دوافع ده جديد. دافع جديد كبير جدا 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 وفي توقيت قاتل بالظبط. 2-2 انت بره، انت بره النهائي، ترجع 4-2 دي دفعه معنويه يا ايهاب قويه جدا 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 للعيبه لجماهير اللي هو ايه ده انا رجعت وعرفت اكسب ووصلت النهائي. لا دي دفعه ادفع تاني، الدفعه الثانيه او الحافز الثاني انا عايز اطلع من عقده النادي الاهلي، من مشكله النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما يروح تونس مباراه كويسه قوي وبيكسب وياخد بطوله ويرجع دي كمان حافز ثاني. كل حاجات ايهاب لازم يقابلها على الجانب الاخر لعيبه النادي الاهلي بنفس الدوافع الكبيره او الاكبر، لان زي انا متاكد يا ايهاب وافتكر الكلمه دي، الترجي مش هيبقى الترجي اللي الاهلي قبله السنوات ولا اللي قبله في المجموع في دوري المجموعات. لا خالص، الموضوع مختلف تماما، مش ده الترجي زي ما انت قلت، حته ان هو 2-2 و4-2 حافز قوي يعني بادئ على ملعبه مهزوم 1-0 بيتعادل، بيبقى مغلوب 2-1 بيتعادل، الجون الثالث ايا كان المنافس جابه، ظروف المباراه ما حسبتوش، جاب ثالث جاب رابع، دخل في المباراه بشكل كبير جدا، عنده دوافع. ما هو كده دايما يا ايهاب بتقلق من الفريق اللي عنده دوافع، اللي عارف يعني ايه بطوله، اللي متعود على البطولات. زي ما كابتن ميكا بيتكلم دلوقتي بيقول لك الناديين متشابهين قوي، مع طبعا الفرق الكبير للنادي الاهلي اللي هو سيد افريقيا كلها، لكن الترجي اسم كبير بيعرف ياخد بطولات، عنده لعيبه كويسه. نص الهجوم من الاول لو اتكلمنا، نص الملعب وانت داخل على فرانك كوم كوليبالي وانيس البدري والشعلالي ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي، يعني خط هجوم قوي جدا قوي جدا. انا كل اللي يفرق معايا اتنين نص الملعب بتوع الترجي، كوليبالي وفرانكوم بس. لو قدرت انت تاخد نص الملعب من الاثنين دول انت هتاخد المباراه، لان الثلاثه او الاربعه الفراوده من غير الاثنين دول لا هتبقى مشكله. الخنيسي لعيب كويس جدا وهداف وكل حاجه، لكن انا بقول لك دايما نص الملعب هو المشكله، هو القلق، ازاي تسيطر على نص ملعب مع اتنين لعيبه كويسين جدا، موجود كويس قوي، بيعرفوا يلعبوا بكره كويس، تمريرات كلها صح، ما تديش الفرصه للاتنين دول، انت منعت اي خطوره على مرمى الشناوي ان شاء الله. توقف مفاتيح اللعب من البدايه بالظبط، تسيطر على وسط، ما انت امتلك وسط الملعب وامتلك الزمام. طبعا خلص المباراه دي مفروغ منها، وبعدين بقى استعمل انت الناس المهاريه اللي عندك والعب لعبك الحلو اللي هو الاجناب، استعمل وليد ووليد، لا هتلاقي شغل. لان انت دايما كل ما الكوره معاك انت الاحسن، انت اللي بتهاجم، ما تفقدش الكوره كتير. وبعدين المباريات زي كده ايهاب فقدان الكوره محسوب قوي، محسوب، جزيئات صغيره جدا بتتلعب في المباراه دي، كره تتقطع في نص ملعبك مشكله. انت بقيت مدافع في نص ملعبك، في تلت ملعبك بتقطع الكوره منك، انت في حاله دفاع، انت مش عايز في حاله دفاع في المباراه دي، انت عايز المباراه دي دايما انت الفعل مش رد الفعل، عايز دايما مهم قوي كمان واكيد مستكرر اتكلم فيها، الكره الثانيه مهمة قوي، الكرة الثانية دي تبقى عاملة هجمة تتقطع يبقى أنت اللي تجيب الكرة الثانية، لازم أنت دايما يا إيهاب أنت المبادر بكل حاجة، أنت اللي بتدي رسالة كده في الملعب للعيبة الترجي، لا أنا إن شاء الله النهاردة اللي أفوز أنا اللي أفوز، ما تدخلش. دي بيبان من البدايات بس، البدايات بقى هنا في استاد برج العرب هتبقى إزاي؟ بدايات الترجي اللي جاي، جماهير النادي الأهلي هتملأ جنبات الملعب بالتشجيع الكبير طبعا المعتاد للجماهير العظيمة الحمراء، أكيد هيبقى قدامهم يعني مدير فني للترجي، الراجل هيبقى عايز يمتص هذه الجماهير وهيضغط في أول مباراة، طبيعي جدا، مش هيبدأ قافل ومستني الأهلي يضغط عليه ويضغط لعيبته أكتر، والحركة هتشوف الأمور إزاي. مش هيحصل اللي حصل في دوري المجموعات، هو مش هيضغط نفسه من الأول، استحالة يا إيهاب، لأن هو عارف هو بيلعب مين، وعارف تأثير جماهير النادي الأهلي في المباراة دي إيه، فأنت لو ضغطت نفسك من الأول أنت خلاص سلمت الفرقة من بدري قوي، فلو أقول لك لا أنا مش هضغط، مش هضغط نفسي، أنا هلعب لعب متوازن، ممكن يسيبك نص ملعب ويسيب لك يقفل لك كم حاجة عليك ملعب بس شوية بالخطوط الأمامية ومأمن نفسي دفاعي بالظبط، لكن هو يبقى مضغوط من الأول لا هو كل اللي هيعمله
هيعمل حاجه مهمه جدا. هيحاول يستحوذ على الكوره اكبر فتره موجوده في الملعب باستعمال الاثنين في نص الملعب كولوبالي وفرانكو. دول اللي هيحاول يستعملهم، هم اثنين تقال قوي بلغه الكوره، مجهودهم كبير البدني بالظبط. اولا ما بطلوش جري، تقال في الكوره، بيعرفوا ازاي يمتصوا حماس الجماهير دي بتمريرات كلها صح، مفيش مشكله. هو هيعمل دي، على الجانب الاخر انت لا، مستر كادرون اكيد عارف دي كمان، فيعمل ضغط، وضغط حتى لو وصل ضغط عالي جدا من فوق خالص هو ما عندوش مشكله. اول ربع ساعه تلت ساعه دي اهاب الاهلي لازم يبقى مسيطر على المباراه دفاعيا هجوميا، مسيطر عليها ما فيش، ياخد حماس المباراه الدفعه البدايه الدفعه اللي احنا يعني بص لو ربنا كرم يعني يا رب بهدف يعني مبكر، الموضوع يعني موضوع هايل. هدف مبكر في المباراه دي اهاب هيريح لعيبتك وكل حاجه تبقى. لكن برضه هدف مبكر مش هيخلي معين الشعلالي الشعباني اعتقد برضه يفتح خطوطه لسه بدري، لان عنده مباراه عوده بالزبط. هو هيهدى شويه برضه ويشوف الدنيا فيه ايه بالظبط. لكن لو استقبل هدف بدري مش هيفتح خطوطه، اصل دي نهائي ولا ماتشين، مش مباراه مش مباراه واحده لا. لكن هيبقى انت هتصدر قلق يا ايهاب لما هدف مبكر في مباراه دي، والنادي الاهلي بعظمته بجماهيره، لا انت بتصدر قلق جامد جدا للاعيبه الترجي وحتى المدير الفني، بقى في قلق. 1-0 ممكن تبقى 2، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر 1-0 تهدى، لكن 1-0 ما يكفيش طبعا. زي بقول لك كل الحرص استقبال اي هدف في القاهره، ده اللي هيعمل لك اكبر مشاكل بغض النظر عن النتيجه. كل السيناريوهات وارده، واكيد المدير الفني بحطت في دماغه كل السيناريوهات طبيعي، السلبيه قبل الايجابيه طبعا طبعا طبعا، ده اكيد كل مدير فني كده بتخيل لو حصل هعمل ايه، طب هبدا اشتغل ازاي، لو استقبلت هدف، لو جبت هدف. الماتشات دي تقدر تلعب تبدا بقوتك الضربه كلها، ولا يبقى فيه فرده او اتنين على الدكه؟ لا ابدا قوي جدا، ابدا قوي جدا جدا. انت مش عايز تضيع ثانيه، هات من الاخر بالظبط. انت مش عايز انت مش عايز تضيع دقيقه. قوه الضرب عندي موجوده وسلام الحمد لله، ابدا. حصل حاجه عندك لعيبه ولاعيبه ما شاء الله طبعا. حاجه القايمه يعني، لكن انت عايز لا كل قوتك موجوده وكل بقى ان شاء الله في اليوم الموعود او اليوم اللي احنا عايزين نبقى كلهم كويسين فيه. حصل حاجه يبقى في ناس موجوده، لكن ما تضيعش ثانيه. المباراة دي ما تستحملش إيهاب دقيقة تضيع منك، لازم من أول دقيقة زي ما بقول لك أنت رسالة إن شاء الله هنكسب النهاردة في القاهرة ومكسب كويس. رسالة واضحة منك يا كابتن، ورسالة عند اللعيبة. جماهير النادي الأهلي بيبقى عندها الخبرات برضه، يعني زي ما اللعيبة عندها خبرات طبعا. الجمهور بقى عنده خبرات، ودي حاجة تتوافر عند جمهور الأهلي فقط، هو جمهور البطولات طبعا بالذات البطولات الأفريقية. لما نلاقي التصنيف الافريقي الاخير، الاهلي اللي طلع امبارح رقم 1، الترجي رقم 2، يعني هم قمه الهرم الافريقي وهم اللي في مباراه نهائي، وزي ما قلت لك الجمهور عنده الخبرات الكبيره. الجمهور بقى دايما كان بيعودنا قبل المباراه يعني تشجيع جامد جدا جدا، ومع بدايه المباراه بتبقى انت بتلاقيه هدي. انت رسالتك ايه للجمهور؟ لا لا، هو مش رساله، لكن بص الترتيب اللي انت قلته يا ايهاب دلوقتي، الاهلي والترجي النهائي، الاهلي والترجي تقارب في قوي جدا مع فرق البطولات عند النادي الاهلي الحمد لله كبير جدا، لكن الجمهور جمهوري يوم الجمعه مش هيحصل اللي انت قلت عليه ده خالص. ده من الصبح هيشجع، وبدايه المباراه هيشجع، ولو لقى الفريق محتاج تشجيع هيشجع. هو عارف، بص يا ايهاب، بطولات النادي الاهلي الكبير قوي ادت الجمهور الخبرات انت قلت عليها الوقت، خبرات ازاي يعرف يشجع، امتى يشوف فريقه محتاج لا تدخل تدخل من الجماهير، مش تدخل من المدير الفني، تدخل من الجماهير. لو في شويه كسل، في عايزين اهداف كتير، عايزين هدف تاني، هو ده الجمهور، هو ده اللي بيشجع. لو اتضغط مره لا يفوقك تاني، هو ده جمهور النادي الاهلي. جمهور واعي جدا جدا جدا، عارف امتى يشجع وامتى، من اول دقيقه لحد اخر دقيقه لا، جمهور النادي الاهلي موجود. والجمعه دي ما فيش راحه، انا متاكد يا ايهاب ما فيش راحه. انا بقول لك من النهارده الناس بتشجع من النهارده. جبت التذاكر انت اهم حاجه؟ كله تمام. تذاكر ما تفكرنيش. كلنا هذا الرجل طبعا، انت عارف طبعا كل الناس عايزه تروح ان شاء الله، الناس كلها تروح، ولكن هو في الاخر انت عندك سعه للملعب وسعه مطبوعه ان شاء الله، لكن ان شاء الله هيبقى كرنفال لجماهير النادي الاهلي يا رب ان شاء الله، ومباراه قويه جدا للاعيبه النادي الاهلي. لكن
في خبرات عند مستر باتريس كارتيرون في البطولات الافريقيه، ده بيفرق لما يكون المدير الفني عنده خبرات. بالظبط، فاز بيها قبل كده وعارف البطولات الافريقيه، عارف كويس، عارف الاجواء كويس. الى جانب خبرات لعيبتك اللي ما شاء الله بطولات حدث ولا حرج عليها، فدي خبره مدير فني مع خبرات لعيبه هتساعدك انت في مباراه زي كده. ما تجيبش مدير فني ما عندوش الخبرات في افريقيا والنهايات دي والاوقات دي، هتبقى فيه مشكله، فيه هزه. لكن انت عندك الاثنين الحمد لله، مدير فني خبرات ولعيبه خبرات كتيره جدا في افريقيا، فالامور كلها مكتمله، فانت ما عندكش مشكله. وعندك جمهور بره خبرات كبيره جدا 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 في افريقيا، واعي، جمهور واعي، واعي بطولات يا ايهاب ما شاء الله، كم بطولات وجماهيرك على طول بتزيد، وجماهيرك عايزه بطولات تاني. الجماهير جماهيرك فيها ميزه، ما بتشبعش بطولات، وبينعكس على اللعيبه. خلاص هم عارفين الجمهور ده عايز، الجمهور ده عايز عايز بطولات، عايز مكسب، عايز اداء حلو. هو كده خلاص المعادله اتعرفت، جمهور بيحب البطولات، اتعود على البطولات، اللعيبه عودوا الجمهور على البطولات، فخلاص احنا نادي بطولات. زي ما بقول لك انا كده دايما بقول كلمه بحب انا اقولها، سيد افريقيا خلاص، ما فيش حد زيك، ما فيش حد زيك خالص، ما فيش حد زي النادي الاهلي خالص في اي حاجه. بعد، هو بعد عن كل الانديه، لكن المهم الموضوع مش موضوع احصائيات وتاريخ وكده، المهم ان شاء الله يوم الجمعه الكلام اللي احنا بنقوله حلو انا وانت والناس كلها بتقوله ده، ان شاء الله نفوز بالبطوله يا رب. الحاجة اللي بيخلي الواحد مطمئن بشكل كبير ان على الرغم ان الكلام الكتير والفيسبوك وبعد الكلام في الاول رالس ورالس ملعب الاهلي وبتاع، بقى في وعي، ردود الجماهير الاهلي على الفيسبوك رائعة جدا، ردود المسؤولين مستر كارتيرون مع لعيبته، وحتى كابتن نبيل معلول قال لك خلاص دي مباراة، ده جيل غير جيل، وقت غير وقت، والدنيا هذه مباراة لا تعرف التكوينات تمام. انت عايز اقول لك المداخلة بتاع كابتن نبيل دي ممتعة، هي حتى بتجاوب على اسئله بنتكلم عليها انا وانت دلوقتي، مداخله حلوه قوي. انا حته التاريخ وحته ان الملعب وشه حلو والملعب رادس ملعب النادي الاهلي والكلام ده، لا مرفوض، مرفوض عند المدير الفني واتكلم فيه، مرفوض عند اللعيبه اكيد، مرفوض حتى عند الجماهير، الجماهير مش عايزه تبقى خلاص انا الملعب ده موجود عندي والملعب ده ما عنديش مشكله، لا لا خالص، الموضوع منتهي تماما. واللي عاجبني ان تفكير واحد يا هاب، مدير فني ولاعيبه عارف نفس الكلام ده، حتى الجمهور الواعي عارف الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ده وشه حلو ووشه وحش. انا في 90 دقيقه هنا في القاهره، في 90 دقيقه في تونس، ان شاء الله يبقى التوفيق للنادي الاهلي ورجعوا البطوله. اختلف اداء الترجي على ملعبه في المباراه قبل النهائي، الاختلاف ده فسره معظم المحللين التوانسه بتغيير القياده الفنيه للفريق والمساعد اللي تولى وادى بشكل كويس، وهو اللي عامل الطفره. تتوقع منه ايه قدام النادي الاهلي؟ بتحصل على فكره الموضوع ده، خصوصا متغير مدير فني، مدير فني جديد او حتى المساعد، بتحس ان في روح جديده، وحصل في المباراه 4-2 روح جديده وشكل جديد واداء جديد، والراجل عايز يكمل الدفعه القويه اللي خدها في المباراه 4-2 في مباراه ايهاب، وهو المدير الفني لا بتدي له هو كمدير فني دفعه جامده جدا، بتدي له هو ثقه، وعارف ان بيلعب النادي الاهلي واكيد عارف النادي الاهلي واتفرج عليه، هو بيهدى شويه، بقى عنده ثقه، غير لما يبدا بخساره، اداء وحش، هزه، ويجي لاعب النادي الاهلي ومهزوز، بتبقى مشكله بالنسبه له هو. لكن الدفعه القويه اللي خدها في المباراه الاخيره ساعدته، ساعدته كمدير فني ان هو هدي خلاص، الامور كلها كويسه، اللعيبه كمان بقت خلاص مكسب حلو قوي، وصلت للنهائي والنهائي مع النادي الاهلي. طب احنا دايما بنتكلم على الجمهور، وفي مجهود كبير جدا معمول في النادي الاهلي لراحه الجماهير، وان الجماهير تبقى موجوده، وفي يعني نظام في الفتره اللي فاتت بصراحه مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، عامل لهم شغل كويس، في تنظيم، في اداء كويس. اكيد المباراه الكبيره دي فيها تنظيم اكتر وفيها كلام كتير. خلينا نروح سريعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. يا استاذ ايهاب مساء الفل على حضرتك يا فندم، مساء الفل. تحياتي وتحياتي الكابتن علاء ميهوب. تحياتي ليك يا سياده العميد. يا كابتن علاء انا بعتذر، انت عارف انا بعتذر عن ايه يا كابتن علاء، بس غصب عني والله الدنيا ضغطت. حبيبي يا محمد. طبعا انت ما فيش شك انت اهم راجل في مصر طبعا. لا لا لا. وعلى طول لكن لمده 8 لا لا على طول لا لا. انت المدير التنفيذي على طول يا محمد ان شاء الله. لكن هذه المباراه العالم كله عينه عليها، الناس كلها عايزه تروح، عايزه تحضر، جماهير النادي الاهلي العظيمه نفسكم كانت يبقى 80,000 متفرج، الاحداث اللي موجوده 70 80 مليون عايزين يروحوا، فطبعا دي ضغوط كبيره جدا. لكن رسالتك للجماهير وكلامك والنظام، ودايما معودنا في الفتره اللي فاتت ان في اسلوب جديد كده متبع في المباريات. طب بص الحمد لله، يعني طبعا اولا يعني اي حد ليه شرف ان هو بينتمي للنادي الاهلي، واي حد ليه شرف ان هو بيشتغل في النادي الاهلي،
فالحمد لله رب العالمين احنا بنحاول نعمل علينا بقدر الامكان، عايزين نرضي جمهورنا ونحافظ على حقوقه، عايزين نرضي اعضاء الجمعيه العموميه ونحافظ على حقوقها. تمام. بنحاول بقدر الامكان نعمل نظام، النظام في الاول بيبقى صعب بس في الاخر ان شاء الله باذن الله لما يتعود عليه جمهورنا هيطمن. انا عايز اطمن جماهيرنا زي ما انت حضرتك قلت النهارده، لو احنا مصر كلها عايزه تحضر سواء مصر او سواء اخواتنا في الوطن العربي طبعا. الدنيا كلها عايزه تيجي تساند النادي الاهلي في نهائي افريقيا. احنا ان شاء الله باذن الله رغم كل دوت ورغم ال 50,000 تذكره اللي موجوده ومنهم 41,000 تذكره فقط هم اللي مطروحين للبيع، كل الكلام اللي اتقال في الاول انا عايز اطمن جماهيرنا احنا خصصنا الدرجه الثالثه بالكامل كلجنه مسؤوله عن التنظيم، خصصنا لجنه بالكامل للدرجه الثالثه بالكامل لجماهير النادي الاهلي اللي هي فئه ال 70 جنيه، وطبعا في تم الحجز عن طريق الاونلاين وان شاء الله باذن الله باذن الله هيستلموا تذاكرهم بكره من منافس الثوري ان شاء الله حجزوا من خلالها باذن الله. التذاكر المتبقيه هم 18,000 ونص تذكره المتبقيه هتتباع في منفذ اسكندريه ان شاء الله، هيفتح غدا الساعه 10 صباحا باذن الله في استاد اسكندريه ليطرح فيه بقيه الدرجه الثالثه للجمهور اللي ما عرفش يحجز عن طريق الاونلاين، وده يعني سلبيه لرغبات جماهيرنا. داخل النادي الاهلي خصصناه لاعضاء الجمعيه العموميه ومنعنا في الدرجه الثالثه بيبقى في جزء من الثانيه المتبقي اللي هو ما اتباعش عن طريق السيستم وجزء من الدرجه الاولى، باقي التذاكر دي دعوات مقسمه على الاتحاد الافريقي. طبعا الاتحاد الافريقي جاي بكامل هيئته هيبقى موجود طبعا. ان شاء الله باذن الله في النهارده برضو نفس القصه، المراسم اللي هتبقى موجوده من الشخصيات اللي هتبقى موجوده عشان تساند النادي الاهلي نفس الموضوع برضو سواء في المقصورة الرئيسية أو في المقصورة الأمامية، ولكن جماهيرنا الحقيقيين اللي هم فعلا كان نفسنا طبعا يبقى عدد زيادة الدرجة الثالثة وزيادة الدرجة الثانية على ما نقدر، ولكن احنا متفقين الظروف اللي احنا فيها صعبة والمباراة دي ال 50,000 ان شاء الله باذن الله يا رب يسلمهم جميعا ان شاء الله باذن الله. طبعا والعدد لما اتطرح في الاول يا سياده العميد واتقال 30 وعملتوا مجهود كبير وحصل تعاون كبير جدا من كل اجهزه الدوله عشان يبقى العدد الكبير ده موجود، ده كان حلم ان يحضر 50,000 في هذا التوقيت. تمام، وبرده ما زال في مفاوضات مع وزاره الداخليه وان شاء الله باذن الله هيبقى في تعاون على اعلى مستوى. انا بطمن جمهورنا ما تخافوش طالما ملتزمين ما حدش يقلق من حاجه ان شاء الله باذن الله، بس اهم حاجه الالتزام. نخلي بالنا مش عايزين تعصب بزياده، في ولاد انا عارف كويس قوي حبهم على الاهلي وتعصبهم للاهلي ده بيضر الجميع، ارجوكم خلينا كلنا بنشجع الاهلي التشجيع المثالي ان شاء الله باذن الله. تذاكر بكره هتكون واصله للناس كلها، لازم تنبه برضه استاذ ايهاب ان في ناس بتجيلي على السوشيال ميديا احنا بنشتري تذاكر سوق سوداء، التذاكر لسه نازله النهارده، الدرجه الثالثه والله لسه ما خرجت من اسكندريه عشان بتتختم اسكندريه وهتوصل ان شاء الله باذن الله النهارده، وبكره المنفذ هيفتح في اسكندريه وشركه منافس ثوري استلمت الحجز عن طريق النت، استلموا الدرجه الثانيه واستلموا المقصوره واستلموا الاولى ودي هتبقى معاهم ان شاء الله بيوزعوها على المنافذ، اما الدرجه الثالثه فهيستلموها النهارده الفجر باذن الله عشان نطمن اللي تذاكرنا وصلت لكل جماهير النادي الاهلي باذن الله، والمتبقي زي ما بقول هيتباع في منفذ اسكندريه ان شاء الله باذن الله. الرساله واضحه ومظبوطه، الكابتن علاء برضه عايز يستفسر. يا سياده العميد انا هخلص واكلمك ها؟ ما هرد على حضرتك المره دي. بقول لك ايه يا سياده العميد؟ انا عايز اقول لك حاجه، لا والله خلي بالك بس عشان احنا دفعنا كتير في الفئات الثانيه، انت مش جايب لنا ثالثه خالص. ما احنا برضه الجمهور ما احنا جمهور برضه. لازم تقول لهم عشان لا ولكن احنا بنراعي الكلام دوت ولازم يبقوا عارفين كويس قوي ان كل الناس اللي راحت المباراه فعلا دفعت فلوسها واشترت. احنا مانعين الدعوات خالص، الدعوات اللي رايحه حتى اعضاء مجلس الاداره لو عايزين تذاكر بيشتروا التذاكر. مظبوط، كل ده مش عشان حاجه، احنا بنعمل سواسيه للناس كلها. انا مش عايز اتكلم فيما سبق، احنا بنحاول نعمل نظام، بنحاول يبقى اللي يخش الاستاد دوت يبقى معاه تذكرته في ايده، ده كل ده عشان حلم الاهلي لما يتحقق استاد النادي الاهلي يبقى الناس وجمهور النادي عارفين قيمه النادي الاهلي، بيخش يحافظ على كرسيه، بيخش يحافظ على الاستاد ان شاء الله. برضه انا هكلمك بعد ما اخلص مع ايهاب. واهتف زي لا انا عايز اقول لك حاجه والله. لا بجد لا استنى. لا احنا مش هنكلمك يا سياده العميد، هنطلع من هنا عليك على طول. سياده العميد لا انا عايز اقول لك حاجه بجد وحياه ربنا. ربنا مجهود خرافي. اسمع بقى كابتن علاء. لا 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 مجهود خرافي بجد وحياه ربنا. هي ثالثه برضه اخرك اثنين ثالثه يا كابتن. لا 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 مش انا خالص مش هديك. لا والله بجد مجهود مش طبيعي. مفيش ثالثه اخرك اثنين اولى يا كابتن. انا كنت معاه امبارح. لا بجد يعني مجهود يشكر عليه وكل اللجنه، عامل مجهود ممتاز سياده العميد بجد في كل حاجه على فكره. يعني لا لما يبقى الكلام على 30,000 وبعدين يوصل ل 50 والنهارده يفاجئك عليها ويقول لك برضه بنعمل محاولات تاني. لا انا ما بتكلمش طبعا دي حاجه برضه موضوع المباراه، انا بتكلم هو
كشغل سياده العميد وكده حاجه ممتازه. هم تذكرتين بس يا كابتن علاء في الاخر، مش عايز مبرر، انا ما بعرفش اطبل عشان حاجه، هي كلمه حق لازم تتقال. يا سياده العميد يبقى اربعه، معلش. لا والله كلمه حق لازم تتقال، ده الراجل ده بصراحه كل التقدير ليه وحياه ربنا، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه، وده واحد من ولاد النادي الاهلي، كل احترام وكل التقدير ليه بجد. طبعا دي شهادة كبيرة جدا جدا من نجم النجوم يعني النادي الاهلي. وبعدين حالة التجاوب اللي بقت مع عند الجمهور معاك برضو يعني ماشية بشكل كويس يا ست العميد. الحمد لله والله، لان احنا جمهورنا عنده اما طالما في مصداقية، واحنا جربنا الكلام ده قبل كده، طالما في مصداقية وبتتواصل معاهم فعلا من قلبك، هم جماهير النادي الاهلي بيحسوا كويس قوي مين اللي بيتعب للنادي الاهلي زي ما هم بيتعبوا وزي ما احنا بنتعب عشان خاطرهم. وان شاء الله باذن الله باذن الله هتبقى مباراه قويه، مباراه هتغير فكر ناس كتير، لازم هم يبقوا عارفين كويس قوي اللي في ناس كتير مغيره الشكل العام. لا احنا عشان خاطر النادي الاهلي عارفين كويس جمهورنا شكله عامل ازاي، وعارفين كويس وعيهم، وعارفين كويس حبهم للنادي، ولكن بنقول بلاش تعصب، خلينا النهارده نبقى في حته ثانيه خالص غير اي حد ثاني، زي ما النادي الاهلي ماشي زي ما هو، احنا بينا في مكان تاني خالص، لازم جمهورنا برضو يبقى معانا، لانه اللاعب رقم واحد بالنسبه لنا. طبعا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. وفي حته تانية برضو، في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم، اللي احنا منتظرين، احنا قلنا هنعمل استقبال على لائق لاشقاء التوانسه وفريق الترجي، كان هم مدينا معاد الطياره الساعه 4 لغايه وقتنا هذا لسه ما وصلتش، واول ما توصل ان شاء الله. هي طياره خاصه يا فندم، وكان المفروض توصل حتى 7 اخر ميعاد، لسه ما وصلتش برضه. لسه ما وصلتش، وانا طمني كابتن سمير عدلي، وفي سياده اللواء الفيشاوي موجود هناك، في سياده اللواء عماد فوزي موجود هناك، في الاداريين موجودين هناك، عشان خاطر نستقبلهم الاستقبال اللائق ان شاء الله، ويكون استقبالنا بالمثل، واحنا متاكدين من هذا الكلام. طبعا حتى الجماهير التوانسه احنا خصصنا لهم الدرجه الاولى، ممتاز ليهم عشان خاطر برضو جماهير النادي الاهلي، احنا متاكدين باذن الله اما هيروحوا تونس ان شاء الله هنعامل بنفس المعامله، هي الرياضه اللي احنا عايزينها، مكسب ان شاء الله باذن الله، ولكن باذن الله يبقى بدون تعصب وفي روح رياضيه بالنسبه للناس كلها ان شاء الله. اشكرك سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وكلام مهم يا كابتن علاء، كلام مهم جدا، وباربع تذاكر مش اثنين. طيب لا في مجهود وكلام مهم بصراحه، لا 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 لا. واستقبال الـ ضيوفنا بقى، ضيوف مصر كلها، بعثة تونس، وكمان هيبقى في امور مميزه مع الجمهور والحضور، اعتقد ده حاجه يعني دي قمه التعاون. هم عاملين يعني سياده محمد مرجان وكل اللجنه عاملين حساب خاص لليوم ده لفريق التونس، لاخواننا التوانسه، كل الضيوف اللي جايين، حاجه تليق باسم مصر اولا واسم النادي الاهلي، حاجه تشرف، وده مش غريب على النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما سباق في كل حاجه، دايما هو الاول في كل حاجه، كل حاجه تلاقيها النادي الاهلي هو اللي عاملها، نظام هتلاقي النادي الاهلي، هتلاقي استقبال رائع ان شاء الله للفريق التونسي، وكل الضيوف الموجوده ان شاء الله موجودين ان شاء الله في القاهره يوم الجمعه ان شاء الله. هل لديك اقوال اخرى؟ لا والله. طيب هتختم وتدينا اقدم تقرير عشان ده. لا اختم بقى النهارده بقى، ما انت عايز تطلع بسرعه تعمل التليفون بس مش لا 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 كالعاده. اولا سعيد جدا ان انا بقابل جمهور النادي الاهلي العظيم الكبير كل اربعه، ودايما بتشوق لهم الاربعه ده، ويا رب يكون كده احنا خفاف على جماهيرنا، وبتمنى ان شاء الله الاربعه القادم انا وانت كده قاعد نبارك لجمهور النادي الاهلي على المباراه ان شاء الله ومكسب. وبشكرك وبشكر اسره البرنامج الجميله دي، ودايما نتقابل على خير، وان شاء الله نتقابل يوم الاربعه ان شاء الله. بشكرك كابتن، شرفتني ونورتني. طبعا ببقى سعيد معاه وانا موجود مع الكابتن علاء، وطبعا الكلام عن المواجهة الأفريقية لم ينتهي، الكلام في الأهلي الليلة لسه مستمر، وفقرة مميزة أيضا بعد الفاصل طبعا مع زميلنا المتألق دائما محمد سعيد، عنده طبعا الكابتن أحمد جوان أو أحمد بلال، وهتكون فقرة مميزة جدا، والحديث أيضا عن المواجهة الأفريقية المرتقبة، أكيد في تقرير مهم لازم نطلع به، وهو يعني وزير الشباب والرياضة في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي والنقاش حول سبل تمكين الشباب رياضيا، سيادة الوزير قعد وطرح الأمر. طبعا إخواتنا في الإمارات الأشقاء في مباراة تكون مرتقبة مع المنتخب الإماراتي، نفسهم يكون محمد صلاح يكون موجود في هذه المباراة، إن شاء الله كل الأمور تمشي بالشكل المطلوب. تقرير ونرجع نستقبل محمد سعيد والكابتن أحمد بلال. طبعا
اتشرف ان اكون موجود النهارده ضيف، وبشكر الدعوه الكريمه من مجلس دبي الرياضي المهندس الكريم مطر. وعايز اقول ان الجائزه في الحقيقه هي لاند مارك بصفتي يعني استاذ في علوم الاداره الرياضيه، ففي الحقيقه شكلت وجدان وشكلت حاله كبيره جدا على المستوى العربي، وان شاء الله نشوفها برضو على المستوى العالمي. اصبح في رواج من الشباب والباحثين دايما بينتظروا ويشوفوا ايه اللي هيقدموه للجائزة من اعمال، وشجعت على شيء مهم جدا الا وهو العنوان ولا وهو الابداع. في الحقيقة الابداع ارتبط دايما بالجنريشنز، ارتبط بالاجيال، الابداع ارتبط بالقدرة والرؤية المستقبلية للدول. الشباب بيشكلوا جزء كبير جدا من هذا الابداع، علشان كده يمكن الابداع اصله الانسان، والانسان كتله متكامله من مجموعه من المتغيرات اللي بيدرس او بيشتغل مع الشباب وتطوير البشر. لازم يعرف ان في كتله متكامله من الجوانب البدنيه والنفسيه والعقليه والاجتماعيه، لازم كلنا او نشتغل عليها بشكل تكاملي علشان نعمل إبداع، وعلشان نقول التارجتس والأتشيفمنتس بتاع أي موضوع دايما أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثانية في برنامجكم الأهلي الليلة. والنهاردة معنا طبعا مهاجم فريق النادي الأهلي الأسبق وأحد أهم هدافي فريق النادي الأهلي في فترة نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة، كابتن أحمد بلال. كابتن احمد برحب بيك اولا على شاشه قناه النادي الاهلي، وحديث مهم في التوقيت الحالي على مباراه الترجي التونسي والاهلي في البطوله الافريقيه. اهلا بيك يا ابو حميد، واهلا طبعا بكل محبي النادي الاهلي ومشجعيه، وكل طبعا مشاهدي ومستمعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ومنتنا يا رب النادي الاهلي ان شاء الله يحقق باذن الله تعالى ان شاء الله التسعه باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب، العد التنازلي لمباراه نهائي افريقيا، مباراه الاهلي والترجي التونسي، هي مباراه الزعامه كما يقال في تونس. الترجي دولة لكن الأهلي هو سيد القارة الأفريقية، محققا 8 ألقاب أفريقية، وبيتأهل للمرة 12 في رقم قياسي جديد للمباريات الأفريقية والنهائيات الأفريقية. العد التنازلي لهذه المباراة باقي من الزمن بالضبط 48 ساعة و35 دقيقة على هذه المباراة التي تنتظرها الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي على استاد برج العرب في 9 من مساء بعد غد الجمعة بإذن الله. وحتى هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي طاقم التحكيم الذي سيدير هذه المباراة الهامة جدا، والتي سيتم تطبيق فيها تقنية الفار، تقنية الفيديو في هذه المباراة الهامة، سواء مباراة الذهاب في برج العرب أو حتى مباراة العودة بعدها بأسبوع في استاد رادس. كابتن بلال، واحنا بنتكلم عن ذكرياتك في مباريات أفريقية، هتذكر معاك نهائي أفريقي 2001 وكنت متواجد مع الفريق في جنوب أفريقيا، مباراة سان داونز. ذكرياتك مع هذه البطولة، واحنا بنتكلم على البطولات الأفريقية تحديدا، لأن مع الألفية الجديدة الأهلي كان ليه انطلاقة كبيرة جدا في البطولات الأفريقية بدءا من 2001 حتى آخر بطولة عام 2013. شوف، يمكن الحمد لله رب العالمين انا كان ليا نصيب شاركت مع الاهلي في بطولات افريقيه كتير الحمد لله رب العالمين، في بطولات اخذناها وفي بطولات لم نوفق فيها. بطوله جنوب افريقيا او بطوله سان داونز كانت بطوله صعبه جدا. افتكر هدف سيد عبد الحفيظ، يعني من الاهداف الحقيقه، يعني وسيد ممتع في الحاجات دي خد بالك، يعني وتلاقي كان سيد دايما كان بعد العوده تلاقيه رجع ورجع بشكل قوي جدا، ودي كانت الحقيقه ميزه في سيد عبد الحفيظ، ميزه كبيره جدا جدا جدا، من الناس اللي دايما وقت ما تحتاجها تلاقيها موجوده. كسبنا هنا الحمد لله بفضل الله يمكن 3، بيبو كان هاتريك في الماتش ده، وكان طبعا انت كانت مباراه رائعه جدا جدا للنادي الاهلي. وانا الحقيقه انا دايما يعني عارف النادي الاهلي وقت الصعوبات بتلاقيه موجود، يعني وقت ما الامور تتازم وكل الناس تعتقد ان الامور مش في ايدينا بتلاقي النادي الاهلي دايما موجود، وموجود بقوه كبيره جدا. يعني في سان داونز ده الترجي كان قبل النهائي هناك كان الامور صعبه جدا، وبرضه الحمد لله وفقنا وتعادلنا هناك وكسبنا. سان داونز كانت الامور برضه صعبه جدا، وكل الناس كانت بتقول هي الفرقه المرعبه، وقدرنا الحمد لله نحقق المكسب وحققنا تعادل هناك. الصفاقسي 2006 برضه كانت الامور صعبه جدا وكانت شبه مستحيله على النادي الاهلي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وفق النادي الاهلي وكسبنا هناك من فضل الله سبحانه وتعالى. فدايما حتى القطن الكاميروني لما كنا بنلعبه هناك في البطوله الافريقيه اللي خدناها برضه هناك من القطن الكاميروني في الكاميرون، كانت البطوله صعبه وكانت الاجواء صعبه جدا وكان الجو حر جدا وكانت رطوبه عاليه جدا، ولكن كانت اول رحله للاهلي في الكاميرون او تحديدا في جروه بالظبط.
وقدرنا الحمد لله، كنت موجود انا برضو في المباراه النهائيه، والحمد لله قدرنا ووفقنا ان احنا ناخد البطوله من فضل الله سبحانه وتعالى. فدايما الاهلي في المواقف الصعبه بتلاقيه، هي دي السبيريت، هي دي الروح اللي بيتميز بها لعيبه النادي، او دي الروح اللي بيتميز بيها دايما النادي الاهلي عن غيره. يعني احنا انت دايما السؤال اللي دايما الناس بتساله ومالوش اجابه، او مش مالوش اجابه، مالوش تفسير، يعني روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء بتتمثل فيه، هي دي النقاط اللي انا بقول لك عليها. ان لما يبقى الامور صعبه جدا تمام بتلاقي النادي الاهلي له مخرج، لما تلاقي الامور بتشتد عليك بتلاقي النادي الاهلي حضر وبقوه وبشكل كبير جدا، سواء اذا كانت مباراه عالميه او مباراه افريقيه. يعني احنا لو تتذكر معايا مباراه ريال مدريد هنا في القاهره، يعني كل الاجواء وكل الناس وكل النقاد وكل الناس قالوا ريال مدريد هيجي يكسب الاهلي 5-6 هنا في القاهره، ورونالدو بقى وروبرتو كارلوس وبيكهام وفيجو وزيدان، يعني انت بكلمك في وراؤول لا ده انا انت بتتكلم بقى في الدريم تيم فعلا، يعني طبعاً. فعلا مش الدريم تيم بتاع مصر يعني ده كان فريق نجوم العالم طبعا انت بتتكلم في الدريم تيم يعني. ومع ذلك النادي الاهلي حقق المفاجاه وقدر يكسب ريال مدريد. فعايز اقول لك ان انا بتفائل لما الامور بتشتد علينا، لما الامور بتتازم بتتفائل، لان خلاص في روح بيزرعها النادي الاهلي داخل لعيبته وداخل اجهزته الفنيه وداخل مدربينه وداخل كل حاجه. لما تتفرج على حتى الاداريين والمدلكين، اتكلم بقى على جزء يعني مختلف عن اللعيبه شويه، بتلاقي روح مش طبيعيه تخليك انت في الملعب كمان بتبذل طاقه اكبر من طاقتك. يعني انت اوقات في ماتشات بتبقى صعبه جدا، بتبقى اللعيب عنده طاقه طبيعيه او عنده لياقه بدنيه عاديه، انت احيانا بتبذل اكبر من طاقتك العاديه او اكبر من مجهودك العادي او اكتر من لياقتك البدنيه العاديه، ودي حاجه خد بالك دي حاجه نفسيه داخل لعيبه النادي الاهلي بيتربوا عليها من هم صغيرين، ازاي في وقت الصعوبات انك تبذل المجهود الاقصى يعني كمان الغير متوقع بالنسبه لك عشان تقدر تحصل على البطوله، ودي حاجه شفناها كتير جدا على مدار السنوات اللي فاتت، وان شاء الله نشوفها في المباراه النهائيه باذن الله تعالى ان شاء الله. يا رب باذن الله. طيب قبل الخوض في تفاصيل هذه المباراه، مباراه الذهاب امام الترجي ان شاء الله يوم الجمعه القادم، نخرج الى تقرير في تفاصيل كثيره جدا عن بطوله الاهلي الثالثه التي اقيمت عام 2001 وفاز بها الاهلي على سان داونز في المباراه النهائيه، وتفاصيل كثيره في هذا التقرير وهداف الاهلي كمان في البطولات الافريقيه. غاب الأهلي طويلا عن منصة التتويج الإفريقية، فبعد فوزه بلقب دوري الأبطال عام 87 حقق لقبا وحيدا لأبطال الكؤوس عام 93، لكنه عاد عام 2001 ليحقق اللقب الثالث في دوري الأبطال بعد غياب دام ل14 عام. والعرضية من سيد وعلي ماهر وتعدي وخالد بيبو، اوبا يا ولد يا ولد يا لعيب يا كبير يا خالد يا بيبو، الانطلاقه وضربه مسافه سامي حطها حلو قوي وليد، وخالد بيبو بقى والسرعه وانطلاقات خالد بيبو حلوة. بدأ الأهلي مبارياته بالفوز في أنغولا على بيترو أتليتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف. تقدم عن طريق اللاعب رقم 19 حسام يرفع كرة، ما أجمل هذا الهدف، قنبلة 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 رأسية لا ترى. لعب الأهلي مع الترجي التونسي في النصف النهائي، انتهت مباراة القاهرة بالتعادل السلبي، وفي تونس تقدم الترجي بهدف نظيف قبل أن يتعادل الأهلي لتنتهي المباراة بصعود الأهلي للنهائي بعد احتساب هدفه خارج الملعب بهدفين. كان الختام مع سان داونز الجنوب إفريقي، وفي جوهانسبرغ تعادل الأهلي بهدف مقابل هدف، وفي القاهرة كان التتويج بعد الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز الأهلي باللقب الثالث. بيبو يلا بيبو انفراد كالت خالد بيبو خالد بيبو يومك يا حبيب. خلال مشوار البطولة فاز الأهلي في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 23 هدف وسكن الشباك 10 أهداف. كان هداف البطولة نجم الأهلي وصاحب هاتريك المباراة النهائية برصيد 6 أهداف يليه علاء إبراهيم ب5 أهداف. اهلا
بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا مجموعة أهداف وبطولات الأهلي أحققها في بداية الألفية الجديدة، إن شاء الله بإذن الله يعني هدف أو هدفين من هذه الأهداف إن شاء الله يكونوا من نصيب الأهلي بإذن الله في مباراة برج العربي من الجمعة القادم. كابتن بلال، بنستعرض مشوار الأهلي في البطولات الأفريقية، ممكن نقعد نحكي قصص وحكايات وحلقات كتير جدا في البطولات الأفريقية، لكن لو أبدأ معاك الحديث، بما إنك كنت هداف تاريخي ومن الهدافين اللي كانوا مع الأهلي في سنوات كثيرة، ليك دور كبير سواء في المباريات المحلية أو القارية. مباراة الأهلي والترجي القادمة إن شاء الله في مباراة الذهاب، لو هتعمل مقياس ومعيار لهداف الأهلي أو مهاجم الأهلي ومهاجم الترجي التونسي في هذه المباراة، مين يبدأ مع الأهلي ومين يبدأ مع الترجي من وجهة نظرك الفنية في هذه المباراة؟ لا طبعا وليد أزارو أكيد يعني لعيب إمكانياته كبيرة جدا، لعيب برضو بيتواجد في المباريات المؤثرة والمباريات الكبيرة والمباريات المهمة جدا، وله تاريخ مع النادي الأهلي، عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه وإمكانياته. خد بالك أنت دايما بتقيس اللعيبة على حسب إمكانياتها، يعني أنا إمكانياتي إيه كلعيب النهاردة، أنا كمدير فني وأنا بحط لما أجي أقيم لعيبتي وأحط اللعيب اللي موجود عندي عشان يلعب لازم أقيمه، لازم أحط له كده يعني عارف أنت زي ما بتعمل أسسمنت كده للطالب عندك، أنت برضه بتعمل للعيب اللي هو موجود عندك اللي أنت عايز تلعبه. يعني النهاردة وليد أزارو، فاكر الجون ده؟ ده جول المقاولين العرب، حاجة كده من حاجات الكابتن خطيب يعني. بتعمل طبعا تقييم للعيبه اللي عندك، وليد عنده سرعه. لا بس بقول لك ايه، الاوفر كان تاريخي. عماره، لا بص عماره ساحر، انا بشوف محمد عماره من اللعيبه فعلا اللي بيوصلوا لك الكره يعني سلسه سهله قوي، عارف عمل لي جوان كتير عماره، خد بالك يعني يعني بص من الكره بتروح لك بكل سهوله، ما فيهاش قوه، معموله بشكل حلو قوي في مكانك بالظبط. لا عماره من اللعيبه بصراحه يعني اللي تتبسط وانت بتلعب جنبها، يعني انا يعني كنت محظوظ ان انا لعبت مع جيل فيه لعيبه مميزه جدا، ولعيبه الحقيقه عندهم امكانيات كبيره جدا يعني، واحلى ماتش في تاريخ الكره المصريه الاهلي والاسماعيلي 4-4، حسام غالي يمكن يعني دوتو كبير او على فترات كبيره جدا مع حسام غالي، الحقيقه واحد من الناس لعيبه اللي امكانياتها عاليه جدا 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 في الملعب، بس هو فقط بيحتاج حد يفهمه. يعني حسام غالي برضو من الناس اللي بتحتاج حد يفهمها، لانه حسام برضو يعني غالي الكرة المصرية افتقدت قيمة لاعب بإمكانيات حسام غالي. طبعا لعيب ميد فيلدر بيهاجم ويدافع ويصنع أهداف ويسجل أهداف قلما لما تلاقيه موجود يعني في المركز ده تحديدا. كمان يعني أنت مثلا على مدار التاريخ هتلاقي مثلا واحد زي انيستا مثلا، هو اللي بيعمل الحتة دي، بيدافع ويهاجم ويصنع أهداف ويسجل أهداف، قليل. عشان كده انيستا هيفضل دايما معلم كمان مع الجمهور وجمهور برشلونة تحديدا يعني. جافي هرنانديز نفس الموضوع، بيعمل الحته دي كويس قوي، لعيب اضاف للمركز. مودريتش مثلا كان بيلعب الاول ميد فيلدر، بعد كده تطور بقى يلعب 10 دلوقتي، لكن هو بيلعب ميد فيلدر كان برضو عنده الحته دي. فقليل لما تلاقي لعيبه عندها الامكانيات دي، ان هو يبقى مدافع قوي في نفس الوقت يبقى لعيب بلاي ميكر ويقدر يسجل اهداف. طيب يعني قليل جدا. طيب وليد ازارو ازاي نستغل امكانياته التهديفيه، لان هو كمان بيقترب من الهداف في البطوله الافريقيه حوالي 6 اهداف، مسجل 6 اهداف وليد ازارو، لكن ازاي في هذه المباراه نستغل اي فرصه لوليد ازارو عشان يبقى فيه هدف او هدفين في البطوله؟ شوف دايما وليد ازارو لعيب متميز في الحاجات في الدايركت اتاك، يعني الكرات المباشره السريعه. يعني وليد ازارو عنده ميزه حلوه جدا، هو بيتحرك بسرعه جدا، بيتحرك عرضي بشكل كويس قوي، تمام. فانت الكره مع وليد ازارو عشان تقدر تستغله بشكل جيد، انك لازم الكره تطلع يعني ما فيهاش تحضير كتير، يعني هو من اللعيبه اللي ما ينفعش تحضر كتير قوي وبعدين تلعب له كوره، لا هو عايز كره سريعه، يعني لما تقطع كره 1-2-3 تلاقي تلعب لوليد ازارو في المساحه تلاقيه دايما انطلق، يعني هات لك كل الاهداف اللي اتسجلت فيها سرعات بالنسبه لوليد ازارو بالشكل ده. النادي الاهلي بيعملها كويس قوي، كان عمرو السوليه او حسام عاشور او عبد الله السعيد لما كان موجود او يعني او وليد سليمان كان دايما يلعبوا على حته الكاونتر اتاك او السبيد اتاك، ان انت لما بتقطع كره بسرعه تلعب لوليد ازارو، وهو من اللعيبه اللي بتجيد بشكل كبير الحته دي، انك انت تقدر تستغل السرعات بتاعته. لازم انا كلعيب ابقى عارف امكانيات زميلي ايه في الملعب، مش بس المدير الفني اللي يبقى عارف، لا ما المدير الفني اكيد عارف امكانيات اللعيبه اللي موجوده، لكن انا كمان لعيب كلاعب يعني الحته دي بيستغل خطا كمان المنافس، طبعا الضغط على الخصم لسه دي هنتكلم فيها، لكن انا بقول لك انا كلاعب لازم ابقى عارف زميلي امكانياته ايه. امكانياته وليد ازارو ان هو لعيب سريع جدا، لعيب قوي جدا، لعيب بيلعب على الكاونتر اتاك بشكل كويس قوي، فدايما لما تقطع كره في نص ملعب يبقى لازم اول فكره بالنسبه لك انك تدور على المساحه اللي بيتحرك فيها وليد ازارو. طيب اذا كانت المباراه بتتلعب بشكل مختلف، المباراه هتبقى اكيد بتتلعب على مساحات ضيقه جدا، الترجي هيقفل خط دفاعه وخط وسطه في اول ربع ساعه نص ساعه من المباراه، ازاي يقدر وليد ازارو بقى تستغله في حته ان المساحات الضيقه دي يخطف هدف او اثنين؟ شوف رقم واحد الضغط على الخصم، هو بيجيد الحته دي بشكل كويس قوي، هو بيضغط على الخصم، يقدر يغلط اي دفاع موجود قدامه،
يعني لان هو بيتحرك كتير جدا، بيضغط بشكل كويس قوي، بيضغط في توقيت متميز جدا، ودي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للاعيب الفرد. الكرات العرضيه مهمه جدا بالنسبه ليود ازار، يعني انا بشوف ان الكرات العرضيه هو تحركاته كمان ممكن مش بس يسجل هدف، ممكن يخلق كمان بالتحرك بتاعه يخلق مساحة. فرصه بالنسبه لزمايله، شفناها في مباريات كتير جدا ان التحركات بتاعته العرضيه بتخلق احيانا كتير فرص لزمايله ان هم يكونوا موجودين او متمركزين في الاماكن الصح. وده حصل مع هدف وليد سليمان في ماتش وفاق سطيف بالظبط، حصل في مباراه وفاق سطيف ان هو قدر بتحركه انه يخلق مساحه لوليد سليمان، ودي الحاجه المتميزه دايما في الفيرود. يعني النهارده مش بس انا مطلوب من الفيرود انه يسجل اهداف، لكن في كتير من الاوقات، مش هقول في بعض من الاوقات، في كتير من الاوقات مطلوب ان هو بتحركاته يقدر يصنع هدف. ممكن ما يلمسش الكوره، يعني ممكن بالتحرك بتاعه ما يلمسش الكوره، ولكن المساحه اللي بيفضيها، المساحه اللي بيتحرك فيها، يقدر يخلي زميله يسجل اهداف بكل سهوله جدا جدا. ودي حاجه لازم نحاول بقدر الامكان نستغلها داخل الملعب. الكرات العرضيه زي ما بقول لك نحاول نستغله فيها، لعيب طويل بيشارك بدماغه بشكل كويس قوي، بيشارك برجليه بشكل كويس قوي، دايما بيكمل الفولو على المرمى بيعملها كويس قوي، ووليد سليمان بيعمل حته الفولو على المرمى بشكل كويس قوي. فدايما عمليه التصويب مهمه جدا، لان عندك واحد يعني دايما شعلة نشاط داخل ال 18، شعلة نشاط ده ممكن يكون ما يكونش موفق في بعض المباريات اللي فاتت، لكن اكيد طول ما انت بتحاول، طول ما انت عندك نسبه توفيق جايه، يعني طول ما انا، يعني الفكره كلها في ايه؟ انا النهارده امتى هسجل هدف؟ طول ما انا بحاول على المرمى هسجل هدف، طول ما انا ما بحاولش على المرمى مستحيل اسجل هدف. وهو بيعجبني في حاجه مهمه جدا، هو جريء على الجول، بيروح ما بيخافش، جريء على الجول. ممكن في بعض الاوقات يسيء التصرف، ممكن يسيء التصرف في قدام المرمى، لكن في كتير من الاوقات برضه بيسجل اهداف. يعني شفناه المباراه اللي فاتت، في واحده انفرد وحطها جنب العارضه، كان ممكن مباراه وفاق سطيف هنا في القاهره كان ممكن لو استغلها افضل من كده. بس خد بالك دي بتدي اللعيب خبرات، يعني دي لو جات له المباراه اللي جايه هيسجلها هدف، هيحطها خلاص، وبقى عنده من الخبره مخزون ومن التجربه بالظبط مخزون ان ازاي انا ضيعت الكره اللي فاتت. خد بالك يعني دايما الفرد وهو قدام الجول بيفتكر الموقف في لحظات محدده، في لحظات بسيطه بيفتكر المباراه فاتت ضيعت الجول ده ازاي، عشان كنت متسرع شويه، عشان فكرت غلط شويه، عشان اتحركت غلط شويه، عشان استلمت بشكل وحش، عشان ما كنتش وشي للجول. دي حاجات بتفكر فيها لحظيه. فطبعا الفرص دي لو جات له في مباراه زي مباراه الترجي مع كم التركيز الكبير اللي ممكن يكون موجود عليه، اعتقد ان هو ممكن يسجل هدف بسهوله. طيب في المقابل واحنا بنرصد برضو الخط الامام او الخط الهجومي في الترجي، في طه ياسين الخنيسي مهاجم اساسي في الترجي التونسي، خاض العديد من المباريات الكبيره طبعًا. لكن عدم مشاركته في كاس العالم ورجوعه بعد الاصابه الطويله، كان عنده اصابه رباط صليبي، مأثر على مستواه في مباراه الترجي تحديدا في البطوله الافريقيه هذا العام. ممكن يبدا الاعتماد على خبراته من خلال معين الشعباني المدير الفني، ولا ممكن يكون في مفاجاه ويبدا بهيثم الجويني اللي نزل في مباراه بريمير دي اغوستو الماضيه وادى بشكل جيد وكان ليه دور ان فريق الترجي يتاهل للمباراه النهائيه؟ لا بص، الخنيسي لعيب كبير وامكاناته كبيره، حتى وان كان غايب فتره طويله جدا، لكن هو من اللعيبه برده اللي عندها كره حلوه، كرته حلوه، لعيب كرته حلوه، لعيب برده عنده سرعه في الملعب. مهم جدا انا بالنسبه لو انا النهارده المدير الفني بتاع مثلا الترجي التونسي، اكيد لازم احط واحد زي ده بخبراته موجوده، لان خد بالك في بعض من الاوقات في المباريات الكبيره بالذات لما تيجي تلعب فريق كبير تبقى محتاج اللعيبه اللي عندها خبره اكتر، اللعيبه اللي عندها خبره اللي هي لعبه الموقف اللي زي كده، اللعيبه اللي عندها شخصيه. انت في وقت من الاوقات ممكن تستغنى عن لعيب عنده مهاره وتلاعب لعيب عنده شخصيه في الملعب، في وقت من الاوقات اوقات كبيره جدا ممكن تحط لعيب عنده شخصيه في الملعب، عنده قرار في الملعب، وتفضله عن لعيب عنده مهارات وعنده سرعه وعنده امكانيات كبيره. الشخصيه في الماتشات الكبيره بتفرق كتير يا محمد. عنصر الخبره ولا عنصر التوفيق؟ لان عنصر الخبره مع عطاء ياسين الخنيسي، عنصر التوفيق مع هيثم الجويني. شوف، عنصر الخبره في الملعب انا ممكن ابتدي بيه، لكن عنصر التوفيق ممكن يبقى بديل بالنسبه لي، حتى كمان في النادي الاهلي ممكن تعمل كده، او اي مدير فني ممكن يفكر بالشكل ده. انا لعيب عنده خبره بالنسبه لي ممكن استغله، حتى لو ما سجلتش اهداف، كنا بنتكلم من شويه على وليد، لو ما قدرتش اسجل اهداف فانا ممكن اصنع اهداف. لكن عمليه التوفيق دي خد بالك انت ممكن يبقى ده البديل بالنسبه لك، هو ده البديل بالنسبه لي. الشوط الاول مش موفق طه الخنيسي، خلاص يبقى انا بلعب ايه؟ بلعب بالفرق الثاني، ممكن قد يجوز يكون موفق او مش موفق، تمام. لكن انا كمدير فني بحاول بقدر من الامكان بالماتشات الكبيره، الماتشات الفاينل اللي فيها لعيبه، اللي فيها فرقه زي فريق النادي الاهلي، لا لازم اعتمد على اللعيبه اللي خاضت المباراه دي قبل كده، اللعيبه اللي ما تخافش في الملعب. ممكن لعيب يبقى لعيب كبير جدا، امكانياته كبيره جدا، ولكن في ملعب في مباراه زي كده تمام يبقى خايف، يبقى قلقان، ما يديش المردود الايجابي بالنسبه له. فالنهارده انا كمدير فني لازم اعتمد على اللعيبه اللي عندها الخبره، وده وضع طبيعي خد بالك في كره القدم. انا الاول بدور على المباراه دي تحتمل مين ممكن يلعب، هل مباراه زي مباراه النادي الاهلي، هل مثلا الترجي بيفكر يلعب على الكاونتر اتاك، فبالتالي هيغير البلان بتاعته، هيغير الاستراتيجي بتاعته ويلعب بشكل مختلف؟ وارد جدا في مباراه زي النادي الاهلي يعمل الترجي حاجتين مهمين جدا، ودي عملها كتير جدا مع النادي الاهلي واشتغلوا بيها كويس قوي ونجحوا فيها في اوقات كتيره جدا مع النادي الاهلي، ان هو يلعب يعمل يزود لعيبه في نص ملعب فيشتغل على حته الاستحواذ، فتبقى الكره مع الترجي
اكبر وقت ممكن ويلعب على السبيد اتاك او الكاونتر اتاك. فدي الحاجتين اللي ممكن يلعب عليهم الترجي المباراه اللي جايه، يقفل بشكل كويس قوي، يمتلك الكره في نص ملعب. انت عارف دايما وانت بتلعب الفرق العربيه بيبقى كل تركيزهم انه يشتغل ازاي في نص ملعب، ازاي يمتلك منك نص ملعبك، لان هو عارف دايما ان خطوره النادي الاهلي مش بس في الحته اللي قدام، خطوره النادي الاهلي دايما بتتمثل في نص ملعب بتاعه. نص ملعب النادي الاهلي دايما متميز، عندنا البلاي ميكر الجيد، عندنا الديفندر المحترم الجيد اللي بيقدر يلعب كره، عندنا اللعيبه اللي تقدر تمسك كره وتصنع الاهداف، لان النادي الاهلي بطبيعته بيلعب اندايركت اتاك، يعني بيعتمد على الاستحواذ وانه بيهاجم بشكل يعني بالباصات الكتيره، يعني بيباص كتيره جدا عشان يطلع يهاجم، ما بيلعبش النادي الاهلي على السرعه، يعني ما بيلعبش على الهجمه المرتده، ما بيضغطش عليك او بيستناك انت تضغط عليه وبعد كده يطلع يلعب على الهجمه المرتده، في بعض من الاوقات النادي الاهلي بيعملها، لكن مش في كل الاوقات، فعشان كده دايما بقول لك ان الفرق العربيه اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي بتحاول بقدر الامكان انها تسيطر على نص ملعبك، اللي هي النقطه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي، فانا متوقع المباراه اللي زي كده الترجي ممكن يعني يحاول بقدر الامكان يحط اكبر عدد في نص ملعب عشان يقدر يستحوذ على الكره، يقدر يضغط عليك في نص ملعبك، وبالتالي يعتمد على الكاونتر اتاك عشان يقدر يستغل السرعات اللي موجوده عنده في الحته الاماميه. طيب في مقارنه اخرى واحنا بنتكلم على الخبرات والاضافات اللي هتبقى في هذه المباراه. عندك باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف، مش قادر افصلهم لان كابتن محمد يوسف خد البطوله الافريقيه كمساعد حسام البدري عام 2012 وعام 2013 كمدير فني في بطوله هي الاصعب في مشوار النادي الاهلي. باتريس كارتيرون مع مازيمبي خد البطوله الافريقيه، لكن في المقابل مش هقدر اقول ازمه فنيه، لكن معين الشعباني مدرب صغير في السن، خبراته مش نفس خبرات نبيل معلول او فوز البنزرتي او حتى خالد بن يحيى. ايه الشكل اللي ممكن تتوقعه من خلال هذه الرؤيه؟ خبره كاداره فنيه في النادي الاهلي وعنصر الشباب اللي عنده برضه نقطه انا عايز اقول لك عليها، كنت اتكلمت مع معين الشعباني في دور الثمانيه تحديدا، قال المشكله بالنسبه لنا فريق ترجي لما بيجي اللاعب النادي الاهلي بنلعب كويس جدا معاه برج العرب. دايما بتاخدنا الصوره شويه او بنبقى عايزين نكسب فرادس فبنفتح الملعب وده غلط. فهل تتوقع الشكل الفني هيبقى ازاي في المباراتين، مع ان كمان معين الشعباني هيستغل خبراته في المباريات اللي كان موجود فيها مع كل الاجهزه الفنيه دي، ازاي يقدر يلعب مع الاهلي كمان فرادس؟ شوف وضع طبيعي ان الفرقتين سواء اذا كان الترجي او الاهلي قاريين بعض بشكل كويس قوي. كتاب مفتوح. طبعا وضع طبيعي جدا، النادي الاهلي معروف بالنسبه للترجي والترجي معروف بالنسبه للنادي الاهلي، حتى كمان اللعيبه معروفه بالنسبه للعيبه، خدوا مع بعض يمكن تتكلم في السنتين اللي فاتوا خدوا مع بعض مباريات كثيره جدا، سواء الموسم اللي فات او الموسم ده، حتى كمان الموسم ده احنا لعبنا الترجي مرتين في دور المجموعات الجروب ستيج في دوري المجموعات، وعارفين الامكانيات اللي موجوده عند الترجي، ولكن خد بالك برضو المدير الفني عليه عامل كبير جدا. تقل المدير الفني بيدي تقل للعيبه اللي موجوده في الملعب. النادي الاهلي عنده مشكله الاصابات اللي موجوده عند اللعيبه بتاعته، طبعا انت عارف الجنرال جايين مش يعني مش موجود في البطوله، وعلي معلول برضه مش موجود في البطوله، رجوع سعد سمير برضه من اصابه ممكن ياثر بدنيا شويه على اداؤه، وان كنت شايف ان انا سعد من اللعيبه الرجاله جدا يعني، ولكن برضه احمد فتحي موقفه لسه مش واضح، احمد فتحي برضه موقفه لسه مش واضح، فخد بالك دي برضه بتمثل ازمه بالنسبه للمدير الفني. خد بالك ممكن لعيب واحد يغير من شكل الطريقه بتاعتك، يغير من الفورميشن اللي انت بتحطها في الملعب، يغير من طريقه اداء اللعب. انا النهارده عندي لعيب سريع، لو مش موجود في الملعب هغير طريقه اللعب، هعتمد على لعيب تاني عنده مهاره، فبالتالي هغير الاستراتيجي بتاعتي في الناحيه الهجوميه، مش هلعب بالشكل يعني هغير طريقه اللعب او هغير طريقه الاداء الهجومي. النهارده عندي لعيب مثلا عندي لعيب قوي في نص ملعب بيضغط مش موجود، فهحط واحد تاني، فبالتالي هعتمد على الكره، هعتمد على الباصات الاكتر. فالنهارده المدير الفني ممكن يغير الاستراتيجي بتاعته بناء على اللعيبه اللي موجوده في الملعب، بناء على اللعيبه اللي مش هتبقى موجود. فالنهارده مستر كارتيرون يعني كان الله في العون في الحته بتاعه التشكيلي، لان كل شويه عنده اصابه، وبعدين انت داخل على بتلعب مباراه نهائيه، فانت محتاج كل لعيب بالنسبه لك، محتاج ال 30 لعيب مش محتاج بس ال 11 لعيب. لكن مستر كارتيرون طبعا خد البطولات النهائيه، والموضوع ده خد بالك بيفرق نفسيا جدا 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 مع المدير الفني وكيف يتعامل مع اللعيبه في المباراه النهائيه. النهارده وصلت النهائي وخدت نهائي، فبالتالي عندي الذكريات، عندي الاكسبيرينس، عندي الخبره اللي اقدر اشتغل عليها مع اللعيبه اللي موجوده عندي في الملعب، ازاي هحفزهم. في مدير فني تلاقيه قلقان قلقان قلقان، فيدي القلق بتاعه يعني الامبريشن ده يديه ينقله للعيبه، يعني الانطباع بتاعه ده القلق يوصل للعيبه، فبالتالي اللعيبه كمان تبقى قلقانه في الملعب، فكل كره متطلعه منها تلاقيه بيبص على المدير الفني بره، يا ترى هيحاسبني، يا ترى هيزعق، يا ترى هيش. خد بالك الحاجات دي بتاثر جدا على اللعيبه، زي بالظبط انا النهارده كمدير فني لما بغير لعيب داخل الملعب، لما بعمل تغييره هجوميه او دفاعيه، اللعيبه في الملعب من غير ما تقول له هو بيبقى عارف المدير الفني عايز مننا ان احنا نعمل ايه، هل ندافع؟ هل نهاجم نستحوذ؟ يعني تبقى خد بالك الطريقه، تغيير اللعيبه في الملعب، تغيير المدير الفني بتدي مسج للعيبه داخل الملعب، انتوا هتعملوا ايه؟ هتشتغلوا ازاي الفتره اللي جايه دي؟ الدقيقه اللي جايه دي هنشتغلها ازاي؟ لما يغير لما يطلع سير باك ونزل مهاجم خلاص، يبقى بيدي مسج لكل اللعيبه ان احنا خلاص كله هيطلع لقدام.
اللي هو الترا اتاك يعني، فاهم قصدي؟ لا او العكس، لما بيطلع مهاجم ونزل ستوبر يبقى خلاص انت بتلعب ديفنس الترا ديفنس يعني، فاهم؟ فالنهارده المدير الفني اللي عنده خبرات بيقدر ينقلها للعيبه، كمان بيقدر ينقل الحته المعنويه دي، بتاثر بشكل كبير جدا على اللعيبه. يمكن كان في صوره عرضناها من حوالي اسبوعين ثلاثه قبل مباراه فاقد ستيف تقريبا، وهو مع هشام محمد ومع اللعيبه، والكلام ده خد بالك ايجابي بشكل كبير جدا مع اللعيبه. النهارده لما اشوف المدير الفني عنده ثقه في نفسه، ده بيدي انطباع كمان. هو كابتن بيتعامل نفسيا مع اللعيبه بشكل جيد جدا. بص شوف، اللعيب في الملعب في المباراه 50% نفسيه، يعني عشان برضو الناس تبقى ايه، يعني برضو اللي متابعنا يعرف ان اللعيب 50% نفسيه و50% حالتك الجاهزيه بتاعتك، الجاهزيه البدنيه بتاعتك يوم المباراه. النفسيه دي بتاثر على اللعيب بشكل كبير، يعني بقول لك 50% ومش يعني ومش اقل من كده، يعني مش اقل من 50% الحاله بتاعتك. لو خايف، لو قلقان، لو متوتر، مش هتقدر تلعب في الملعب، ودي مسؤوليه المدير الفني ثم اللعيب. يعني العنصر ده لصالح الاهلي اكتر في القياده الفنيه؟ طبعا، انا طبعا الخبرات طبعا اكيد. ما انا النهارده انا كمدير فني ازاي نقلت الخبرات بتاعتي للعيبه داخل الملعب؟ خلاص انا خدت المباريات اللي زي كده، وعارف ان اللعيب بيتاثر نفسيا قبل المباريات الكبيره. انت عارف اللعيب دايما قبل المباريات الكبيره تلاقي نومه قليل، بيفكر كتير، خلاص بيلعب مباراه نهائيه، بيلعب بطوله يعني بتحسب له في التاريخ، قلما لما مثلا اللعيبه تاخد بطولات. فالنهارده لما تلعب بطوله زي كده ممكن يجي وقت من الوقت على بعض اللعيبه ما توصلش للفاينل تاني، في بعض من اللعيبه تعتزل قبل ما تلعب فاينل، بعض من اللعيبه ما تاخدش بطوله. فالنهارده اللعيب قبل مباراه النهائيه دايما بيفكر كتير، بيبقى عنده حته القلق والتوتر. المدير الفني عليه عامل كبير جدا انه يشيل الحته دي. فالنهارده كارتيرون الحته دي اميز طبعا من المدير الفني للترجي اكيد طبعا بشكل كبير، راجل عنده خاض الحته دي بشكل كبير جدا. ولكن طريقه الترجي قدام النادي الاهلي اللي انا متوقعه زي ما انا قلت لك كده محمد، هو بيلعب النادي الاهلي، عارف الامكانيات اللي موجوده، امكانيات الهجوميه وامكانيات وسط الملعب، فبالتالي هو يعتمد انه على عمليه الاستحواذ وانه يملى نص الملعب بتاعه بشكل باكبر عدد من اللعيبه ويلعب على الكاونتر اتاك، ودي عملها كتير جدا ونجح فيها في اوقات كتير جدا. لان خد بالك برضو بطبيعه الفرق العربيه عندها الامكانيات دي، يعني هما لعيبه كوره، يعني خلينا برضو عشان برضو الناس كلها عارفه، لا الترجي لعيبه كوره، فيهم لعيبه كوره في نص ملعب، البابلي لعيب هايل جدا، يوسف البلايب، فرانك لعيب فرانكوم كوم لعيب طبعا اسمه كوليبالي تاني، كوليبالي طبعا، ثلاثه لعيبه كوره كويسين جدا ويقدروا يستحوذوا على نص ملعب بشكل كويس قوي. عشان كده مهم جدا رتم الاداء بتاع النادي الاهلي يكون سريع، يعني ما ينفعش نص ملعب بتاعنا يبقى الكره ماشيه بالراحه على مهلها بطيئه، لا لازم رتم اللعب يبقى سريع عشان تقدر تضرب الثلاثه بتوع نص الملعب دول. طيب لو بتكلم برضو في جزئيه الغيابات، يعني انت عندك في الاهلي غيابات مؤثره جدا، علي معلول وجون رجاييه ومحمد نجيب، لكن في المقابل لو بنتكلم فريق الترجي هي الصوره مش واضحه للناس في الغيابات في الترجي، لكن في اصابه عند ايمن بن محمد وده الظهير الايسر الاساسي اللي بعض احيانا بيلعب في خط الدفاع، لو خليل شمام مصاب او مش موجود زي ما حصل في المباراه السابقه امام بطل انجولا. لكن ايمن بن محمد تحديدا من اللعيبه اللي ما لعبتش مباراه حمام الان في الدوري التونسي الاخيره، وكان معين الشعباني يعني بيسعى قدر الامكان ان هو يكون معاه هنا في مصر ويلحق هذه المباراه. تأثير غياب أيمن بن محمد على قيادة الجبهة اليسرى في فريق الترجي التونسي، وأيضا علي معلول يعني للمرة الثانية على التوالي حظه سيء جدا، يغيب عن المباراة النهائية، غاب عن مباراة الوداد العام الماضي، المرة دي أيضا كمان علي معلول بيغيب عن مباراة الترجي التونسي. شوف هقول لك على حاجة، يعني الترجي تقريبا طريقة لعبه يعني شبيهة لطريقة لعب النادي الأهلي، يعني احنا النادي الأهلي بنعتمد على الطرفين بتوعنا برضو الباكين بتوعنا سواء كان علي معلول أو أحمد فتحي، هم يقودوا بعض الهجمات، بيعتمدوا على الكروسات بتاعتهم، وأحيانا الاثنين اللعيبة دول بيسجلوا أهداف. النهارده الترجي بيلعب بنفس الطريقه، بيعتمد برضه على الظهيرين بتوعه. فالنهارده لما يكون في ظهير مش موجود انت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا، وشفنا المباراه اللي فاتت بيطلع لحد ال 18 وبيرقص وبيعمل العرضيات، مباراه افريقيا مش مباراه الدوري، بيطلع لحد 18 ويعمل الكرات العرضيه. فده معناه ان انت من التكتيك بتاعك اللي بتحطه انك بتعتمد على الظهير اللي موجود عندك، الظهير الايسر، وده لعيب عنده امكانيات كبيره جدا. فالنهارده كون ان هو مش موجود برضه هيعمل حسابات كتيره جدا جدا، خد بالك يعني هو احتمال لسه احتماليه غيابه مش لو مش موجود انا بقول لو مش موجود هيبقى في حسابات كتيره جدا المدير الفني، ويا ترى اللعيب اللي هيلعب مكانه هل عنده من الامكانيات وعنده من الخبره وعنده من الشخصيه. خد بالك زي ما احنا اتكلمنا المباريات النهائيه دي بتحتاج لعيب عنده شخصيه اكتر من لعيب يكون عنده امكانيات كبيره برضه مهاريه، الحته دي لازم تكون ايكول متساويه، عندي شخصيه وفي نفس الوقت عندي امكانيات. فالنهارده اللعيب البديل هل ممكن يكون عنده الشخصيه اللي يقدر يلعب بيها مباراه كبيره بحجم النادي الاهلي هنا في القاهره؟ دي هتبقى ازمه بالنسبه للمدير الفني، ازمه كبيره. فالنهارده غياب اي لعيب، عشان كده قلت لك في الاول ان اي لعيب بيغيب في المباريات الكبيره دي بيأثر على تفكير المدير الفني بشكل كبير جدا جدا. فالنهارده لا غيابه ممكن يكون مؤثر بالنسبه لنادي الترجي، ممكن يغير البلان بتاعته، ممكن يغير الاستراتيجي الهجوميه بتاعته، حتى ممكن الدفاعيه. انا سهل ان انا احط واحد يدافع، لكن صعب
ادي واحد مهام هجوميه صعب تبقى صعب انه يكمل حتى لان بجد تحديدا مع يوسف البلايلي اللي الاثنين عاملين شغل عالي طبعا ما انا بقول لك في الحاجه في الحالات الهجوميه انا بقول لك انا سهل جدا ان انا احط حد يدافع باك ليفت يدافع ما عنديش مشكله في الحته ما عنديش ازمه انا كمدير فني ما عنديش ازمه هعلمه ازاي يدافع ويقف صح لكن ازاي اعلمه الحته الهجوميه دي بتبقى صعبه جدا لازم تكون هي امكانيات اللعيب نفسه هي امكانيات هجوميه عنده المهاره عنده عنده التالنت في الحته دي عنده الموهبه عنده القدره على ان هو يجيد اللعب في الناحيه الهجوميه فالنهارده لا هيفقد جزء كبير جدا طبعا اكيد يعني طيب المباريات الاخيره عايز اسالك على ثلاثه لاعبين تحديدا محمد الشناوي احمد فتحي وليد سليمان مستواهم ازاي خلال المباراه الاخيره وشايف ده مقياس ازاي على المباراه النهائيه بامكانيات كل لاعب وقدراته في مركزه بص يمكن هبتدي من وليد وليد الفتره اللي فاتت كلها من بدايه الموسم الحقيقه متالق بشكل كبير عنده ثقه في نفسه استعاد جزء كبير او مش عايز استعاد جزء كبير لا استعاد وليد سليمان يعني يمكن ذاكرته اللي احنا متعودنا عليها بيأدي بشكل كويس جدا بيصنع اهداف بيسجل اهداف قائد داخل الملعب مش القائد بس هو اللي بيحمل شارة الكابتن على فكره وليد سليمان من قاده القاده اللي موجودين مع النادي الاهلي عنده خبرات في المواقف النهائيه وشفنا المباراه اللي فاتت في ظل الصعوبات وليد سليمان قدر يخلص المباراه كذلك احمد فتحي عنده امكانيات كبيره جدا عنده مهارات تسمح له طبعا ان هو حتى كمان يسجل اهداف في بعض المباريات القوه البدنيه والثقه والخبرات اللي موجوده زي وليد سليمان بالظبط وده في الناحيه الدفاعيه وده في الناحيه الهجوميه يمكن الشناوي يعني في يمكن سوء التوفيق حصل في المباراه اللي فاتت يعني يمكن ولكن ده ما يقولش ان الشناوي لعيب جول كبير وعنده ثقه في نفسه جدا وانا بحب طبعا ثقه الشناوي في نفسه واكيد مستر كارتون هيشتغل على الحته النفسيه مع الشناوي بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت او اشتغل عليها بشكل كبير الفتره اللي فاتت لان هو جون عنده امكانيات كبيره عنده ستايل داخل الملعب وعنده كمان حاجه مهمه جدا الشخصيه الشناوي عنده شخصيه داخل الملعب يعني حتى كمان المباراه اللي شفناها وفاق ستيف هناك لما تسجل فيه هدف لا رجع تاني على طول بعدها بيصد وبيطلع شخصيه الشناوي موجوده لا فالشناوي من اللعيبه برضو اللي عندها ثقه وعندها شخصيه كبيره في داخل الملعب طيب لو هتحط تشكيل فريق النادي الاهلي التشكيل الامثل في ظل مثلا غياب علي معلول احتماليه ان شاء الله يكون احمد فتحي يا رب باذن الله يكون جاهز وحاضر الجبهه الهجوميه كمان في الناحيه الدفاعيه تبدا باحمد حمودي ولا ميدو جابر قدام هيبقى لا هبتدي بنفس التشكيل اللي لعب بيه المباراه الاخيره امام وفاق ستيف هو ده التشكيل خلاص اللعيبه لعبت خدت يعني الرهبه بتاعه الاجواء دي خلاص خدتها يعني فهبتدي بنفس التشكيل مش هتعمل اي تغييرات على الاطلاق يعني تمام اتمنى طبعا احمد فتحي يكمل لان احمد فتحي من اللعيبه الكبيره جدا 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 فاتمنى يكمل ان شاء الله باذن الله تعالى طيب تقنيه الفيديو تقنيه الفار في هذه المباراه مدى تاثيرها في مباراتي النهائي سواء الذهاب او الاياب وحتى هذه اللحظه لم يعلن طاقم التحكيم يعني لغايه اللحظه دي كل الاوراق المتعلقه بتنظيم المباراه وصلت لكلا الناديين لكن طاقم التحكيم لم يعلن لحتى هذه اللحظه سريه يعني مثلا سريه متوقعين رد فعل يعني. متوقعين رد فعل مش عارفين القصه مش واضحه كان قالوا بكاري جسامه هي ما هو بكاري جسامه او مهدي عبيد شريف الجزائري او مبلاك تسيبا الاثيوبي في كذا حد بس الرؤيه مش واضحه يعني ده برضو شايفه ازاي شوف يعني وانت كلاعب برضو بتهتم قوي بعنصر مين الحكم اللي هيحكم الماتش ولا دي طبيعي مهمه مهمه طبعا يعني انا لو في حكم النهارده عنده قرارات صعبه جدا يعني هبقى مركز معاه هبقى مركز الحكم ده بيدي انذارات كتيره جدا عنيف بيشتغل ازاي داخل الملعب لا هبقى مركز مع الحكم طبعا وده طبيعي جدا النهارده في حكم بيدي انذارات فهبقى تكير في الحته دي ما اعترضش كتير ما ادخلش جامد كتير يعني برضه يعني الحكم وجوده في الملعب ومعرفه الحكم بتفرق مع اللعيبه يعني النهارده برضه الحكم ده عامل مؤثر داخل الملعب فانت النهارده انا كلعيب يعني برضه افكاري داخل الملعب بتنبني على الحكم ده انا عارف هل الحكم ده متهور بيدي انذارات كتير جدا فابقى واخد بالي انا كسرد باك انا كمهاجم هل الحكم ده بيحسب بلانات فالنهارده ممكن اروح دايما اروح واحد على واحد مثلا احاول ان انا اخد بنالتي برضه بتفرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا لا وضع طبيعي انك انت لو عرفت الحكم النهارده بتبني عليه بعض القرارات داخل الملعب تقنيه الفيديو تديك الطمانينه كلاعب في هذه المباراه ايا كان الحكم اللي هيدير طبعا هتفرق معانا بشكل الاهلي بيتظلم كتير في حته البلانات والفاولات والحاجات اللي زي كده لا الاهلي بيتظلم كتير جدا فالنهارده الفار هيبقى مفيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي مش عكس النادي الاهلي هيبقى مفيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي طيب الطاقه الايجابيه اللي هختم بيها حواري معاك كابتن بلال لان السوشيال ميديا حاجه مهمه جدا والناس لازم تبقى عارفه ان لعيبه النادي الاهلي او اي حد بيلعب كره قدم سواء في مصر او في الوطن العربي تحديدا لعيبه النادي الاهلي دايما بتبقى على السوشيال ميديا بتشوف ردود الافعال وكلام الناس فبتاثر بيها للاسف الجزئيه دي الطاقه الايجابيه اللي ممكن نصدرها للعيبه مش في مباراه
مباراه برج العرب، مباراه برج العرب وحتى مباراه العوده في تونس، ايه اللي ممكن يتقال للجمهور في التوقيت الحالي؟ ايه اللي ممكن الناس تشتغل عليه ايجابي عشان اللعيبه تحس بالطاقه الايجابيه دي وتنزل عندها روح عاليه جدا في مباراه الذهاب او مباراه العوده؟ يعني لا صوت يعلو فوق صوت فوز النادي الاهلي ان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله تعالى. السوشيال ميديا لازم تشتغل على الحته دي، ان كل الناس ورا النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ورا النادي الاهلي داخل الملعب، مش محتاجين من اللعيبه حاجه غير الاداء الرجولي فقط لا غير، مش عايزين نحط ضغط على اللعيبه، وان لما جبناش البطوله او ما كسبناش هنا يبقى البطوله ضاعت ومش ورادس هتبقى مختلفه، لا احنا عايزين نحط بس طاقه ايجابيه للعيبه داخل الملعب. احنا بنشجع اللعيبه، المباراه النهائيه هي مباراتين مش مباراه واحده، 180 دقيقه بالظبط، 180 دقيقه، واحداث كثيره حصلت ان احنا بنتعادل هنا وبنكسب هناك او بنخسر هنا وبنكسب، يعني حصلت كثيره جدا ان اللي بيكسب البطوله خارج ملعبه. فعايز اقول ان مهم جدا 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 السوشيال ميديا توجه كل الناس، وجمهور النادي الاهلي واعي مش محتاج حد يوجهه، عايز اقول له ان لازم تشجع الفرقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى ولا قدر الله تعادلنا، لو لا قدر الله تعادلنا فاحنا عندنا مباراه هناك. ودايما تاكد ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندها الروح القتاليه اللي تقدر تحسم اي مباراه في اي توقيت داخل او خارج مصر. كابتن احمد بلال انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وان شاء الله خلال الفتره القادمه يكون عندنا حوارات معانا تليفون مين؟ كابتن حسان طيب معانا تليفون مهم جدا من تونس جالنا كده في الدقيقه 90 كابتن حسان القابسي النجم التونسي الشهير في نادي الترجي والحائز على بطوله افريقيا عام 94، برحب بيك يا كابتن، ومعايا ضيفي الكابتن احمد بلال مهاجم النادي الاهلي الاسبق، بيرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. تليفون فصل. طيب كابتن احمد بالله انا بشكرك على هذا الحوار، ويا رب باذن الله نلتقي بعد مباراه الذهاب ويكون في نتيجه ايجابيه ان شاء الله، لان البطوله دي بطوله غاليه جدا هتفرق كتير حتى مع كل المنظومه الاهلاويه. ان شاء الله باذن الله تعالى يا رب، نتمناها ان شاء الله اهلاويه خالصه باذن الله تعالى، ونتفائل يا رب ان شاء الله، متفائلين دايما باذن الله، دايما في تفاؤل ان شاء الله، عندنا قدره باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب على استاد برج العرب، وباذن الله ان شاء الله بعدها باسبوع مباراه مهمه جدا ايضا في تونس، المباراتين ما نقدرش نفصلهم عن بعض، لكن باذن الله الاهلي قادر على الفوز بالبطوله الافريقيه، طاقه ايجابيه من الجمهور لعيبه الاهلي، مش مباراه الذهاب بس، لا مباراه الذهاب مباراه العوده، عندنا القدره ان شاء الله، الاهلي احسن فريق في افريقيا، عندنا لعيبه متميزه، عندنا جهاز فني بيشتغل في ظروف ان شاء الله باذن الله تقلل هذه الظروف بانتصارات في المرحله القادمه. لكن اروح لتقرير مع الكابتن علي ابو جريشه، اول بطوله افريقيه عام 69 مع النادي الاسماعيلي وفاز بالبطوله الافريقيه، وحديث على البطولات الافريقيه، ثم بعد هذا التقرير والفاصل الكابتن خالد العوضي في ختام ومسك الختام النهارده في برنامج الاهلي الليله. البطوله دي غاليه لسبب الظروف اللي كنا بنعيشها وقتها، يعني انت بتتكلم في على نادي مش في الاسماعيليه، مهجر خارج حدود المدينه، بتتكلم على ظروف غايه في الصعوبه، كنا معسكرين في الجزيره مثلا وقاعدين في يمكن في خيم او كده، بتتكلم على لعيبه 13 لعيب تقريبا لعب البطوله، يعني بطوله افريقيا اتاخدت بحوالي 13 لاعب، فكانت الظروف قاسية وصعبة، والأصعب منه إن ما كانش فيه دوري عام، يعني أنت بتتكلم على بطولة في أفريقيا ما بتلعبش دوري عام عشان تعد الإعداد اللازم أو تبقى فت، ما بتلعبش مباريات رسمية، ما بتلعبش كرة متوقفة، فمن رحم هذا يعني المعاناة دي كلها الإسماعيلي بيطلع وبينط قدام الناس وبياخد وجذب الناس كلها إنها تيجي تتفرج عليه في النهائي في استاد القاهرة في يوم تاريخي طبعا 9 يناير 70. مش عايز اقول لك انه عمر جمهور الكوره او الاستاد ما اتملى وحصل فيه الزحف الجماهيري ده زي اليوم ده. الجمهور ده ما كانش جمهور الاسماعيلي، ده كان جمهور الزمالك والاهلي والاتحاد والمصري والاسماعيلي وكل مصر كلها الحقيقه كانت في اليوم ده، لان زي ما قلت الوقت نفسه كان صعب وكان البلد بتعاني وظروف يعني احباط كانت موجوده في وسط الوقت ده، فبالتالي كان الناس كلها متعطشه لفوز او مكسب او حاجه تخليهم يعني ترفع معنوياتهم. لازم اذكر طبعا بكل خير الكابتن علي عثمان رحمه الله عليه مدير الفني للفريق، كابتن صلاح ابو جريشه رحمه الله عليه كان المدرب العام، الزملاء اللي كانوا موجودين كلهم نجوم طبعا الله يرحمه، كابتن ميمي درويش كان كابتن الفريق وقتها، مجموعة اللعيبة حسن مختار، بنتكلم على السناري، على حودة، على أمين إبراهيم، على نصر السيد، سيد حامد، نوس، علي أبو جريشة، سيد عبد الرازق، ريعو، مصطفى درويش، أميره،
دي المجموعة اللي خاضت المباراة النهائية أو البطولة عموما، يعني كل ما خرجتش المشوار البطولة عن اللعيبة اللي احنا اللي بقول عليهم. فالكواليس طبعا أنا بصراحة لما بصيت في الاستاد، احنا كنا مقيمين وقتها في الاستاد، كنا قاعدين في الاستاد يوميها آخر أربعة أيام كان إقامة كاملة في الاستاد. أما شفنا الجمهور الساعة حوالي 10:30 11 الاستاد مليان، اتخضينا حقيقي. يعني انت بتلعبش كوره وما فيش جمهور وفجاه تلاقي الاستاد على اخره قبل الماتش بثلاث اربع ساعات، فبصراحه شيلنا عبء المباراه وبقينا مخدودين. انا كان نفسنا اقول يا ربي بس ايه النهارده الناس دي تروح مبسوطه وبعد كده مش مهم يحصل ما يحصل، لكن المهم النهارده عدينا اليوم على خير. فالموقف ده خلانا بنتحمل مسؤوليه رهيبه وخلى الناس كلها اللعيبه كلها في حاله، ولذلك احنا انا ما بقدرش اعتبر ان الماتش ده فنيا كان كويس. يعني احنا لعبنا قبلها كوتوكو 3-2 كان مباراه رائعه، انما النهائي ما كانش على المستوى الفني كويس. ليه؟ لان الاعصاب كانت مشدوده وعايزين نرضي الجمهور وبنجري وبنلعب قبص من غير عقل من غير مخ. يعني هربت مننا العمليه ليه لما شفنا الاستاد عامل كده. فلا كان في قلق وكان في خوف وكان في يعني احنا بنقرا الفاتحه قبل الماتش، وكان معانا الله يرحمه الماتش عثمان احمد عثمان، احنا حاطين ايدينا على ايدين بعض كده، كان ايدين عثمان بيكي كانت بتترعش. فما بالك بقى باللعيبه. لكن كان يوم جميل ان احنا قدرنا في الاخر نتوج بالبطوله، وكان يوم جميل، وفضل طبعا جماهير مصر كلها كانت موجوده في المباراه، وقفوا ورا الاسماعيلي الحقيقه، فده يوم كان مشهود. ما فيش لعيب كان وقتها هو بيلعب بيفكر في مكافاه، احنا كنا بنفكر الناس دي تروح مبسوطه ازاي ونعدي اليوم ده على خير اللي احنا جبناه. انا بقيت اقول احنا جبناه لنفسنا، ما كنا كويسين، وايه اللي خلاني اوصل بقى والعب قدام 130,000 ولا. المهم السعاده كانت لا يعني لا تقدر بثمن، والجمهور كان مبسوط. المكافئات كان 150 جنيه كل لعيب، وعلى فكره كان وقتها المبلغ ده جامد جدا، يعني 150 جنيه كان مبلغ كبير، ما كانش مبلغ قليل. المباراة النهائية ليها إحساس تاني خالص بصرف النظر عن المنافس. صحيح المنافس أنا بشوف الأهلي لعب الترجي أكتر من مرة ونجح في التفوق على الترجي في المقابلات معظمها، لكن دايما في اعتبارك النهائي ده ليه احترامه وليه تقديره وليه رهبته، لأنه نهائي أفريقيا عملية مش سهلة. واعتقد الاهلي متمرس دلوقتي، الاهلي ما عنده الخبره بما يكفي. يعني احنا لما لعبنا افريقيا كنا خايفين ومرعوبين ولاول مره بنلعب واول مره فريق مصري يوصل وكده، لكن الاهلي النهارده اصبح عنده رصيد هائل في افريقيا، اصبح عنده خبرات متراكمه من 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 خلال المباريات ومن خلال البطولات اللي لعبها في افريقيا. فبالتالي الاهلي متمرس. يعني انا بقول الاهلي في مباراه نهائيه ارجح كفته اكتر لانه متمرس، لانه اللعيبه عندها خبرات في المواقف الصعبه دي. لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات، عندها قدره على انها تلعب في المواقف الصعبه. يعني ممكن تلعب تحت ضغط، الاهلي ممكن يروح يلعب في تونس يلعب مباراه كويسه جدا، ممكن تبقى النتيجه مش صعبة لكن يقدر يعود تاني. الاهلي متمرس من خلال تجاربه السابقه كلها على مدى العصور وعلى مدى التاريخ. فاعتقد ان المباراه النهائيه فرصه الاهلي فيها اعلى بكتير، لانه متمرس على المواقف النهائيه. يعني في كل سنه او بيعدي سنه سنتين تبص تلاقيه بيلعب في النهائي، فبالتالي خبره الاهلي ترجح كتير موقفه. الاهلي برضه ما خد البطوله قبل كده من تونس، يعني لما كان بيلعب مع صفاقسي كان الماتش الاولاني اعتقد هنا والماتش الثاني كان في صفاق. يعني فالاهلي يعني يستطيع انه زي ما قلت انه متمرس ويقدر يلعب هنا النهائي او هناك، لكن طبعا هو دايما بيفضل ان النهائي يبقى في ملعبك، يعني عشان نبقى فير يعني ونبقى كده لازم في الليل، لان دي بتريح الجهاز الفني وبتريح المدرب انه يقدر يتماسك، يقدر يقف، يقدر يلعب على هجمات مرتده، يقدر هنا هو مطالب انه يجيب اهداف عشان يروح المباراه الثانيه مستريح. ولكن يعني دايما الحذر في التسرع، دايما الحذر من الجمهور اساسا، لان الجمهور ساعات بيستعجل الفرقه متاكد انه اما ينزل فاهم انه ممكن بعد ربع ساعه يبقى كسبان واحد او اتنين، ده كلام في النهائيات ما بيحصلش. فلازم الكوتش طبعا كارتينون انا عارفه، والراجل اشتغل هنا في دجله معانا، واعتقد انه دارس افريقيا كويس جدا، وسبق ان هو درب مازيمبي واخد بطوله تقريبا معاهم،
وراجل عنده باع كبير في افريقيا، فبالتالي هو يعلم يعني قد ايه اهميه المباراه الاولى لما تبقى في ملعبك. لابد ان يبقى في اتزان في الاداء، ما يبقاش في هجوم على حساب الناحيه الدفاعيه، ما يبقاش في دفاع زياده عن اللزوم، ولان انت مطالب انك تعمل النتيجه. فبالتالي هنا لازم يكون في اتزان في خلال ال 90 دقيقه تقدر تقود المباراه، لان برضو انت ممكن تكسب هدف واثنين وبعدين يجي في جول يعكنن لك العمليه كلها. فانت مطالب دايما في ال 90 دقيقه تلعب بحكمه وباتزان. انت بتتكلم على عايز تعمل نتيجه طيبه، النتيجه الطيبه بتيجي من انك بتدافع كويس وبتهاجم كويس. فاذا كل لعيب على عاتقه هذه المسؤوليه، حتى من المهاجمين لازم يبقى بيقوم في المنطقه بتاعته بالدفاع وبيقوم بالواجب الدفاعي. المدافعين لازم يبقى في مسانده ليهم، المهاجمين لازم يكون ليهم مسانده. فما تقدرش تحدد حد بعينه، ان انت لانه ممكن المنافس يبقى عامل حسابه ان في فلان النهارده فايق مثلا، وليد فايق ويقول لك العب عليه. لا، انت النهارده بتلعب مفاتيح اللعب في النادي الاهلي كتيره، ما هوش اقدر اقول ان في عنده لعيب واحد هو مفتاح لعب. دي ميزه بتميز النادي الاهلي عن انديه كتيره، انه عنده مفاتيح لعب كتيره. الترجي انا شايفه ليس في افضل حالاته، يعني ما اقدرش اقول الترجي هو الترجي بتاع فتره فاتت، كان عنده مجموعه لعيبه جامده جدا وكان صعب الميراث. لكن الترجي في المتناول، عشان كده انا بقول لكره الاهلي سريعه ممكن تعمل يعني ما ياخدكش للبطء بتاع الشمال الافريقي، يعني ما ياخدش لعيبه النادي الاهلي حته انه تعد بقى وتجهز وتحضر والبطء المتناهي، وخصوصا في المباراه بتاعه القاهره. الاهلي عنده خبره انه عايز ينهي المباراه هنا، فبالتالي انا بشوف كافه الاهلي ارجح، بشوف الترجي ليس في افضل حالاته، يعني حتى بيكسب مش مقنع. يعني لما تيجي تتكلم على حتى المباراه اللي كسبها في ملعبه كانت 4-3 تقريبا، 4-2 او 4-3، كان مهدد وكان، فاعتقد انه ما هوش. لكن لازم النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت تنسى الترجي وتفكر ان ده مباراه تحسم بطوله افريقيا، وبالتالي انا المنافس بحترمه وبقدره جدا، لكن شايف كافه النادي الاهلي في الناحيه الفنيه اعلى، ولابد من استثمار المباراه الاولى في انك تلعب على ملعبك، في انك رتم ادائك يبقى اسرع، الترجي ما ياخدكش ليه البطء. النهائي كل اللعيبه بتشيل من دماغها كل حاجه ما عدا ال 90 دقيقه بتوع المباراه بتوع النهائي، بصرف النظر عن انك بتغير المدرب او وهو سلاح ذو حدين على فكره، ممكن يبقى معاك يبقى ضدك، يبقى المدرب مثلا مش عارف قدرات اللعيبه الاكثر. لكن في كل الحالات اللعيب ما دام يوصل النهائي سواء كان ترجي او الاهلي انتهى موضوع المدرب هنا. ده دور احنا دايما حتى نقول للعيبه ده النهارده دورك. المدرب ما دام وصل للنهائي عمل دوره ومشي مشواره بنجاح. النهارده دور اللعيبه، انت عايز طموحاتك توصل، انت عايز تحقق مجد لنفسك وعايز تحقق للنادي بتاعك مجد، وتقول انا من ضمن المجموعه اللي جبنا بطوله افريقيا. ده هنا بتبقى المسؤوليه ودوافع اللعيبه هنا لازم تبقى عاليه جدا، لان هي في الاخر وفي الاول هي بتحسم امور كتيره في الملعب. الاهلي متمرس، الاهلي عنده خبره بالمواقف النهائيه وعنده قدره على انه يتماسك في الظروف الصعبه اكتر. لو بنقول انه تونس او الفريق الترجي عنده طموحات عاليه وعنده، لكن في الاول وفي الاخر برضو قدراتك، يعني انت كل الفرقتين مؤكد عندهم طموحات عاليه، الفرقتين كلهم عايزين، الاثنين عايزين ياخدوا البطوله، لكن برضو شايف ان قدرات الاهلي ومفاتيح لعب الاهلي اعلى واكتر، خبرات الاهلي اعلى، على اللعيبه ان هي تحط الكلام ده قدامها. والملعب طبعا في الاول وفي الاخر لا يعترف بالتاريخ، الملعب بيعترف بالواقع، فلابد ان كل لعيبه الاهلي بالجهاز الفني واقعيين في هذا اليوم. اللي عايز يبقى بطل وبيلعب في اكثر مسابقه وعايز يبقى يعني كده لازم يكون عادد العده بانه حجم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، انه يقدر يلعب هنا ويقدر يلعب هنا، يقدر يخوض هنا ويخوض هنا، لانه برضو انت بتتكلم في مجموعه لعيبه برضو في المتناول، يعني عندك لعيبه النادي الاهلي عنده لعيبه وعنده دكة بدلاء كويسة جدا وعنده عناصر طيبة جدا، فبالتالي اعتقد ان الاهلي يقدر يسد هنا ويسد هنا، مفيش مشاكل. الاصابات دي يعني امر واقع عليك وعلى الفرقة التانية، يعني ممكن جدا الاصابة بتبقى الفرقة التانية يغيب عنها لعيب او اتنين اصابة ممكن الاهلي، لكن انا بقول لك الاهلي عنده بدائل وبدائل كويسة جدا، يعني بحيث ما اقدرش اقول لك اللي بره ده بديل، لا بالعكس ده لعيب ولعيب لما ينزل
بيبقى بيقدر يقضي دوره على اكمل ما يكون. في كفه الاهلي ارجح، مش عايز كلام يعني، الاهلي يكسب كفته ارجح يعني. بكام بقى ما تعرفش يعني، تجيب كام ما تقدرش تخمنها الا من خلال لو شفت مثلا الشوط الاولاني تقدر تقول الاهلي الماتش ده بيوصل كتير، لعيبه الاهلي النهارده في احسن حالاتهم، الاهلي بيوصل من اسرع من اقرب سكه، بيبان من الاول لا النهارده في اهداف بيبان، لكن غيابيا كده صعب. كل التمنيات وبالتوفيق للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وبعتبر جمهور مصر كله، لان في مباراه الاسماعيلي انا شفت حقيقي كان جمهور مصر كله ورا النادي الاسماعيلي. خير على كل مشاهدي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. معانا بطوله مهمه دخلت النادي، معانا ابطال، معانا نجوم النهارده من فريق الطايره سيدات تحت 19 سنه، كسبوا بطوله منطقه القاهره لسه اول امبارح، كسبوا مباريات قويه، عملوا مباريات قويه جدا، عملوا ماتشات يعني مهمه جدا استعدادا للي جاي وهي بطوله الجمهوريه وهي الاهم. خلونا نرحب بضيوفنا. معانا كابتن احمد عبد الفتاح المدير الفني لفريق. كابتن احمد مساء الخير. مساء النور كابتن خالد. ومعانا كابتن رنا سامح، مساء الخير يا كابتن رنا. كابتن مريم احمد. كابتن ريم احمد، نبدا الحكايه من عندك، ايه رايك؟ بلاش تسالني كتير، نسال كتير. قولي لي كسبنا ازاي؟ كان ماتش جامد مع الشمس. الشوط الاول اتاخد مننا، كانوا جامدين قوي بصراحه، ما بيسيبوش الكره بسهوله. بعد كده الشوط الثاني والثالث والرابع قدرنا نجمع نفسنا والحمد لله كسبنا. الحمد لله كسبنا. كابتن مريم قولي لي كابتن احمد، بعد الشوط الاولاني اللي حصل فيه خساره، قال جمع الفرقه ازاي وقال لكم ايه بين الشوطين؟ احنا طبعا يعني كلنا بعد خساره الشوط الاولاني وكده يعني كلنا كنا بنحاول كمان نفوق نفسنا عشان نكسب كده، وكابتن احمد شجعنا اللي هو يعني فلنة الاهلي وكده ونحس ان احنا بنلعب للنادي الاهلي وكده، وقعد يعني يحفزنا واحنا تعبنا جامد فيعني مجهودنا ما يروحش فيعني قعد يعني يحفزنا وكده. كان اهم دور نفسي، كان اهم دور، كان اهم دور نفسي لان انا خسران الشوط الاولاني والشمس اول ماتش يلعب فيه تمام، يلعب فيه ويعمل ستريس على فرقه فماتش شوط تقل فلازم اجمع الفرقه تاني واتكلم مع الفرقه واعمل لها اعداد نفسي قوي قوي عشان انزل اكسب الثلاث اشواط. عايزين نعرف بس قبل ما نخش على المباراه دي بالذات كابتن احمد، عايزين نعرف الاستعداد كان ازاي ليه اللي احنا نكسب منطقه القاهره. عارف حضرتك يعني الحمد لله ما شاء الله انتوا كسبانين كل حاجه السنه اللي فاتت، كل البطولات السنه اللي فاتت، لكن عايزين نعرف السنه دي الحمد لله انا ناهي السنه اللي فاتت بطوله الجمهوريه كل الماتشات الحمد لله كسبانها، وناهي ماتش فاينل مع الصيد الحمد لله عملنا ماتش قوي قوي مع الفرقه وكسبنا 3-0 مع الصيد بطل القاهره بطل الجيزه. استعدينا بقى الموسم الجديد ان احنا بدينا برنامج بدني قوي قوي للفريق يساعدهم ان هم يوصلوا للنهائي ويبقوا واقفين في الملعب عارفين يشتغلوا صح تمام، وبدينا بعد كده في المهاري والخططي ولعبنا مباريات وديه جهزت اللعيبه ان هي توصل للفاينل وان هي تنهي الفاينل بمكسب ما شاء الله. لعبنا مع سبورتنج ومع سموحه وكذا فرقه عشان نوصل في الاخر ان احنا نلعب مباراه قويه قدام الشمس في الفاينل عشان ناخد البطوله. كانت الماتش ده كان مباراه فاصله بين كل اثنين، اللي يكسب يشيل، اللي يكسب لان هو كسبان كل المباريات بتاعته وانا كسبان كل المباريات بتاعته تمام. فالنهائي ازاي المدرب يوصل بالفرقه بتاعته نفسيا قبل المهاري عشان يكسب. طب عايز اعرف بس حاجه عشان نشوف الكباتن اللي معانا، هي نقطه وهنرجع نتكلم على المباراه تاني، لكن هي النقطه المهمه ازاي قدرنا نطلع البنات من الخساره بتاعت الشوط الاولاني ان هم قدروا يكسبوا ثلاث اشواط ورا بعض. هو البدايه زي ما قلت لحضرتك نفسي لما البنات يقعدوا يخرجوا كله متضايق. قلت لهم ايه بالظبط؟ قلت لهم اولا احنا نبدا لسه من اول وجديد كويس، نعتبر لسه داخلين من الصاله تمام. احنا تعبنا جامد قوي وكله ساب مذاكرته وكله ساب امتحاناته عشان نوصل للبطوله. لازم تلعبي لاخر بوينت في الشوط. لازم نلعب بروح الفلنة الحمراء، الفلنة الحمراء دي ليها حق علينا. النادي الاهلي اللي حق علينا، جمهور النادي الاهلي اللي حق علينا، لازم نكسب الفاينل. مش هينفع نرجع النادي من غير الكاس والفاينل.
ما شاء الله. هم البنات فتح. خلاص يا كابتن الفتحة مع بعض ننزل رجالة هنكسب الكوتش. طيب وده الحمد لله عملناه. وده اللي اتعمل ولسه هنكمل الأحداث كثيرة في مباراة كثيرة. لكن رانا قولي لي بعد ما خسرنا الشوط الأولاني وبدأنا نخش الشوط الثاني إمتى حسيتي إن البطولة دي داخلة النادي الأهلي؟ في أي جيم؟ إحنا الحمد لله بنعرف كفرقة إن إحنا لا نقطة ضاعت أو شوط ضاع بنعرف إن إحنا نرجع ثقتنا تاني في نفسنا واحده واحده مثلا نقطتين ثلاثه ورا بعض نبدا نفوق نفوق بعض في الملعب. كابتن احمد مثلا لا يلا يا بنات الكاس مثلا مش هيضيع لازم كفرقه نبقى ايد واحده نشجع بعض في الملعب اللي بره يشجع اللي جوه ان احنا نحاول على قد ما نقدر يعني نلم مثلا النقط اللي ضاعت مننا لو فرق مثلا كبير شويه لا لازم نبدا واحده واحده نهدى نجيب نعوض الفرق ده بس. والحمد لله يعني عرفنا ان احنا نلم الشوط الثاني كويس. الشوط الثاني نادي الشمس ما تقدمش علينا احنا على احنا صح احنا ماشيين على طول خلص الشوط الثاني 25-15 او 16 تمام يعني احنا ليدنج عليه على طول تمام. فده كان شوط مهم بالنسبه لنا ده يمكن فوقنا قوي بقيه الماتش. قولي لي يا مريم حاجه مهمه جدا 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 عندنا اثنين كباتن دانا شوقي ونور ياسين ما شاء الله انا عارف ان قوه ضربه وانا عارف ان كلكم نجوم في الفرقه دي لكن ازاي قدرنا نعوض ده كبنات؟ لسه هنسال كابتن احمد السؤال الاهم لكن انت عايزين نعرف ازاي انتوا كبنات اتنين مهمين في الفرقه مش موجودين وقادرين تعملوا ده عملتوا ازاي؟ هم الصراحه يعني هم غياب مهم جدا الفرقه وعاملين تاثير الفرقه بس احنا طبعا يعني كمان عشانهم يعني لازم طبعا نلم نفسنا وعملنا مجهود جامد جدا بحيث ان احنا ناخد البطوله وكده وتعبنا جامد جدا في الشغل وكده يعني هم الاثنين طبعا لما ينزلوا الملعب طبعا عاملين فرق جامد يعني السنه اللي فاتت لما كانوا بيلعبوا عاملين فرق جامد طبعا في الملعب وكده بس فاحنا يعني الحمد لله قدرنا يعني نتغاضى ده وان شاء الله يرجعنا السلامه يا رب باذن الله. يا كابتن انا اتكلمت معاهم في الحته دي قوي مهمه قوي مهمه قوي ان احنا نتكاتف مع بعض ونبقى روحنا حلوه قوي عشان الاصابتين اللي عندنا نعدي بيهم وناخد البطوله. لازم ناخد البطوله زي السنه اللي فاتت. لازم الاهلي يفضل زي ما هو طالع لازم يحقق بطولات على طول ان شاء الله باذن الله. فهو ده اللي اتكلمت مع البنات فيه لازم روحنا تبقى عاليه لازم ما اثرش معانا اي حاجه هنلعب وهنكسب وهنضغط والضغط على الخصم هو اللي بيوصل لمكسب. بس في نقطه مهمه يعني دانا ونور يعني قوه ضاربه جامده جدا معايا من اول السيزون انت بتلعب من غير اثنين يعني كل ماتش بقول ربنا يستر يعني انا كمدرب كل ماتش لازم احط في حساباتي كل فرقه لازم احط في حساباتي السكاوتين بتاع كل فرقه كل فرقه بتلعب بالطريقه ازاي عشان احاول اوصل بيها لازم اعمل احترام لكل فرقه فربنا بيكرمني ماتش بماتش ماتش لحد ما وصلت للنهايه يا جماعه هنقف وهنشتغل كده وهنعمل كذا مع كل لعيب لحد ما ربنا وفقنا وكانت مباراه صعبه جدا جدا والحمد لله بفضل ربنا الحمد لله الحمد لله كسبنا. ريم قولي لي حاجة مهمة جدا للرياضي ازاي نقدر نوفق وازاي نقول للرياضي الصغيرة بنوفق ازاي بين الرياضة وبين الدراسة والقصة دي كلها. هو يعني عشان توفق بين الاثنين بتستغنى عن حاجات كتير قوي. قولي لنا بتستغنى عن ايه بالظبط؟ أنا معاكي بقى في السؤال ده هادي أهو شفت بسألك أسئلة كويسة جدا أهو هادي اتفضلي. يعني مثلا صحابك خروجات بتاع أهلك ما بتشوفهمش كتير هو من التمرين للمدرسه مدرسه التمرين لو في وقت بيبقى مذاكره بس لعيب النادي الاهلي عنده هدف هدف بطوله لازم تحقق بيروح عشان امتحانه خلص امتحانه وجه على التمرين. في لعيبه من معايا بيلعبوا درجه اولى وبيلعبوا 19 بيخلصوا امتحان يروح على تمرين درجه اولى يخلصوا يتمرنوا 19 فاللعيب داخل النادي الاهلي عارف انه بيلعب على بطوله لازم يكون قد المسؤوليه والمسؤوليه دي بتدي له في الدراسه مسؤوليه ان هو يجتهد ويجيب مجموع كويس فالرياضه دايما ما بتعطلش اللي بيذاكر ويعطله على نجاح لا بالعكس الرياضه بتخلي اللاعب يوصل لدرجات حلوه دي اكيد. بس ريم قولي لي بتعملي ايه مع اصحابك؟ سيبك بقى من التدريب تعالي يلا ننزل نخرج اكيد بتحصل كده عبد الله معايا بتخلعي منهم ازاي؟ دي تمرين تراي ماتش مش هينفع كده اي حاجه اي حاجه تراي ماتش لو غابت تراي ماتش مش هتلعب دي كده بس هي خلي بالك هي عماله تقول تراي ماتش كل ماتش مش مشكله هي بتتصرف مع زمايلها. قولي لي يا رنا مين الفرق القويه اللي قابلناها في الماتشات او في البطوله دي قابلنا فرق قويه جدا مين هي؟ هو طبعا كان اقوى فرقه كانت الشمس كانت منافس طبعا قوي طيران عملوا معانا ماتش كويس مقاولين وادي دجله هليوبلس والقاهره كسبانه ماتشاتها كلها برضه ما عدا الشمس يعني اللي واخد ثالث القاهره
بعد الشمس والاهلي يعني الشمس الشمس واخد تاني القاهره واخد تالت فالقاهره كسبانه كل ماتشاتها مع ده الشمس ففرقه تحترم ولازم اعمل لها حساب قوي برضو زي الشمس تمام كنت رايح برضو بلعب القاهره في الطيران بلعب القاهره في ملعب مكشوف طبعا في ملعب مكشوف ده يفرق جدا جدا فبديت مرنت تمرينات في نادي الاهلي مدينه نصر عشان الملعب الخارجي ده ساعدني برضو مع الهوا ان اعرف اسيطر على المباراه قولي لي يا مريم الفرق في فرقه كده تحس ان انت بتحبي تلعبيها يعني فرقه منافسه الشمس فرقه تحترم وكل فرق الدوري تحترم بالنسبه لك او المنطقه لكن في فرقه بتحبي تلعبي تحس ان هم لعيبه فولي بول قوي بالنسبه لك اي فرقه صراحه هي دايما الماتشات الجامده هي اللي بنحب يعني نلعبها يعني نلعبها وكده يعني الشمس كان ماتش حلو جدا يعني في كده ماتشات اللي هو بنتفرج على فولي بجد فيعني هو كل الفرق طبعا يعني طبعا كويسه وكل حاجه بس يعني ماتش الشمس كان احسن ماتش يعني كره راح الرالي رايح جاي احسن ماتش نلعب. فتره طويله كره بتطلع تضرب تطلع تخلص يعني الرالي كان فيه كتير فده يعمل انجوي وعامل روح حلوه قوي في الملعب فمخلي المشاهد اللي قاعد بره الجمهور مستمتع لو سالت لو سالتك عن ريم مش عايز اتكلم كتير انا مش بص بعيد اهو ريم سالتك عليها وهي بتلعب في مركز اربعات اللي هو يعتبر ده الضريب بتاع الملعب الضريب طبعا الفايتر تقول عليها ايه؟ هي ريم لعيبه مجتهده جدا من وهي صغيره ومجتهده بتطلع تخلص كورها الكوره بتاعتها دايما بتلعب تحت ضغط مش خايفه وده مهم قوي في الرياضه ان اللعيب تحت ضغط ما يخافش يلعب ويجمد ويتقل طبعا ده اكيد لو لعب وكمد وتقل هتكسب يعني دايما انا كمدرب فكري في اي فرقه العبي جامد العبي ارسال جامد اضربي جامد العبي جامد اضربي جامد هنخلص هنبقى احنا ليدنج على الفرقه الثانيه انما هنلعب الكره سهله مش هينفع مش هنكسب مش هنكسب والاهلي دايما بيلعب جامد فانا معودهم على كده حتى المباراه سهل لا العبوا جامد ده حافز لينا عشان لما نوصل للنهائي نبقى احنا جامدين ريم قولي لي كابتن احمد قال كلمه مهمه الضغط الضغط يعني في جمهور في ضغط نقط فرقه ايكوال قريب ازاي بتقدري تعملي ده يعني بتاهلي نفسك ازاي للموضوع ده بحاول ما اركزش مع اي حاجه غير الكوره هي جايه ازاي احلها ازاي بس بركز مع الكوره بس يعني حتى جمهور بعد الماتش اقول لهم كنت سامعاه اصلا مش سامعاه اهم حاجه تسمع المدرب تعلمها بس يعني انا في الاول الماتشات زي كده بيبقى فيها جمهور وضغط يا بنات هنركز قوي عينينا على الكوره ودننا مع الكابتن بس خلاص بس انسي كل حاجه انسي ضغط الجمهور انسي كل حاجه لازم ودنك مع الكابتن وعينك على الكوره وتلعب ده الهدف الاساسي ده الهدف الاساسي رانا الجمهور رقم واحد في ظهر النادي الاهلي في كل الالعاب طبعا قولي لي الجمهور ده لما بيجي الملعب بتحس بتعملي ايه يعني ايه اللي بيحصل معاكي بيحفزونا اكتر تشجيع بنحس ان احنا فعلا قدامنا ان احنا لازم ناخد البطوله دي عشان جمهور النادي الاهلي ما ينفعش ان يجي جمهور يشجعنا ويساندنا ويمشوا متضايقين عشان بطوله مثلا طلعت من النادي الاهلي او مثلا يقولوا ان لا فرقه مثلا 19 سنه مش قد المسؤوليه مش قد ان هم يبقوا بيلعبوا باسم فانيله النادي الاهلي فبنبقى لا بتحفيز طبعا تشجيع جامد التشجيع بالنسبه لك جامد رنا قولي لي علاقتك ايه بالجمهور على السوشيال ميديا لا ما فيش علاقه قوي على السوشيال ميديا ليه مش قاعد حافظين كل حاجه كل جميع حافظه كل حاجه صح واكيد الناس بتبارك لك وكده كتير قولي لي قولي لي يا ريم اخبار احتراف الخارجي لا ريم بقى الثانيه مريم سوري انا اسف انا اسف معلش مريم معلش قولي لي يا مريم اخبار احتراف الخارجي ايه فكرنا في الاحتراف الخارجي هو يعني هو ده حلم اكيد بالنسبه لكل لاعب يعني ان هو يحترف بره ف يعني لسه يعني دلوقتي يعني مثلا يعني الاحتراف ده بره بيدينا خبره عاليه جدا ومثلا لما بنرجع مثلا من الاحتراف ده بيبقى اللعيب باين ظاهر التكنيك والستايل وكل الحاجات دي بيغير تفكيره في كل حاجه يعني كل حاجه دي يعني فرق بره الاوروبيه وكده الستايل اللعب بتاعهم حلو جدا والماتشات بتاعتهم كمان وكده يعني بتفرق جدا مع اللعيب لما بيحترف بره طب كابتن احمد احنا معانا دانا ونور ياسين نور ياسين ودانا بره الفرقه السنه دي مريم متولي مريم متولي معايا هي كابتن الفرقه كابتن الفرقه ولاعيبه مهمه قوي معايا وليها محور تاثير في الفرقه بتلعب اربعات بره بتلعب اربعات لا هي في الدرجه الاولى بتلعب ثلاثات لا انا بتكلم على فرقتنا اربعات على فرقه حضرتك اربعات اربعات من لعيبه من اللعيبه المهمه اللعيبه المهمه معايا قوي وتفرق وجودها معايا لان هي كابتن الفرقه كابتن الفرقه ده بيبقى له يعني زي ما حضرتك عارف كابتن خالد بيبقى له دور مهم قوي مع المدرب اكيد
يلم الفرقه في وقت زي كده، خدي الفرقه معاكي، يروح في الملعب. الكوتش مش هينزل لهم جوه الملعب بعد كل بوينت يعمل روح، لا، كابتن الفرقه. ودايما انا عندي بقسم الشغل، اللي بره في الجمهور او اللعيبه الاحتياطي في واحده كنترول بتشجع، جوه الملعب في واحده كنترول بتلم الفرقه. بس هي روحها جامده جدا، كانت روحها حلوه قوي. عملت ايه في الماتش الاخير؟ الشوط الاولاني حاولت تجتهد. الشوط اللي احنا خدناه الشوط الاولاني احنا خسرناه. من اول ما بدانا الشوط الثاني وقفنا، قالت لي يا كوتش ما تقلقش خلاص، بس هي قلبها حديده. بحس ان هي يعني يا كوتش ما تقلقش، انت لما يكون عندك لعيب مهم يقول لك يا كوتش ما تقلقش بيديك ثقه. خلينا معايا برضو الكابتن حمدي والكابتن نور والكابتن اشرف عباس والدكتوره منى، ادوني حافز برضو. يعني لما يكون معاك الجهاز الفني كله في النهائي بيقدر يساعدك ان انت تلم بالفرقه. ده روح النادي، ده روح النادي. ناخد تليفون مهم دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن مريم. الو كابتن مريم متولي كابتن الفريق، وبنبارك لك. الف مبروك كابتن مريم. الله يبارك في حضرتك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه بعد البطوله العظيمه دي؟ انا الحمد لله كله تمام. كله تمام. قولي لي، بعد ما خسرنا اول شوط، خلاص عدى اول شوط، قلت لكابتن احمد كلمه مهمه، ما تقلقش البطوله دي جراح النادي الاهلي. مظبوط. اصل احنا متعودين دايما ان احنا يعني ما بيفرقش معانا اي حاجه بنضيعها، عشان بنكون عارفين ان احنا ان شاء الله نقدر نعوض، وفي الاخر يعني احنا ان شاء الله نكسب. وفرقه بس كنا مشدودين كلنا في الاول، في اول كام نقطه وما قدرناش ان احنا نسيطر على نفسنا. ولما خسرنا الجيم خلاص كلنا هدينا بقى، ان احنا خلاص خدنا على الملعب وخدنا على الفرقه اللي قدامنا وعرفنا نقط ضعفهم ومميزاتهم. وقدرنا بقى من اول الجيم الثاني نبتدي نلعب بقى صح، بقى الجيم الثاني والثالث والرابع يعني الحمد لله لغايه لما كسبنا فرق كبير. قولي لي يا كابتن مريم، جوه الملعب قلتي للبنات ايه في الشوط الثاني والثالث والرابع؟ كنت بتحفز لهم، تقول لهم ايه اعملوا ايه، بتقول لهم ايه بالظبط؟ كنت دايما بقول لهم ان احنا مش احنا ما بنلعبش، لان احنا كنا احسن من الخصم يعني اللي قدامنا بكتير. بس احنا عشان كنا مشدودين في اول الماتش فما كناش عارفين نطلع الفولي اللي عندنا، فلما هدينا عرفنا نعمل ده. فكنت دايما عمال اقول لهم يا جماعه احنا ما بنلعبش، يلا ونفوق، وكنا بنحاول ان احنا نفوق بعض كلنا يعني دايما تقول لهم ايه الارض نغطي عليه. في كلمه اخدت بالك صح؟ هنعديها عشان على الهواء. ماشي. قولي لي الروح العاليه اللي انت فيها ما شاء الله. انا عن نفسي شخصيا بحب اتفرج عليكي لما بتلعبي مع الدرجه الاولى، في روح عاليه جدا بتحصل. قولي لي روح النادي الاهلي بتطلع امتى، والموقف ازاي، وشكله ازاي؟ اتفضلي. طبعا روح النادي الاهلي بتطلع على طول في البطولات القويه والماتشات الحاسمه. ان احنا دايما بنكون مش بس خلاص بقى احنا بنلعب افراد، مش كل واحد بيلعب لنفسه، احنا بنلعب دلوقتي علشان الفانيلا الحمراء بمعنى صح. وان احنا طبعا خلاص كل واحد بينسى نفسه، وكل واحد بينسى بقى هو عايز يعمل ايه عشان نفسه. احنا بنبقى عايزين دلوقتي عشان النادي الاهلي وعشان نكسب وعشان عيب، يعني عمرنا ما تعودنا ان احنا ندخل في اي بطوله او اي ماتش ونخسره. كابتن مريم الف مبروك، نتمنى اللي جاي احسن، ونتمنى اللي جاي باذن الله بطولات وانجازات، في اذا كان على مستوى 19 سنه او على مستوى الفريق. كابتن مريم شكرا، شكرا جزيلا. روحها جامده. عاليه قوي صح؟ بتديكي باور جوه الملعب؟ لان هي روحها يعني حلوه جدا، بتفوق الناس وكده. يعني بتشجعنا، بتدينا يعني حافز وكده ان احنا نكسب ونفوق ونشجع بعض وكده ونقوم بعض وكده. كابتن احمد، احنا ما شاء الله يعني بطوله منطقه وعدت، وجايين لبطوله الجمهوريه الاقوى ان شاء الله. احنا بدينا نجهز لبطوله الجمهوريه ان شاء الله من امبارح، وبدينا نحط برنامج عليها. لان بطوله الجمهوريه بتبقى اصعب شويه من بطوله القاهره، لان بيقابلنا فرق من اسكندريه وفرق من الجيزه، تبقى فرق محترمه تعمل لها حساب. فبدينا نكثف الشغل بتاعنا شويه، وهنكثف التمارين بتاعتنا سواء البدني او المهاري او الخططي، عشان لما نوصل ان شاء الله للنهائيات نقدر نكسب البطوله زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. فبدينا نشتغل على الحته دي مهمه قوي، وبدينا نتكلم مع البنات. خلاص احنا الحمد لله ربنا كرمنا بطوله القاهره، هنركز الفتره الجايه عشان بطوله الجمهوريه. لان بطوله الجمهوريه مش محتاجه خالص ان احنا يعني نتاخر في التمرين، ما نجيش التمرين. والبنات
يعني معظمها في ثانويه عامه. ففي ثانويه عامه دي انا كمدرب بيفرق قوي ان اللعيب بيبقى في ثانويه عامه وجاي على التمرين بيبقى تركيزه نصه في المذاكره والنص الثاني في التمرين. فانا بحاول انا كمدرب بحاول اصفي ذهن اللعيب بحيث في الملعب يديني الشغل اللي انا عايزه بنسبه فوق ال 80%. لو خدت النسبه فوق 80% يبقى انا نجحت 100% ان شاء الله. مظبوط. رنا قولي لي لو طلعنا من الشد العصبي والمكسب والتدريبات في وسط الفرقه وانا لعيب كده كان دايما في 2 3 تلاقيهم هم اللي بيبوظوا الفرقه بيهزروا في الفرقه. قول لنا مين في الفرقه عندك بيعملوا ايه بالظبط؟ احكي لي. بتبص لهم شكلهم الاثنين صح؟ يعني شكلهم هم الاثنين مريم وريم. قولي لي بيعملوا ايه؟ لا يعني مش احنا بنحاول على قد ما نقدر. لا مش بنبوظ التمرين بس ممكن نخلي مثلا لو احنا ما تبقاش التمرينه كلها ان احنا جد. لا ممكن مثلا نحط جزء ان احنا بنهزر شويه بس في سياق التمرين بتريحه شويه لان انا عايزها جد. اه طبعا انا كمدرب عايزها جد عايزها جد. لكن هي انت عارف برضه انا بقولك صراحه وانا لعيب برضه لازم عايز اجري شويه اريح شويه. اللعيب يقوم قايل كلمه يقوم مضحك الفرقه كلها ان انا ارجعهم تاني جد. لا قبل الماتشات بتكون في شد عصبي. اه طبعا يعني انا كنت مع فرقتي كنت بقول لهم كلام كويس. الماتش اللي فات قبل ما ننزل بصراحه كان معايا الكابتن حمدي الصافي والكابتن نور قاعدين بره كل تركيزنا البنات ريلاكسيشن يا بنات اهدوا الكره هتجي لكم بالراحه بهدوء مفيش تنشنه. اللعيب لما بيتنشن جوه الماتش بيبقى تركيزه عالي والتركيز لما بيعلى بيبقى فيه اخطاء كتير اكيد. فاللعيب ريلاكسيشن هيلعب بهدوء هيعرف يطلع الكره كويس هيعرف يهاجم كويس هيعرف يضرب الكره في المكان المظبوط هيعرف يبص على الفرقه الثانيه وهو ده المطلوب في الفولي. الفولي لعبه صعبه طبعا فيها عناصر لياقه بدنيه كبيره قوي فيها رد فعل جامد قوي فلازم اللعيب يكون مدرك ان هو لو خرج بره تركيزه او تشد هياثر في الماتش. فهو ده اللي قعدنا نقولها لهم في النهائي اول ما خسرنا الشوط. يا جماعه احنا الثلاثه بصراحه الكابتن حمدي والكابتن نور واقفين يا جماعه نهدى عادي خالص ريلاكسيشن خدوا الكوره بهدوء نلعب بهدوء خالص بلاش شد شدت الاعصاب. لا انا عايز تخرجي من الملعب. انا ما بتكلمش على الملعب بتكلم على بره الملعب لما تكونوا قاعدين في الجنينه مع بعض. لا دي حاجه ثانيه. ايوه انا بتكلم على ده. انا عايز اخرج من الملعب قلت لك انا عايز اخرج بطولات وعايز اخرج من الملعب. مين بيعملوا ايه؟ انا بسيبه انا ماليش دعوه انا زيه خالص بعيد عن الكابتن. انا عايز بيعملوا ايه يعني ممكن هو بيبقى احنا كلنا صحاب قوي فممكن لا خروجات كتير بنتجمع مثلا قبل التمرين شويه بعد التمرين كذا بنبقى قاعدين كلنا مع بعض هزار ضحك بس لا جوه التمرين ده لا خلاص بقى. طبعا لكن انا بقول لك يا بره التدريب اكيد في واحد مميز بالموضوع ده. مريم متولي. مريم متولي. مريم متولي صح؟ مريم متولي هي كابتن الفرقه وهي اللي هي مسؤوله عن الموضوع ده. قولي لي يا ريم الصوره دي حكايتها ايه؟ مين؟ لا انا ما انا عارف ان هي رنا يعني انت كلمي عليها. قولي لي دي كانت هي دي ساعه ما كسبتوا البطوله؟ ده بعد الماتش على طول. بعد الماتش قولي لي بعد الماتش جريتي على مين اول واحده؟ عيلتي اللي كانت موجوده معايا. رحت لهم على طول؟ ده شكر ليهم؟ هم كانوا يعني هم بوش معاكي جامد صح؟ قولي لي الصوره دي مريم. بابايا باباكي بعد البطوله برضه. بيتعبوا يا ريم اولياء الامور؟ ده جبت الصور دي منين يا صح؟ لا انا بجيب كل الصور دي. قولي لي دي مين؟ دي عيلتي بقى. دي عيلتك. تقولي لهم ايه كده في الصوره اللي انت شايفاها كل الاسره الكريمه؟ مش اسرتي قوي يعني بس عيلتي. ايه العيله؟ تمام. لا كانوا معايا بصراحه بيشجعوني جامد قوي بالذات لوجي لابسه اسود دي. لا لوجي لابسه اسود دي عشان بنت نفسها اهلاويه كبيره. طبعا. بس الاسره بتتعب معاكي؟ وانت رايحه وانت راجعه مظبوط كده؟ طب ودي؟ لا ده مريم. مريم اختي. اختك؟ كانت بتلعب فولي او حاجه؟ كانت بتلعب فولي زمان بس بطلت يعني هي صغيره. انت لعبت فولي عشان خاطرها؟ هو يعني عشان لما ياما سابته فانا دخلت فولي يعني بسببها. بسببها؟ مين 10؟ مين 20؟ ريم. هي ريم. انت لا اصلا من الظهر ساعات كنت بتسلم ميداليه؟ قولي لي بقى العيله نقف عند موضوع العيله والعيله والاسره بتتعب يعني اذا كان اولياء الامور بيتعبوا جدا بالنسبه لكم كلكم يعني بنتكلم بصراحه. تقول لهم ايه بعد ما بتطلعي تبقي نجمه وتكسبي بطولات لازم هم ليهم كلمه منك ليهم؟ مكسب ليهم بصراحه مش ليا. يعني ايه المكسب ليهم؟ لا اكيد يعني هم ليهم دور كبير قوي. عايزك توضحي الدور.
يعني بيتعبوا معاكي؟ لا بيصعبوا خالص. انا هقول انت بتيجي النادي لوحدك ولا هو؟ اه طبعا اخويا مثلا ساعات بيجي معايا التمرين لما بيحسني ساعات مشدوده بيحاول يهدي الامور. انا اوقات بخلص تمرين 12 ونص بالليل. اه 12 ونص هم ساكنين في مدينه نصر حلو. 12 ونص وعندهم مدارس الصبح وتاني يوم مدرسه. تاني يوم مدرسه. فولي الامر لو ما كانش يقف مع اللعيب والمدرب في حاجه زي كده مش هننجح. قولي لي يا رنا تقول لهم ايه؟ هم دايما بابايا ومامتي بالذات كمان نصايح قوي يعني اللي هو لا انت مثلا اتمرني كويس ما تهزريش في تمرين ركزي انت مثلا غلطتي في كذا في تمرين لا شدي شويه على نفسك. بابا كان اوقات بيقعد يمرني ان بابا كان بيلعب العاب قوه ففي الفتنس كان مثلا لا تعالي واقعد مرني. فتنس ولا فولي؟ لا فتنس مش فولي. لا الحمد لله. طب الحمد لله كده كابتن احمد الطبي. طب قولي لي هل لما يكون ولي الامر يعني صاحب رياضه او في الوسط الرياضي احسن؟ اه بتفرق. بتفرق معاكي؟ جدا. في ايه؟ بيبقى عارف اكتر مثلا في الملعب لا انت غلطتي مثلا في كذا 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 لازم تعاملي المدرب ازاي؟ عارف ان انا عادي بتاخر مثلا في تمارين بيشجعني بيعرف ان هو ازاي يشجعني قبل ماتش لا يفضل مثلا يديني حافز كويس ان انا العب كويس ان انا اركز في الماتش جدا حافز للتمرين بحس ان انا لا يعني لكن مش موضوع ضغط مش ضغط لا حاجه ايجابيه بالعكس اه حاجه كويسه جدا. طب عايزك تشوفي الصوره دي وتقولي لي ايه؟ مين؟ مريم تولي. مريم بعد النهائي ما حسبتش لعيبه لما اتصورت معاك. هي كانت بتصورنا. ايوه هي اللي كانت بتصورنا. اه هي اللي بتحب بابايا ومامتي عشان يتصوروا معايا. يعني هي محور التركيز كله او محور الفرقه كلها. خلي بالك وهي صغيره. اه يعني هي صغيره كانت كده. طول عمرها ما شاء الله عليها يعني هي كانت محور الفرقه كلها يلا نصور هنقف هنا هنيجي هنا هي كابتن فرقه فعلا انا شايفك كابتن فرقه ناجحه. ناجحه. اه طبعا ناجحه. مريم احمد قولي لي الصوره دي. خلصنا. بعد بقى ما خلصت صح؟ كابتن حمدي صفي الصوره اعتقد وفي على الجنب وكابتن الدكتوره منى ايوه يا ريت بقى حاجه تقول اسماء الجهاز كله بالمره. الدكتوره منى ايوه كابتن حمدي الصافي كويس كابتن ايمن مدرب فريق 16 هايل وبعد كده كابتن نور الكابتن ياسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري والكابتن حمدي وكابتن نور كابتن نور كان واقف في اخر الصوره مش باين مش كابتن نور عطيه هو مدير قطاع الناشئات قطاع الناشئات والكابتن نور ليه دور جامد قوي معايا كابتن نور ساندنا جامد قوي في الفرقه 19 كنت اكلمه كابتن نور الماتش ده محتاجك معايا بصراحه كان بيجي لي لو في اخر الدنيا متاخرش ما بتاخرش خالص على اي مدرب يطلب منه حاجه يعني في اوقات بقول له كابتن نور ايه رايك في التمرين ده ايه رايك في اللعيبه دي كابتن نور هو وكابتن حمدي قامة كبيرة قوي في الفولي فالواحد بيتعلم منهم في كل حاجة دانا شوقي صح؟ اه سيلفي هي شاطرة في السيلفي صح؟ واضح دانا ونور ما سابوناش في النهائي برضو دانا ونور تشجيع تشجيع وبيلفوا حوالين الفرقة تخيل انا واقف بكاتشن للفرقة وبتكلم مع الفرقة والاقي من الناحية التانية نور يلا يا بنات نلعب ودانا يلا يا بنات نلعب عايزين ده بقى روح الفانلة الحمراء روح النادي الاهلي هي دي اللعيب بره عايز يكسب اكتر من اللي جوه طيب كابتن احمد عشان الوقت بيجري معانا احنا معانا اسماء الجهاز الفني كله ومعانا اسماء اللعبات كلها يا ريت بس حضرتك تقول لنا التشكيله الكامله كلها للموضوع بعد اذنك الكابتن حمدي الصافي المستشار الفني للكره الطايره تمام والمشرف على فريق 18 الكابتن نور عطيه مدير قطاع الناشئات الكابتن اشرف عباس اداري الفريق كويس. الدكتوره منى اخصائيه العلاج الطبيعي عندي الفرقه بتاعتي بقى الحمد لله مريم متولي سلمى سعد ملك مرجان ريم احمد عبد المعز هدير يسري حبيبه طارق سهيله وفيق منى ياسر ملك خالد ندى وليد هنا عمرو مريم الصغير روان رجب ميار خليفه رنا سامح ريم خالد نور ياسين دانا شوقي روان محمد الفرقه فيهم 15 لعيبه في منتخب مصر الصوره دي بس ادي الصوره الجمعيه والاسماء اتفضل الاسماء فيهم 15 لعيبه دخلوا ضمن منتخب مصر ما شاء الله جوه الملعب خمس لعيبه او اربع لعيبه جوه الملعب السته الاساسيين بتوع منتخب مصر ما شاء الله يعني ما شاء الله الفرقه ديت عنصر من عناصر يعني اللي في المنتخبات هو عنصر مبشر للنادي الاهلي للدخول للدرجه الاولى يعني لما اللعيب من هو صغير بيلعب 19 ويلعب درجه اولى ويمثل منتخب مصر فكده يعني بشار ان اللعيب نجح
فالحمد لله الفرقه دي فيها عناصر ناجحه كتير قوي وعناصر مع بعض. اهم حاجه في الرياضه الجماعيه في الفولي بالاخص اكيد جماعيه مع بعض ما شاء الله كويسين قوي، فدي مهمه جدا. فدي العناصر اللي موجوده في الفرقه. ولعبنا مباراه الدور التمهيدي مع المقاولين ووادي دجله والزهور ونادي رويال، كسبنا الحمد لله كل المباريات، ما فيش خساره ولا ماتش الحمد لله. وصلنا للنهائيات، النهائيات لعبنا الطيران وهليوبلس والمقاولين والقاهره والنهائي الشمس. ونهائي الشمس الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا كسبنا كل المباريات، ما فيش ولا مباراه خساره. بس خسرنا ثلاث اشواط اعتقد. خسرنا في التوتال ثلاث اشواط. صح كده؟ طبعا. عارف حافظ كويس. عارف فيه. طيب عايزين بقى نتكلم كلام اخير عشان الحلقه خلاص بتجري. هنبدا بمريم احمد. مريم قولي لي كلمه اخيره ل اللي جاي ان شاء الله، يعني تقول لنا ايه في اللي جاي يعني رايك ازاي؟ يعني عايزه ايه في اللي جاي؟ ايه المستقبل بتاعك؟ هو اللي جاي يعني طبعا كل واحد يعني بيحلم ان هو في المنتخب، وفي الاول كان النادي الاهلي الفيرست تيم طبعا، اتدرب تحت كابتن حمدي، تحت ايه كابتن حمدي الصافي طبعا. يعني ده بيبقى حلم اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي وهو لسه ناشئين يعني وصغيرين وكده. بس يعني وان شاء الله يعني الواحد يفضل مكمل على اللي هو فيه وعلى المستوى اللي هو فيه وينجح في كده يعني ويوصل لها ان شاء الله. تمام. كريم نفس السؤال. نفس السؤال. انا دايما بقول لهم لازم اللعيب يبقى له هدف ويسعى انه يحقق الهدف. تمام. عشان يبقى واضح انا جاي لهدف معين واسعى ان احققه. اسعى ازاي؟ 1 2 3 4. تمام. اتفضلي كملي. اتفضلي. ان احنا نكمل ناخد البطولات ويعني نبقى عارفين قيمه التيشيرت اللي احنا لابسينها ونحافظ عليها، نحافظ على الكيان ده بس. طب سؤال مهم، بتشجعي كوره؟ شويه. بتشجعي كوره؟ شويه. عندنا ماتش جامد جدا الجمعه، هتتفرجي؟ ان شاء الله. تقولي ايه لعيبه الكوره اللي بيلعبوا الماتش يوم الجمعه وهم على نهائي افريقيا مع فريق الترجي، تقولي لهم ايه وانت لعيبه في النادي الاهلي؟ هم بجد يعني رجاله وربنا معاهم ان شاء الله هيكسبوا يعني. ان شاء الله باذن الله. الميزه في النادي الاهلي ان كل فرق النادي الاهلي ورا بعض في كل مباراه. الباسكت ورا الفولي ورا الفوتبول ورا كلهم. اكيد. كل الفرق. من ساعه ما اللعيب دخل النادي الاهلي خلاص بقى في منظومه وكيان بيسعى ان كل الكيان دوت يبقى ناجح. ودي حاجه انا شفتها من ساعه ما دخلت النادي الاهلي. رنا قولي لي يا رنا كلمه اخيره للعيبه الكوره. عايز تقول لهم كلام كويس. خلاص احنا الماتش بعد 24 ساعه، خلاص 36 ساعه، لعيبه الكوره هتلعبوا، انت كسبانه كده تقول لهم ايه؟ تقول لهم كلام ايه؟ ان جمهور النادي كله وراهم وان احنا ان شاء الله مستنيين منهم يعملوا ماتش كويس وواثقين ان هم ان شاء الله يقدروا يكسبوا. وهم فعلا فرقه كويسه ورجاله ويقدروا فعلا يعملوا حاجه وياخدوا بطوله ان شاء الله. كابتن احمد احنا هنغير السؤال ونقول كلمه اخيره للبنات في النادي الاهلي اللي فات 19 سنه. بنات هنقول ايه في المرحله الجايه ليهم؟ عايز تقول لهم ايه؟ انا مستنى منهم اجتهاد اكتر في التمرين وحماس اكتر وروح اكتر عشان نوصل نعمل مباراه نهائيه تسمع باسم النادي الاهلي. لازم عشان نوصل للمباراه النهائيه ان احنا نكسبها 3-0 وتسمع قوي لازم نتعب الفتره الجايه، وتعب الفتره الجايه تيجي اجتهاد وحضور والتزام وسمعان الكلام والتركيز في الملعب. انا سعيد معاكم، سعيد بحلقه جدا معاكم، كنا يعني الاسئله كانت كويسه كويسه. انا بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله نقابلكم في بطولات قادمه باذن الله. ان شاء الله. وتحيه انجازات ثانيه للنادي الاهلي. وعايزين حضرتك توعدهم بتقابلهم بعد بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله وفي الملعب بالمكسب ان شاء الله ونغطي كل حاجه ان شاء الله وامر ربنا. قبل ما اختم لازم كنت اقول على خبر، هو النهارده في النادي الاهلي لعب النادي الاهلي لكره سله سيدات لعب البطوله العربيه، احنا طلعنا مركز ثاني، خسرنا نادي هومنت اللبناني، لكن لازم ناكد نقول ان احنا ورا فرقه كره سله سيدات، عملوا ماتش ما شاء الله عليهم، بقى لهم 26 سنه ما بيلعبوش بطوله عربيه، لكن لازم نقول لهم انتوا اديتوا اداء كويس، اديتوا اداء مشرف، لكن احنا مستنيينكم ان شاء الله تكملوا السيزون ده بكل بطولات ان شاء الله، والسنه الجايه باذن الله في البطوله العربيه نقدر نحقق ان شاء الله الانجاز اللي احنا نكسب البطوله العربيه. سيدات النادي الاهلي لكره السله بنشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله على لقاء دائم باذن الله بتحقيق بطولات وانجازات للنادي الاهلي. شكرا والى اللقاء.